ايوه يا حبيبتي، ايوه جاي لك اهو. لا كله تمام هنا زي الفل. انت وحشاني جدا. قول وحياه مامتك. نيفين جايه؟ نيفين مين؟ سمرة الطويلة المستقلة. قالوا المحمصة دي. يا لهوته، يا فرحته. طب ما كنت قلت نيفين اجانس. هي رجعت من دبي امتى؟ ما راحتش اساسا؟ يا بنت الكذابات. لا لا لا، هاتها هاتها، دي جامدة أوي. ومين تاني جاي؟ لا هانيا، لا 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 لا، دي جاية تاكل بس. دي بنت ما نو فيلينج، دي كل ما اديها مشاعر تجوع. لا 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 بلاش. لا شيما ماشي، هات شيما بقى. ورانا؟ لا رانا ماشي، رانا ماشي، بس دي هتوترنا كلنا. ماشي بلاش هيما بقى، بلاش هيما خالص، هيعكر صفو القعده. الواد ده، الواد ده كل ما يسمع سيرين البوليس يجري ويقول لنا اجروا، فنجري معايا. انا كل مره بجري، انا مال، انا هو حرامي، انا مالي. طيب ماشي. لا قول المفاجاه. نيرفانا خرجت من السجن؟ دي لا والله، تلتين مده؟ دي عدت ازاي دي؟ لا هاتها هاتها. لا القعده لما بيبقى فيها مسجلين برضو بتعمل حاله. انا داخل عليك اهو. خلاص اهو، بيب 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 بيب. كده يا عم انت، بيب 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 بيب. اركن اركن على جنب يا ابني. ايه ده، لجنه في الصاله؟ اركن، ما انت عامل لي الشقه انا فوق شبرا. رخص من فضلك. رخص ايه يا بابا؟ وكمان مفيم؟ اهلا بحضرتك. مفيم ايه؟ راح فين يا قال؟ انا داخل انام. والله دي على اساس ان انت يعني خلاص كابس عليك النوم. تضحك عليا. لا يا بابا. هتنام بالبدله هكمل. وانا لابس بدله؟ عهد مين ده؟ عهد ربنا. نفسي في يوم من الايام تصدقني يا هكمل. ايه؟ وعهد الله يا ابني لابس بدله. لابس بدله. لابس بدله يبقى رايح الشغل. رايح الشغل ولا تنام؟ رايح انام في الشغل. ما تصحش عليا. ما قبل الشغل يا بابا، مش لازم برضه بابا انام شويه عشان اقوم اشتغل وانا فايق. يا بابا انا في ديكورات ما سلمتهاش. والله في ديكورات ما سلمتهاش. والموزز. موزز ايه؟ هيسلموا معاك الشغل. موزز مين؟ هانيا وفانيا وبانيا. فانيا ده حرامي ده اللي بيجري. انا اعرف واحد اسمها فانيا. ما انت بتقول اهو دلوقتي يا بابا. انا بقول موز. موز. اصل انا اتفقت انا واصحابي ان احنا ناكل موز قبل الشغل. ليه؟ لان الموز بينشط، اكيد بينشط حاجه طبعا صح. لان هم قالوا ان الفلاسفه كلها كانت بتضرب موز. يقول لك سقراط كان بيلم صحابه يقعدوا على القهوه يضربوا صباطه قبل الاكل. سقراط ده صايع يعني، واخد صحابه دول يقعدوا على القهوه لسوق العبور. لا سوق عبور ايه؟ قرود قاعدين يا بابا، ده في التاريخ الفيلسوفي. خد يا عم سقراط سبع موز. يا بابا بقى انت مش كل حاجه تقعد تعمل لي كده. مش عايز انام انا، مش جاي لي انام. تقول لك ولا موز ولا موز ما تموز. يا بابا في ايه؟ طب انت كنت رايح فين؟ انت مالك ايه؟ ايه؟ مالكش دعوه بيا. يعني ايه ماليش دعوه بابا؟ كنت في كنت رايح فين دلوقتي انت؟ كنت رايح مشوار انا. مشوار ايه؟ الله 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 الله. ايه؟ ست الله يا رحمه بتسمعي فيروز ولا ايه؟ انتوا رايحين فين بقى ان شاء الله؟ جاوب انت، انت الاب. انت الابن يا سيدي جاوب. معلش دي مراتك. وانت ابنها. معلش انت اللي اتجوزتها. وبالي على اليوم اللي انا كلفتك فيه. ما تتكلموا. لا الاستاذ، الاستاذ بغبائه وتفاصته يروح مادد ايده على صابع موز نيجيري قد كده يروح اكله بقشره. بقشره انا؟ ايوه مش انت تعبان؟ تعبان انا. يا ماما الموز هنا. يا ماما هنا قوي. الم 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 فظيع يا ماما. وطبعا هتروحوا له الدكتور وانتوا بالشياكه دي. اصل دكتور انف وموز وحنجره لازقه واذن يعني واذن وحنجره. عنده تلبك في الحاجات. ودكتور انجليزي. ايوه ماما، انا عندي مغص مش عارف اترجمه. حلو كده. يا راجل انت وهو هيخش عليا انا الكلام ده. اسمع يا واد انت، انت تبطل صرمحه لحسن هطلع عينك. صرمحه ايه يا بابا؟ صرمحه ايه؟ انا اللي قلت حاجه. ايه اللي بتقول صرمحه؟ انا مالي انا؟ صرمحه ايه يا ماما؟ يا ماما انا اكتر شاب ملتزم في البيت ده، واكبر شاب ملتزم في المنطقة كمان. انتوا في ايه؟ انتوا عايزين تموتوني؟ انتوا مش هترتاحوا غير لما انا اموت. ايوه، وبعد ما اموت تقولوا اكمل كان عنده حق. اعرفك جامع. انت هتهزر يا بابا بعد ما اموت؟ لا لا. انتوا ليه عايزين تصنعوا مني ولد معقد؟ بل صنعتوه بالفعل. بل ايه؟ انت بتمثل في فيلم كرتوني. بل ايه دي بس؟ اسمع يا واد انت، انت مش هيهدك غير الجواز. الحقني يا ماما. ماما تمنى تحترم نفسك. انت حقنت يا ماما. يا ماما انتوا بتوتروني. يا ماما يا ماما يا ماما بقى بلاش الموشح ده. الحق يا بابا بقى
تخش لي في موشع بقى. انت لازم تتجوز، انت سنك عدى اللي من سنك متجوز اربعه. متجوز اربعه يا ماما؟ يا ماما انا مش هتجوز في الفتره دي، انا مستني بنت الحلال اللي اقتنع بيها. وبعدين الستات خطر قوي في الفتره دي يا ماما، دول كذابات قوي. البنت بتقول لي انها في دبي وهي في زايد 2000. عادي، ما خدتش التاشيره، رجعت تاني، روحت نمت. دي مش جمله على فكره، بتقول اي كلام. ليه روحت نمت بعدها؟ يا ماما يا ماما انا عايز واحده اثق فيها. دول كمان عاملين برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا، ده الكذب في العنوان نفسه. عادي يعني، هو برنامج الساعه 10 ده بيجي الساعه 10 بالظبط؟ والله ما بتقول جمل يا بابا. هو عادي جدا. مين اللي بيتعامل بغش؟ بس كلام الفارغ اللي بتقوله ده. اسمع، انت هتتجوز منى بنت خالتك. منى زي الفل. ايه منى زي الفل؟ ده شامبو. يعني ايه زي الفل يا ماما؟ زي الفل بالنسبه لك انت، مش بالنسبه لي انا. انا قلت لك 100 مره منى دي بنت خالتي بس، والحمد لله اني وافقت انها بنت خالتي، لان محدش خد رايي. انا لو سالوني هقول لهم مش عايز يا ماما، مش عايز. انا مش هتجوز منى وهيروشيما. اخرس، اوعى تقول على بنت خالتك هيروشيما. ما اسمعش انك تقول الكلمه دي تاني. يا ماما اصحابها كلها بيقولوا عليها هيروشيما. اخرس. لا والله، بيقولوا ان انفجار هيروشيما بدا زي منى بالظبط. منى، منى النسمه الجميله الرقيقه الورده المفتحه، سلكه، دي سلكه بتبقى ماشيه طايره زي الفرخوخه بتطير كده. ايه؟ بتطير. فرخوخه. ايوه يا حبيبتي، دي ما بيطلعش من بقها لعيبه يا اخي. وهيطلع من بقها لعيبه ازاي؟ ما بقها مشغول بالاكل دايما، العيبه واقفه مش عارفه تطلع يا ماما. بص بقى، مفيش بقى كلام بعد كده، مفيش خروج انتوا الاثنين من الباب ده. سامعيني كويس ولا عارفه اقول ايه؟ انا عن نفسي كنت انا رايح غصب عنه، انا عمال يقول نعمل لك بقى غسيل المعده وخلاص، نعمل لك حقنه شرابيه. شرجيت ايه يا ماما؟ انت بتقول انت هتكذب وتصدق الكذب؟ ايه مالك؟ خلاص ما تردش بقى، كنسل. ادام انت متضايق كده. لا مش متضايق بقى، هيخلص الشحن. هات ارد انا. لا 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 لا. ايه يا رمضان؟ بعود الايام يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ماله صوته رفيع قوي كده رمضان؟ بس عشان الكنافه الارسال. ايه يا رمضان؟ ايه يا حبيبي؟ حاضر يا حبيبي، كان عندنا بس شويه تعب هنا بسيط. كان في حقن شرجيه وحاجات كده. ايه ان شاء الله. حاضر يا حبيبي. تعبان قوي. طيب بقول لك ايه؟ سامعني كده؟ اوعى ايدك ديت. فرخوخه. ماشي. زي الفرخوخه. حاضر. مشكلتك يا رمضان انك بتهجم علينا كده من غير ما نعمل حسابنا. مع السلامه، اكلمك. اهلا وسهلا. مساء الخير. يا مساء الجمال والهنا، اهلا وسهلا بيك. احنا اسفين بس احنا الجيران الجداد. الجيران؟ يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. مش عايزين نزعجكم. لا 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 لا، ازعاج ليه وبتاع ايه؟ ده انتوا نورتونا وشرفتونا. الله يخليك. مين يا حسين؟ ده رزق من عند ربنا. ده الجيران جداد. معلش يا مدام، اصل احنا نسينا المفتاح. فلو يعني نمرة صاحب الشقة، قصدي صاحب العمارة، عشان نكلمه يجيب لنا نسخة من المفتاح، أو حتى نكلم أي نجار قريب يكسر باب الشقة. لا مش يكسر باب الشقة، يعني يجي يغير الكالون. طبعا طبعا، ده أنا ممكن أقوم بالمهمة دي سهلة جدا. اخرس. والله العظيم. لا والله العظيم، وانا ما بحلفش كذب لان ده حلفان انا هتسال عليه. أيوة. انتم نورتم. قلتها لكم انا قبل كده على الباب هنا، قلتها لكم. طب ما انا ما تحرجنيش بقى. تشربوا حاجه ولا نتعشى مع بعض ان شاء الله؟ حسين قصدي ما لحقوش العشاء، كنا نتعشى مع بعض قصدي يعني. انت مش كنت رايح لرمضان؟ ده راجل رمه وقليل الادب. سمعتي اتعامل معايا ازاي في المكالمه؟ صوته ما عجبنيش خالص، حد الله ما بينه وما بينه بعد كده. احنا مش عايزين نعطلكم. لو ممكن بس معلش تليفون صاحب العمارة. يا فندم، ده انتوا نورتوا الدنيا كلها. حسين خش هات الرقم من جوه. تعال، انت بتهش عصفورة. تعال معايا يلا. تعالى معاك ايه؟ ما قالت حسين هات الرقم. مش حسين يا ماما لوحده؟ ايوه حسين لوحده. خليك واقف جنب امك هنا. حاضر. معلش بعد اذنك ممكن لحظة؟ شايف كده كويس؟ لا لو سنة كمان كده. ميرسي قوي. وانا شفتك قبل كده؟ لا ما اعتقدش، اصلا انا اول مره اجي هنا المنطقه يعني. لا انا قصدي يعني اني شفتك قبل كده، لاني يعني فريم الوش مع الرقبه مع الحسنه
يعني شفتهم قبل كده، انتوا كنتوا ساكنين فين قبل كده؟ في الزمالك. ساكنين في النادي نفسه؟ ينفع يا ماما؟ وبالذمة في حد يسيب الزمالك ويجي يسكن هنا؟ يا مدام الزمالك ما بقتش زي الأول، الزمالك بقت زحمة، ما تعرفيش تكني عربيتك، ما تعرفيش تمشي بالبوبي بتاعك زي زمان، ما تعرفيش تنفسي، كلها بقت مفروش. فين الزمالك؟ فين الزمالك؟ فين الزمالك؟ فين؟ فين الزمالك أيام حمادة هلال، حمادة إمام، وصالح سليم، وروي، روي، ياه ياه يا أيام أيام. مش عارف برضو، حاسس إن أنا شفتك قبل كده، مش عارف، أصلا أنا ذاكرتي فوتوغرافية قوي. تاخد الوش شوية برضو إيه؟ ريحة حلوة كده عشان أخش عليها أجيبها لمسة أكتاف على طول. بصلي بقولك بصلي، بس بقى رش الرشه دي، رش الرشه دي، حط عينك في عينيا. بذمتك انت كنت رايح لرمضان؟ ورحمه امك يا رحمه الغاليه عندي. كذاب، ما دام حلفت بامي الغاليه تبقى كذاب. بقولك ايه، انت تاخد الرقم دلوقتي وتروح لها ترميه في خلقتها وتوزعها من هنا على طول. تعشى رحمه، الناس دي أول مرة تيجي عندنا، أول مرة يقولوا علينا إيه؟ يقولوا اللي يقولوه يا أخي. الله، وشكلنا يوه، مش مهم. رحمة، تعمليش كده، الجار للجار. كان زمان الناس دي شكلهم بتوع زمان فعلا. جرالك إيه؟ في إيه يا حسين؟ مفيش حاجة رحمة، افرض حد قصدك تفكله 10 جنيه مش هتفكها له؟ بقولك إيه؟ أنت تروح دلوقتي زي ما بقولك كده، تروح ترمي الرقم في خلقتها وتوزعها من هنا حالا. يلا. حاضر اهو، يلا. فورا. رحمة، انت شربت عصير النهارده؟ لا لسه. ماشي، حاضر. هو ايه اللي ياه؟ أخيرا بقى لنا جيران، ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعائي. أخيرا هيبقى عندي حد أقول له صباح الخير، يقول لي صباح النور. أقول له رايح فين؟ يقول لي وأنت مالك يا بارد؟ أقول له إحنا جيران، فيجاوب عليا والحياة تستمر. ياه، الدنيا لسه فيها جيران. كل ده؟ طب هي العمارة دي ما فيهاش غيرك ولا إيه؟ لا فيها، بس مش جيران قوي يعني الجيران في الوش ما فيهاش. معلش، يعني ايه؟ يعني انا مبسوط. ياه ابوك اتاخر قوي. اهلا وسهلا، احنا منورين الدنيا كلها. اهلا اهلا بحضرتك. انا ملاحظه ان احنا منورين. اي سي طبعا. اي سي فعلا. ولد. ايوه بابا. خد حالك. ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انا عملته عشان اعرف ارد لغايه دلوقتي؟ ما شربوش حاجة؟ ده ايه الحماس يا جماعة؟ بقول لك ايه حماس؟ يلا. لا ومش جملة. قلت لك يلا. حاضر يا بابا، حاضر يا بابا. بعد اذنك يا طن. اتفضل. معلش سوري، يعني تشربوا ايه؟ لا ولا يهمك ولا حاجة. ولا يهمك؟ يعني احنا عندنا فريق كتير جدا، يعني في عندنا مثلا ينسون. مين ده؟ ده بابا. لا كنسلي كنسلي. الو؟ اي بابا. يا حبيبي احنا وصلنا عند الجرين خالص، دي ظريفه جدا. سلمي لي على انكل قولي له اكمل. ما تشيلش هم يا حبيبي، كل حاجه هتتحل ان شاء الله. مع السلامه. يا الحسنه دي بجد ولا انت اللي لازقاها؟ لازقاها. الله. ماما. نعم. خشي. بابا جاي بكره. منير بكره. ها منير مش وقت دلوقتي لما اخد سيلفي. عمو حضرتك الكاميرتين. عمو حضرتك جبت رقم التليفون؟ طبعا كل حاجه موجوده، بس السيلفي ده. الله. حسين حد يمسح. اكمل. يلا يلا ميعاد نومك جه. يلا يلا قدامي يا واد. يلا قوم. يلا ميعاد نومك جه. بلد للأدب. معلش حبيبتي، اصل احنا بننام بدري. طيب يلا تاكلوا بقى. ميرسي يا مدام. متشكرين. يلا حبيبتي. يلا يا ماما. يلا يلا صباح على خير يا مدام. ان شاء الله ما نشوفكم تاني. يلا مع السلامه. مع السلامه. يلا يا حبيبتي. ناقصين بقى برضه ما بيردش. طب والحل ايه؟
الحل بقى ان احنا نبات في اي حته لحد الصبح ونجيب حد يغير كلون الباب. نبات فين يا بنتي؟ هو في حد هيبقى فاتح دلوقتي؟ وبعدين نجيب مين يغير الكلون؟ هو في نجار هيبقى صاحي؟ ماما انت سبب في كل ده، ما كنا استنينا للصبح يعني. يا بنتي لو كنت استنيت للصبح كان ابوكي مش هيرضى يجي يسكن معانا هنا، وكان هيقول لا ويحلف علينا مليون يمين. ماما بصراحه هو كده عنده حق، يعني ايه اللي خلينا نسيب بيتنا ونيجي نقعد هنا في اخر الدنيا؟ هنا يا بنتي الناس الشيك، الناس الغنيه، الناس المرتاحه، هنا بقى تقدري تستلقطي لك عريس مقرش. استلقط ومقرش؟ ايه ماما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه في كلامي في حاجه غلط؟ ايه يا ماما؟ انت شفتي يا بنت الواد المقرش اللي جوه ما شالش عينه من عليكي؟ عادي على فكره بتحصل لي كتير. طب شفتي ابوه؟ كان هياكلني بعينيه كده. عادي برضه يا ماما بتحصل لي كتير. بس المره دي مختلف. ماما جسمي اشعر. ماما اصل بقالي مده ما اشعرتش. نهار ابيض عليا وعلى سنيني. دي عواطف مش ملكي. كويس قوي كده على طول. يا حياتي يا حياتي يا قلبي يا نن قلبي من جوه يا رحمه. احلى عصير لاحلى رحمه في الدنيا كلها. من امتى بقى الحنيه دي يا سي حسين؟ بقى كده برضه يا رحمه بتقولي امتى الحنيه؟ وانا طول عمري حنين عليك. شفت الحنين ده كله في السنين اللي فاتت دي كلها؟ انا مش مطمنه للموضوع ده. الموضوع ده وراه حاجه اكيد. لا كده انا زعلان بقى، زعلان وما عدتش اعمل لك عصير تاني بقى. معقوله انت شايفاني شيطان وانا طول عمري شايفك ملاك بجناحات كده عماله طول ما انا نايم ترفرفي كده بجناحاتك في الاوضه؟ ما اعرفش انام من رفرفه طرق 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 بتاعت جناحاتي. حبيبي حبيبتي اشربي يا روحي اشربي مطرح ما يسري يمري مر يا حبيبتي عشان انت بس لسانك مسكر. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي اشربي يا رحمه يا جميله يا قمر. طب خد بقى. لا يا حبيبتي لسه عشان انا هعمل سندوتش كده واكل عشان نجري ورا بعض. يا حبيبتي اجري وراكي يا حبيبتي انت في جنبي في قلبي في عينيا. اشربي اشربي بالهنا والشفا اشربي اشربي يا روحي. مش قادر خلاص. خلاص طب خلاص بقي تاني بقي تاني بقى علشان ده يحبس بقى عشان يحبس. ايوه خلاص مش قادر. الله يخليك انا والشفا. تسلم ايديك يا حبيبي. الله يخليك يا حبيبتي. انت كنت بتقري ولا ايه؟ قريتي ايه؟ قريت حاجات حلوه قوي. تعالى احكي لك. تعالى اقعد جنبي وانا احكي. لا ما انا كده هتقولي لي وانا ان شاء الله لا ما هو عشان انام وانت تدلعني وتحكي لي حكايه. خلاص يا حبيبتي اهو يا ستي يلا اهو تحت ايدك بقى. اتفضلي ميرسي. يلا اوعى تروح في حته. انا قاعد معاك يا حبيبتي. اوعى. اروح فين؟ اروح فين؟ يا حبيبي الله. ايه رايك حبيبي؟ يا حبيبتي احكي لي حكايه. حاضر. حكايه بقى يا رحمه. كان في راجل بيعمل عصير حلو قوي. تعالي هجيب لك حاجه حلوه. تعالي ادخل جوه. ادخل. طب تعالي ندخل جوه انا وانت. بصي 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 نقعد جوه لوحدينا. تعالي. انت مجنون؟ مش مجنون ولا حاجه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ امي نايمه على سلم. لا يا جميله لا مش هقدر اشوف الصوره المفزعه دي. لا لا صحيها من قدامي دلوقتي. صحيها من قدامي دلوقتي. صوتي صوتك. مش هينفع. طب خش جوه خش جوه. مش هينفع يا جميله ما بحبش اشوف المنظر دي. يلا 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 صحيح. مش هينفع يا اكمل معلش يعني لحسن نضايق الست الوالده ولا حاجه. لا ماما تتضايق. مش هينفع ماما تضايق اي حد. بصي تصدقي ان ماما هي اللي بعتني. هي اللي بعتني وقالت لي روح يا اكمل روح يا ابني شوف شوف جيراننا شوف جيراننا احسن يكونوا نايمين على السلم يا اكمل. وراحت قعدت تعيط كده. شوفي دي تعرفي ده ايه ده؟ ده ايه؟ ده قلب توقع الام. قلب ايه؟ توقع. يلا يا جميله بقى يلا. مش هينفع مش هينفع. خلاص يلا نروح نجيب ايس كريم ولا ماشي. ايس كريم ايه انت دلوقتي بس بقى؟ انت في ايه كل حاجه رافضاها كده؟ انت بتحب الرياضه شكلك كده. طبعا بحب الرياضه. اصل اليونيفورم برضو يعني يونيفورم؟ طقم برشلونه؟
برشلونه ويونيفورم؟ اصل حلو قوي عاجبني جدا. شكرا. اصل انا برضه بحب يعني من هواياتي المفضله انا الرياضه قوي بقى. بجد؟ بتلعب ايه؟ بلعب مصارعه. حره. انت بتلعب مصارعه؟ اه بلعب مصارعه. مش باين خالص. ما انا قلت لهم هناك مش عايزهم يبان عليا علشان يعني ما اعملش مشاكل مع حد. بس صحابي قالوا لي ان عضلاتك متقسمه قوي على فكره. اه والله حتى بصي. ايه ده؟ في ايه؟ لا التيشيرت بقى، التيشيرت لو بقى لو مش موجود التيشيرت. اقلع؟ ت ايه؟ اقلع؟ تقلع. ايه ايه؟ ده اللي هقلع لك عينيك دلوقتي. يا بابا انا قصدي اقلع جوه جوه. انا عندي ولاد يطلعوا في نص الليالي يقولوا نقلع نقلع والله في اي مكان تقلع. قصدي بقى ما تخلص يا بابا. اوعى يكون مزعلك او داسلك على طرف المدير. لا يا عم. عمو. أنا عمال أقول لك يا سنيورة يا أمورة وأنت تقولي لي يا عمو، قولي لي يا حس حس كده أنا حسين. جرى إيه يا حس؟ اخرس يا مجرم يا قليل الأدب. يا رب تربية يا كلب. كده كبير معقولة؟ وأنا قلت لك 100 مرة القطط اللي بتولد على السلالم ديت مش تشالوها عشان أعرف نعدي؟ قطط إيه يا عمو دي ماما؟ ماما؟ طب شنوها بدل ما بتوع الزبالة يجي ياخدوها الصبح. زبالة؟ معقولة؟ ماما تنام كده؟ شوفها طيب يا بابا كده شوفها. يا هانم يا هانم تفطري ايه حضرتك يا هانم؟ ايه ده؟ حسين بيدخل عليا اوضه النوم؟ يا ستي اوضه النوم ايه؟ امال ايه؟ انت نايم على السلم. خدي سلم ايه؟ اخد الدرجه اللي جنبك لو سمحتي لو هتنامي كده. لا الجيران يقولوا علينا ايه؟ طب لو سمحتي قومي ما ينفعش النوم بره كده. ما احنا هننام فين؟ في نصاص الليالي. حتنام. السلم مات وانا. يا بنتي افهميني خش جوه عندنا. لا نضايق الهانم يا بيه. الهانم زعلانه وعماله تعيط وقبل ما تنام قالت لي بصوت مبحوح. مبحوح؟ ايوه مبحوح مبحوح. ماما صوتها مبحوح. اه ايوه هي تنبح بالليل. اه قالت لي يا حسين يا حسين انا خايفه اكون زعلت الجيران دول وطردتهم، احسن يحصل لي حاجه قبل ما يطلع النهار وطلعنا اشوفهم. قومي لو سمحتي. بس مش هيبقى فيها مضايقه يا استاذ حسين. ولا مضايقه ولا لو ما قمتيش هقعد معاك طول الليل نفضل نزحلق على الترابيزه. اتفضل. لو ما كنتش تحلب بس. لا يا ماما طبعا، ازاي يعني ندخل نبات جوه؟ قومي قومي. ما هنعمل ايه يا بنتي مضطرين. قومي ارجوك اتمليتي براغيت من السلم ده. قومي قومي. لا استنى يا زي حزين. في ايه حضرتك؟ اصل مش النوم قصدي. اعدل هدومي. اعدلي هدومك حضرتك اعدلي. اوكي ما تكشفنيش كده بسرعه. انا ناقص اجيب لك بشكير حضرتك انت تحت الحاف. معلش اكشفني واحده واحده. اتفضلي يا فندم اتفضلي يا فندم شيلي ده اتفضلي. يا دي الكسوف. يلا هاتي ايدك حضرتك. ايه طب استنى شنطه ايدي. يلا مش هينفع والله مش هينفع كده. يلا 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 حضرتك تعالي تعالي اتفضلي يا عم. طب ممكن ترجع لحفل الجيران؟ الجيران اللي هم انا عايز انا. اتفضلي يا بنتي اتفضلي 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 يا حسن. انا خايفه اكون بتضايقك يا استاذ خالص والله خالص. اتفضلي يا حسن هتشوف حسن. اتفضلي يا حسن امسك. امك تصحى احنا معانا بنات في الشقه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا. عشا بقى عشا 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 بابا عشا. انا عشا وانت عشا طنط؟ لا عشا ايه احنا عشا. لا عشا لا مش جعانه والله. ارجوك يا فندم عشا. طب ماشي اوكي. ايوه ايوه معلش الشباب الطيب ده ما نكسفهمش. صح صح يا طنط. ها ها سمك سمك سمك. انا سمك يا بابا. سمك سمك يا جميله. سمك ماشي سمك. لا سمك بالليل. لا سمك دلوقتي ده حلو في الصور جميل جميل. سمك سمك ارجوك سمك. ماشي سمك 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 اكمل. ايوه بابا. حبيبي انزل دلوقتي على بحري في اسكندريه. ثواني بحري فين؟ في اسكندريه يا حبيبي. لا ما انا عارف ان بحري في اسكندريه. انا معاك من هشوح هناك. ايوه دلوقتي عشان تلحق الشوي من اوله. لا 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 اسمع بس اللي بقول لك عليه. معلش يا بابا. يا ابني دي ضيوفنا لازم نحتفل بيهم. لازم سمك من اسكندريه دلوقتي. طب احتفل معاك وانا كمان يا بابا. احتفل معاك. هنكلمهم في التليفون نشوف حاجه ثانيه. طيب ايه رايك في اول المنصريه؟ اول المنصريه في راجل بتاع شطير مفلتت حلو. فطير مشلتت جميل جدا. خفيف ده كويس. عسل وكده وبتاع. يلا مش هروح انا في حته يا بابا. مش عايز ابقى معاكم انا. اكمل يا جماعه. انا بجد بشكركم ان انتم موجودين معانا النهارده عشان في مناسبه ساره وجميله جدا. ايه؟ عيد ميلاد اكمل حبيب قلبي بابا. يا جماعة أنا بجد بشكركم إن أنتم موجودين معانا النهاردة عشان في مناسبة سارة وجميلة جدا. إيه؟
عيد ميلاد اكمل حبيب قلبي بابا. عيد ميلاد ايوه حبيبي. عيد ميلاد يا بابا. متشكر قوي يا بابا، متشكر قوي. كل سنه انت طيب. هتحتفل بيا يا بابا؟ ايوه طبعا. ميرسي يا بابا. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي. راح عشان رحمه. طفش طفش طفش. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه. كل سنه وانتم طيب. كل سنه وانتم طيبه جميله. بامانه يعني ميرسي قوي ان انت جيتي عيد ميلادي. انت عارفه اني اول مره بابا يفتكر عيد ميلادي بجد؟ بجد؟ اول مره، رغم انه مش في اوانه. ايه؟ قصدي مش في ميعاده، يعني ما هو مش يعني ايه؟ يعني هو ما يعني بابا مش دايما بيفتكر، مش عوايده يعني، سوري. بس احلى حاجه ان الواحد يحضر عيد ميلاده كده وهو مش عارف ان هو عيد ميلاده، بيبقى احلى عيد ميلاده على فكره. بس انا ما حدش بيجيب لي هديه. لابوك. هستلمها امتى بقى ان شاء الله؟ طب مش كنتوا تقولوا النهارده عيد ميلاده؟ كنا جبنا هديه بسيطه كده. يا ستي وجودك معانا بالدنيا كلها فاجئتونا والله. لا 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 مفيش مفاجاه. هديته عندي. خلاص ان شاء الله قريب. ان شاء الله. ان شاء الله. تحب اجيب لك ايه؟ جيبي جميله وتعالوا بقى اقعدوا معاك. ان شاء الله. مش تناموا بقى؟ يناموا. تنامي؟ هتنامي؟ تنامي؟ يعني تناموا؟ ان شاء الله. في الاوضه عندي. في الاوضه عندي. في الاوضه عندي. لا على سريري انا. على سريرك في رحمه. احلى سرير في الدنيا سرير اكمل. اكمل جميل جدا. اوضته عبقريه، واخده مسابقه يعني الاوضه الاولى الشبابيه في العالم. مرتين على التوالي. مرتين دخل سريره. سرير ايه بس؟ احنا هنا هنقعد على الكنب لغايه الصبح ما يطلع وبعدين نتكل على الله. لا يا فندم ما ينفعش، احنا راشين تحت الكنب ممكن يغمى عليك ولا حاجه. ملهوش لازمه السراير. لا 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 ان شاء الله جوه السرير حاجه جميله. اتفضل. عادي كانكم عايشين في بيتكم. تمام اتفضل. بصي دي اتفضل. طب يا دوبك بقى تجيبوا السمك عشان نلحق ناكل وننام لنا ساعتين. يلا يا جميله. يلا بينا. يلا يا حبيبتي تعالي. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. مشوي ومقلي. مشوي ورز. رز. دي مجنونه. صدقت سمك. سمك في اسكندريه مش عارف. الله بصي الاوضه حلوه ودمها خفيف ازاي. ماما احنا مش هينفع نبات هنا. ليه ما ينفعش؟ شباب زي الفل وقالوا لنا اتفضلوا. نقول لهم لا نكسفهم. ليه ما غيرتوش يعني؟ ما تغيروا بقى. يلا ما احنا هنغير بس لما تخرج. طب ما انا اغمي عيني. بجد اوضتي فرحانه قوي ان انتوا في اوضتي. اوضه حلوه قوي. تقول مرسومه بريشه. انا اللي راسمها. طيب على العموم انا هنام في الصاله. الصاله مش بعيد عن اوضتي. ايوه انا قلت لبابا ما تخليش الصاله بعيد عن الاوضه عشان فهنام فيها. لو محتاجين اي حاجه اي حاجه صحوني بس. لو قمت ممكن انفذها ان شاء الله. حبيبي بس ما تنساش السمك عشان نلحق ناكل ونقيل ساعتين. بس تغيروا بقى يعني. يا ريت نغير بسرعه. طب مش تصبح على خير بقى. مش انت والقالو؟ حبيبي والنبي يا ريت في السمك يبقى فيه جزل. جزل؟ حاضر. حاضر. من وهي صغيره وهي بتموت في القراميط. حاضر. حاضر. بعد اذنك. من وانت صغيره كده وانت بتموتي في القراميط؟ هو انا كمان وانا صغير كنت بحب القراميط جدا. تصبح على خير. بحس ماما غلابه جدا تشنب كده وقراميط. ماشي. وهات لنا منهم كده كميه حلوه يعني. حاضر حاضر حاضر. بس نغير بقى نغير يعني. اوكي. اوكي. يلا يلا. اوضتك حلوه قوي. انا نفسي افهم يا ماما انت بتعملي معانا كده ليه؟ يا بنت في ايه؟ ناس زي الفل فتحوا لنا بيتهم، نقول لهم لا؟ الناس تقول علينا ايه؟ ماما احنا لو بيتنا هنا هيقولوا كتير قوي على فكره. ما يقولوا اللي يقولوه، احنا ولايه وفي نص الليل، هنروح فين في البرد والليل ده؟ وبعدين ناس مفتاحها ضاع، يروحوا فين يعني في نصاص الليالي؟ ماشي يا ماما. مشش في ركبك يا بعيده، يلا عشان ننام. ايوه يا روح قلبي من جوه. وحشتيني والله وحشتيني. ايوه يا عم رمضان يا جامد. اللي هلالك الله بعود الايام بتيجي من السنه للسنه. وحشني قطايفك وكنافتك المحشيه بالكايزر والحاجات ديت. اشوف فوانيسك بقى وصواريخك. ايوه رمضان
اي يا حبيبي يا روح قلبي من جوه جاي لك حالا جاي لك حالا. باي باي. برافو برافو يا بابا مكالمه تحفه. انا سمعت كل حاجه انا كنت واقف من الاول. سمعت ايه؟ سمعت المكالمه من اولها. عمك رمضان يا لا ثواني يا بابا بقى مين نن عين بابايا من جوه؟ يا ابني عمك رمضان عنده شرخ في الناصور جاي له لغايه مناخيره من فوق. ماشي يعني عم رمضان انت مشتاق له وهو مشتاق لك؟ لا تعرفني عليه بقى عشان نشتاق له كلنا في يوم الاشتياق الجاي ده. يحب تيجي معايا وتشوف هو بيتخيط الجرح من هنا لهنا في الجامعة؟ لا لا اشوف خياطه ليه يا بابا؟ ليه؟ ما انت مش مصدقني. لا معلش احكي لي الموضوع بالراحه كده. احكي لك ايه؟ بالراحه كده ايه اللي حصل يعني؟ مالكش دعوه باللي حصل، الراجل لازم عنده، انت عندك فصيله دي. اهو مفيش اهو جمله، مفيش جمله والله اتقالت، بابا حط نفسك مكاني هتلاقيك بتقول اي حاجه والله. انا لو وقفت مكانك مش هصدق انا الراجل واقف هنا اساسا. اساسا اهو، يعني احنا متفقين اهو. بيرن تاني اهو. ايوه يا حياتي. ايوه يا رمضان. ايوه يا حبيبي. معلش. عندي اصل شغاله سريلانكيه هنا سرقت المصفى البلاستيك بتاعت ال ورحت جاي لك على طول. طب اطمن على النسور. اطمن على النسور يا بابا. ومختار مرض عجيب قوي النسور. لو سمحت كل ده برضه جميلة؟ كل ده مستنيكي؟ كل ده ايه؟ كل ده اللي انا بقوله ده. امورين؟ معلش هو بس الشنطة بتاعتنا نسيناها بره على الباب. لوحدها؟ قصدي يعني ايه عشان شنطة؟ عشان شنطة نسيبها بره لوحدها في الساعة؟ نعم. نعم الله نعم الله عليكي. لو ممكن بس تجيب لي الشنطة بعد اذنك؟ ده ممكن او انت بتاخدي رأيي؟ يعني انا هقول لا مثلا مش هجيب الشنطة؟ ده انا هجيبها ده انا ممكن اجيبها وقوم جاي مرجعها وجايبها تاني يا جميلة. بعدين. يا حبيبتي شنطة فين؟ بس ما تزعليش بس. كل ده؟ معلش قابلت لجنة في الطريق، كل ده إيه يا جميلة؟ أنتوا حاطين كنبة فيها ولا إيه؟ آه 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 هي تقيلة للدرجة دي؟ آه أوي أوي. ده ايه الرشاقة دي؟ مش هيروشيما زي الفل. لا مفيش دعوة ده انا دي حاجة في ابتدائي عندي من زمان يعني. هو في حاجة ولا ايه؟ هو مفيش حاجة بس يعني ما نصبر شوية مش ممكن يبقى في حاجة؟ تصبح على خير. وانتي من قلب وانتي من قلب وانتي من قلب جميلة. الله قالت لي تصبح على خير. طب ما تصبح على خير دي عادي بتتقال لأي حد. وأنا ليه بقلب أهبل قوي كده لما اصل انا بقى كنت في يوم كده في الغابه في الغابه الغابه ولقيت اتوبيس غارز بتاع اطفال يعني اتوبيس واطفال في الغابه شوف القدر سبحان الله كنت نازل رافع كده بايدي وانا بنزل بقى كده في الاطمال دي ودي دي سليمه بقى دي اللي هي بقى اللي الحمد لله الحمد لله فعلا حاجه مش حلوه خالص الحمد لله الحمد لله بس انا مش عارف يعني ده من الاتوبيس ولا دي حاله نفسيه لا دي مش حاله نفسيه دي حاله عقليه يبقى من الاتوبيس اصل عقل ولا نعم جميله جميله برضه انت برضه ما لازم تبقى تصبحي على خير وانت من اهله وبعدين بقى مش انا على فكره مش انا بقول لك اهو خش انت مفيش دعوه عشان هتلاقي ممكن اي حد يعدي هنا لا 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 لا
العشاق خدوا مني خدوا مني تغوص يغمى لا دوس انا اسمي يغمى لا تدوس يا ما العشاق خدوا مني خدوا مني تغوص عندي احلام مليانه كلام مش اي كلام ده كلام بفلوس وي وي ادخل في عينك وامسي عليك وامشي بتكتك تكتك مدغوس ميوي هيهزك شوق ياخدك على فوق وليالي الشوق لا عندي قاموس انا اغمى اغمى لا تدوس انا اغمى اغمى لا تدوس ماما وبابا عملوني حلوة أنا ذنبي إيه كل الستات بيغيغوا مني مش عارفة ليه ماما وبابا عملوني حلوة أنا ذنبي إيه دمي شخبط وتغيد لكت والحلويات لها ذوق مخصوص أنا إغمى إغمى لا تدوس أنا إغمى إغمى لا تدوس يغمى لا دوس انا اسمي يغمى لا تدوس يا ما العشاق خدوا مني خدوا مني تغوص يغمى لا تدوس انا اسمي يغمى لا تدوس يا ما العشاق خدوا مني تغوص يغمى لا تدوس يغمى لا بمعاد دخول بمعاد واحد يبقى عمال يجري 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 عشان يلحق البيت عشان ما تقولوش اتأخرت ليه ايه ده والله العظيم ثلاثة الواحد عاوز كده يعمل ثورة يجمع كل الرجاله المتجوزين ونطلق كلنا في ليله واحده نبقى طلقاء طلقاء وهم مطلقات يبقى ماشيين كده نبص شفت المطلقات شفت المطلقات واحنا طلقاء مش عارف مش عارف يوم اتجوزتك ده كان يوم شكله ايه كانت هربانه مني ولا ايه ولا كنت مجنون اساسا عكننا عليا ليل نهار عكننا معلقه محاليل في دراعتها محاليل عكننا تعكنن على اللي حواليها حاجه غريبه مالها عشت الحريه تحت هو عازب بيبقى زي الفل زي الفل يبرفن نفسه يحلق دقنه ويسشور شعره ده بلاش شعره دي الكذاب قوي حسين في شعرك دي يا سلام الواحدة من دول أول ما تكتب الكتاب أول ما تكتب الكتاب والمأذون ياخد بعضه ويجري وهي تبقى كائن تاني خالص كائن شرس فظيع اضحكي يا أختي اضحكي 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 على خيبتي خبتي نايمة شوفها خالته يا خالته
يا خالته هما ماتوا دول ولا ايه؟ يلا نحضر بقى الفطار وهم يصحوا براحتهم. انا هنا هنا يا ابن الحلال، لا عايزه قهوه ولا كوبي ماء، بحلم بعيش امنة. يا خالته يا خالته يا خالته ايه ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ صباح الخير يا خالتي. يا باي مش معقول، صباح النور يا اختي، كويس انك جيتي. مالك يا خالتي وشكلي كده مش عاجبني كده ممصوص؟ عندي صداع هيموتني. لا لا بقول لك ايه، انا جايبه طبق فول هخليكي ترقعيه كده ومعاه شويه بتنجان مخلل وقرنين فلفل، تبقي قمر هتجري كده في الشقه. انت ايه، انا مش فاهمه، انت مفيش في دماغك غير الاكل، مش معقول بجد، ارحمي نفسك، انت بقيتي عامله زي التلاجه بالظبط. قص عليك يا خالتي قص عليكي، ما كنتش تخيل ان الاهانه تيجي منك انت. وبعدين لعلمك بقى انا بمشي كده اهو في الشارع لق في البنطلون، الرجاله كده يتنطوروا ورايا ويعكسوني. يا حرام، عشم ابليس في الجنه. فكره يا خالتي انت فاهماني غلط، هو انت فاكره يعني ان الرجاله بيحبوا الست المعرقبه المعصعصه؟ خالص، الراجل من دول بيحب الست اللي عندها فليكسيبيليتي عشان تقدر تكمل وتواصل معاهم المشوار. طب يا فلحه روحي بقى انت حضري الفطار. ولا اقول لك استني استني استني، انا اللي هروح احضر الفطار وانت قومي صحي اكمل، بس ده ابعديه خالص عشان ما يموتش من الريحه، كفايه عليه انت بس والنبي مش وش اهدي. ها إيه؟ لا لا ما تقليش والله، سلامته من الخضه ده، انا ابوسي عصفوره بتصحي ما تقليش. طب يا روحي يلا حبيبتي. يا اكمل يخرب عليك يا اكمل. ايه ده؟ ايه ده؟ انت دخلت علينا اوضه النوم؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ احنا بتوع السمك. سمك ايه؟ ايه اللي دخلك اوضتي؟ اوضتي عايزه ما هو لا العين يا خالتي، ده علي شوف ابنك الفلاتي اللي ما عملها معايا. ايه ده؟ مين انتوا؟ مين انتوا؟ قوم يا جزمة، قوم يا جزمة، ده حدافه. ايه اللي انت عامله ده؟ على سرير يا كلب. سريرك ايه؟ ما انت كنت معايا يا بابا. قصدي على سريرك يا كلب. سرير ايه بس يا بابا؟ جايب اتنين من غير ما تقول لي، قوم عملتها قبلك، قوم فوق فوق. فين امك؟ حضرتك انت اللي قلت لنا تعالوا مع السرير. انا ما اعرفكمش. لا حضرتك اللي عزمتنا على السرير. وانا عازمك على سينما مترو؟ في ايه؟ انا ما اعرفكيش اساسا. حضرتك ليه؟ البيت ده ما فيهوش خصوصيه؟ العين يا خالتي، تعالي شوف ابنك بعد ما خسيت له بيخوني. ايه في ايه؟ بتجعري ليه على الصبح؟ مش فاهمه. يا نهارك اسود انت وهي ومنايل ب 60 نيله، يا نهارك اسود ب 60 نيله، يا نهارك اسود ب 60 نيله. ثلاثه يا نهارك اسود. ايه ده، احنا واقفين في موقف ولا اوضه نوم؟ موقف عينك انت وهي يا قرنات الادب يا قرنات الادب يا قرنات الادب. عاجبك كده يا ماما؟ طب يا مدام بص هنفطر ونمشي على طول. فطرك عزرائيل يا شيخ. قومي يا بنت قومي يا مدام. قومي قومي يا مدام. لا يا مدام قومي، مش وشك على السلم. يلا ارى يلا ارى، ده بيت محترم يا قرنات الادب. ايه ادب؟ ايه ده؟ طب ادينا فرصه نحكي لك اللي حصل. ما تقوليش اللي حصل، ما تقوليش يا بنت اللي حصل، انا عارف ايه اللي حصل، ده ابني وانا مربيه وعارف يحصل منه ايه. ها يا اسطى ما قلتليش ليه؟ ماكسي يا بابا والله ما لحقنا نعمل حاجه. وكمان اهبل يا عم، والله انا بوريك. سيبوني سيبوني على ايه؟ حاجتي عليها هموتها. مين اللي دخلت يا بنت؟ اخد مين وتعي انت كمان؟ احنا حاضرين اصلا من الاول ان احنا سمعنا كلامكم. يلا يا ماما. ايوه احنا لازم نمشي، في غلط هنا، احنا بنتهزق. اي سي يلا 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 بره استنى حاصل هنا. حد يكلمني بلغ البوليس. يا بابا عصير وسكر يا بابا الحاج. عيب عيب يا جماعه عيب، ده الجار للجار. تقدري تقولي لي هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل الشارع بالبيجامات كده؟ يا ريتني ما سمعت كلامك من الاول يا ماما، يا ريتني ما سمعت كلامك. دور عليه تلقاه ياللي عينيك شايفاه وبرضه بيدور. ماما انت معاكي المفتاح؟ اها. وسايبانا نتبهدل طول الليل بالشكل ده ليه؟ عندي خطه في دماغي بتكتك. بتكتكي؟
طب ايه رايك بقى ان انا مش هقعد في العماره دي ولا ثانيه، ولا هقعد في الشقه دي، وهرجع شقتنا القديمه يا ماما. يا بنتي انت ليه طول عمرك كده غبيه؟ يا بنتي امشي ورايا، امشي ورايا تفلحي، في دماغي خطه وهفهمها لك. خطه ايه يا ماما؟ بقى معاكي المفتاح طول الليل وسايبه شويه غجر زي دول يبهدلونا كده ليه؟ إيه ليه يا ماما؟ فين شنطنا؟ شنطتنا وهدومنا كمان. ايه ده؟ يلا. ودي الحصالة. لو عاتبتوا عندنا تاني هسفلكوا. الله يسامحك يا ماما، انتي سبب في كل اللي بيحصل لنا ده، بتعملي فينا كده ليه؟ بس نفسي افهم. ما انا قصدي كنت لو كنت قلت لك على الخطه بتاعتي ما كنتش هتوافقي. خطه ايه بس؟ خطه ان احنا نتعرف على الجيران يعني. وفي حد يتعرف على حد بالشكل ده؟ ما اصل انا كان في دماغي حاجه بخصوص العريس بتاعك يعني. عريس؟ هو بقى خلاص العريس بتاعي؟ ولد كويس قوي، ولد محترم قوي، لو كنت قلت لي ما كنتش هتوافقي. اوافق على ايه بس يا ماما؟ اصل اول ما جيت اشوف الشقه وعينها لفت نظري عربيته، بدلته وساعته وجزمته، وانشي عارفة أنا مناخيري دي تجيب إيه الشياكة عن بعد. عجبني قوي الولد، اسمه أكمل حسين فهمي، أبوه عنده مصنع ملابس حريمي، هو عنده مكتب ديكور في أشك حتة فيك يا بلد، بيجهزوا فيلتهم بتاعت التجمع الخامس في لقيه تشريح القلب فيها حته جنينه يجري فيها الخيل، وهم قاعدين في الشقه دي بشكل مؤقت، مع ان الشقه دي شقه ما تتسابش. قولي لي ده عريس لقطه ولا مش عريس لقطه؟ انا مش مصدقاكي بجد، مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ انت عايشه في الحلم الوردي، انت بنت عبيطه مش فاهمه اسلوب الحياه، خدي خبرتي. وانا بقى مش هتجوز حد الا اذا كنت بحبه بقى يا ماما. حب ايه يا اما حب؟ جات الخيبه عليكي وعلى حبك. ما انا كنت بحب ابوك يا بنت. عملت ايه؟ استفدت ايه؟ ده احنا ما كناش حتى عارفين نجيب شقه تمليك، ولولا ان انا كنت بشتغل وبساعده كان زمانك حضرتك ما اتعلمتيش، وزمانك بتسرحي في الاشارات بتبيعي مناديل. ماما جاتك مو، انت تعملي اللي انا بقولك عليه وبس، فاهمه ولا مش فاهمه؟ طب هو اول ما اتزنق عمل نفسه مش عارفنا، بقى ده بالذمه راجل يعتمد عليه؟ ده غلبان، ده مسكين يا ولدها يا حبه عين امه. مشكلته بقى ان هو اول ما بيصحى من النوم بيبقى فاقد الذاكره، مش فاكر حاجه خالص. ماما انت عرفتي كل الكلام ده منين؟ من السمسار. اديت له 200 جنيه وقعدت جنبه على السلم، كلمه منه كلمه مني كلمه منه كلمه مني، خدت كل السي في بتاع العيلة، ساكنين فين والفيسبوك بتاعهم ايه وايميلاتهم ايه والانستجرام بتاعهم ايه وامه شايلة كام في البنك وابوه حساباته فين وكل حاجة عن، حتى الاقساط اللي عليهم قال لي عليها. اقولك ارقام تليفوناتهم السرية والعلانية برضو معايا، ومعايا اسم جدته. ماما انت شغالة في المخابرات؟ يا بيت انا بخطط وبتكتك، اتقالي عشان تاخدي شغل نظيف. لا انا اقتلك فيها دي، مجرد كونك انك بس تفكر انك تعمل اللي في دماغك ده اقتلك. رحمه قولي له يا عم عملت ايه؟ صح. اكاد اجن من نفسي. لا ثواني يا بابا بقى. إيه؟ اكاد اجن من نفسي ايه بابا؟ يا حسين رياض احترم نفسك ولد. اسكت اسكت يا فاجر يا فاجر. قديمه قوي يا حسين. بس ماشيه اللي من دول؟ ماشيه ولا مش ماشيه؟ ماشيه ولا مش ماشيه؟ ماشيه يا بابا. ايوه كده، هقول فاجر براحتي زي ما انا عاوز. تاني يا فاجر انتوا برضو؟ ايوه ماشي يا بابا. حرام عليك بنت السهتوته الفنتوته الهرتوته ديت. فين؟ لا مش شايفها ولا ايه؟ مش شايفها؟ مش شايفها؟ مش شايف المواصفات دي. حرام عليك تأذيها بمشاعرها، دي كتلة إنسانية. حرام عليك نعيش ازاي من غير دي؟ مالية علينا البيت، مالية علينا البيت تعمل فيها كده؟ اخص عليك اخص. حسين دي واحدة حبيبي. بذمتك 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 انت عايز تقنعني انك ما كنتش تعرف؟ ورحمة أمك يا حسين يا كذاب. أيوة حبيبي. ولد عيب. أنت كذاب وكذاب أشر كمان. أشر؟ أيوة أشر، لأنك طول عمرك بتحلف بالغالية والدتي بالكذب. يا خالته يا خالته أكمل والله العظيم غلبان وطيب، هما كده اللي مسهتنين كده وعالم صايع في بعضها. أنت مش شايفة منظرها عاملة إزاي؟ شعرها دي كارتة ستين بوزيب لمنظرها فظيع، ولا عينيها يتدب فيها رصاصة شبه السوستة.
مش عارفه متحمله نفسها ازاي دي. انا اللي مش عارف الكنبه متحملها ازاي. ولد ده خامس انترين غيروا سببها. ايه محرجين دي ما تقولوا لها بابا مش كده. ايدي بس باب دور ايدك. ايه بقول لك ايه يا هيروشيما جميله دي برقبتك. يا نهار اسود ونايل بستين نيله يا قليل الادب اللي مش متربي بجد. اوعى اسمعك بتقول على بنت خالتك هيروشيما. وعايز اقول لك حاجه تانية، انا لو شفتك بتكلم البت دي ولا بتبص لها ولا حتى بتصبح عليها انا هتفقدك هنا. يا ماما انت ليه بتضربي هنا من وانا صغير؟ ما تضربي في حته تانية. سيبها تتمرن براحتها. تتمرن ايه يا بابا في ايه؟ ماما انت ليه بتتعاملي معايا على اني لسه في ثالثه ابتدائي؟ انا طلعت رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي وبقيت اكبر. اخرس اخرس ما بتعرفي. اخرس هديك من قلب على وشك. بقول لك ايه يا ولا اسمع يلا تعالى عشان تفطر معايا. يلا يا ريت افطر امبارح. ما تعشيتش يا حسين. ما تعشيتش يا حسين والله العظيم انا ما اكلت امبارح. فين اكمل؟ على فكره بقى انا اللي محضره الفطار وانا صايم. ما تفطرنيش عليك ها ها عشان بصي عشان ها عشان ها عمي كده خدوا شوفوا الحل فني. بابا بابا انت بتشوفي نزلت ازاي يا بابا؟ قلت لك بتوع البلديه هيشلوك بالبلدوزر. بس اسكت بقى اسكت. انت اللي عامل فيا كده. انت اب انت يا بابا. ولد لا يا بابا انت مش اب يا بابا. انا هقول لماما على كل حاجه. ماما بابا انا هنا عيب عبابي بعد يا عشان انت بتبان قدامه وقاعد تقول كلام قدام ماما اتغيرت تاني. ما عيب كده عيب. انت خلاص هي هتاكل دلوقتي تضرب طبقين فول 36 قرص طعميه وهتلاقي نفسها تمام تمام. ولاش مش عشان بعد الاكل ده كله انت اللي هتتاذي. اهدى اهدى بابا. انا مش هقول لماما. برافو عليك جدع. بس العربيه عندي فيها مشكله. يا حبيبي غير لك العربيه. فيها ايه مشكله يعني ولا؟ طب والمكتب؟ المكتب صحابي كلهم بيقولوا ان هو قديم قوي وبقى ازاي اكمل؟ يتغير يتغير. عايز بيانو. ايه عمر خيرت حضرتك ولا ايه؟ لا ما انت هتجيب لي عازف. عازف؟ لا روح قول لها يا ماما. خد تعالى معاك تليفون عزة طباخ. لا انا مش هسكت ولازم اروح للست دي. يا بنتي استني تروحي لمين؟ اتعودي الناس هي اللي تجري وراكي مش انت اللي تجري ورا الناس. لا يا ماما مش هسيب واحده زي دي تفكر فينا بالشكل ده. وابنها ده لازم يتربى هو وابوه. مش مهم هي بتفكر ازاي، المهم الواد وابوه بيفكروا فيك ازاي. طب عشان انت بقى مش واخده بالك، الست دي لو ما عرفتش الحقيقه هتفكرنا من الشارع ومستحيل تقبل بالطريقه دي. هتقبل ورجليها فوق رقبتها هتقبل غصب عنها. لا يا ماما انا مش هسكت ولازم اروح اقول لها. لا يا عبيطه لو رحتي هتقللي من نفسك. انت ما شفتيش الواد كان عمال يبص لك ازاي؟ ده عينيه هتطلع عليكي. ما شفتيش ابوه كان عايز يطلع رحمه دي ويرميها بره الشقه عشان يرضينا ويخلينا نقعد بامان. لا يا ماما مفيش فايده انا لازم اروح. انت غبيه هتعيشي غبيه وتموتي غبيه. نعم خير؟ مش خير. شوفي يا ماما كلكم وان بنتك المزغوده دي تحط عينيها على حاجه انا عايزاها ده كوم تاني خالص. هو حد خد منك حاجه؟ هو في حد يجرؤ ياخد منك حاجه؟ اكمل بت انا عارفه كويس حركات البنات المسهوكه دي. معروفه يا ماما ده ابن خالتي الحيله. اكمل لهيروشيما وهيروشيما الاكمل. لا بقى ده انت كده مجنونه. انا بحذرك وكهيروشيما بحذرك بنا قوي. واضحه ولا مش واضحه؟ شيلي ابن اكمل ده من دماغك خالص. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ لا انت كده من الواضح ان الادب مش نافع معاكي. انت حاطه زبالك فين اختي؟ المفتاح ضاع ليه؟ بتنرفزيها ليه؟ انا هربيكي وعلمك ازاي تكلمي مع سيادة. جميلة اسياد مين يا جميله هاني؟ احنا ناس بسطاء فعلا لكن ما نسمحش ان حد يشوفنا اسياد حد. مش معنى ان انا بكره هيروشيما ان انا ما احترمهاش عشان دي بنت خالتي. اكمل احترمي نفسك انت كمان. احترمي نفسك. على فكره بقى هي اللي ضربتني الاول وفي دراعي. طب ده دراعي يبان فيه ضرب. بلاش كذب بلاش كذب. امشي يلا. انا مش همشي من هنا الا لما اخد حقي منها. بتتحديني يا بنت؟ بتتحدي ابن خالتك يا كلبه؟ معلش سوري 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 انا مش هقدر اقول الفاظ. امشي دلوقتي وتعاملي على انك بتحترميني قدام ماما. قدامهم؟ اوكي يا سي يو يا اكمل. يلا. اصل انا كبير العيله ومحدش بيقول لي لا. اي سي يا حبيبي اي سي. انا خطر قوي يا انت. اوه
معلش ممكن أوجه كلامي الجميلة؟ تحب أوجه معك؟ لا أنا هحتاجك بعدين. جميلة أنا آسف. خلاص بقى يا جميلة أنت زعلانة من إيه؟ أنا والله ما قصدي. آسف إيه وزفت إيه؟ يا ترى أمك بتفكر فينا زي دلوقتي؟ يا جميلة ما هي ماما هتفكر لأن دي أم، فالأم تفكير على طول. مش أنت أم وعندك تفكير؟ طبعا أنا أمي يا حبيبي. أيوة أيوة ماما، فيعني دي مشكلة عادية جدا. أصلا أنا يا أنت بحب النوم جدا، أكتر حاجة بتسعدني في حياتي النوم، فأنا كنت نايم مش مركز في حاجة، بقوم من النوم تايه لاني ببقى عندي احلام، افكار، حاجات بعرف احققها في النوم، فانا ما خدتش بالي. يعني ما خدتش بالي. اي سي يا حبيبي اي سي. يا ماما تخيلي ان انا بحب النوم جدا جدا لدرجه انا بابا اخدني من عند بيت عم رمضان نايم هناك. رمضان مين؟ صاحبه بابا. صاحبه جدا هو. انا اروح اسلم عليه ازيك يا عم رمضان، يلاقوني نايم في اي حته. لو سمحت مالكش دعوه بينا ومش عايزه اسمع منك تبرير. لا يا انت محتاجك توجهي معايا. جميله عيب الشاب جه لحد عندنا يطلب السماح نكسفه. معلش بنت سبعه زربونه 9 شهور الحمل كلهم وانا متخانقه مع ابوها في البيت طالعه مش طايقه نفسها دمها فاير. صدقي انا توقعت انها بنت سبعه لاني ناقصه شهرين. افتكرتك توقعت اني متخانقه مع ابوها. فينك يا حسين؟ ازيك يا جميلة؟ كويسة. ايه ده مين الراجل ده؟ منير ده بابا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا انكل؟ مين الافندي؟ انا اكمل حسين جاركم ساكن في وشكم. حضرتك الظاهر مش فاكرني، انا اللي كنت جنب جميلة وانت بتكلمها في التليفون لما قلت لها كنسل يا جميلة. مش فاكر المكالمة دي؟ أكمل ابن الجيران اللي ساعدنا عشان نفتح باب الشقة لما نسينا المفتاح وضاع مننا وكده، فاكر؟ أيوة يا عمي، أنا واجهت صعوبات كبيرة جدا في التدوير على المفتاح. فكرة إنك تدور على مفتاح بحجمه صغير بتحتار هتلاقيه فين، بتدور عليه هنا ما تلاقيهوش، تدور عليه هنا ما تلاقيهوش، فتقلق أكتر، فتفكر أكتر وتقرر إنك هتلاقي المفتاح فما تلاقوش، فتحمد ربنا لأنك عملت اللي عليك. فعلا يا ابني، هي مشكلة بتواجه الشباب اليومين دول إنك تلاقي مفتاح. عموما أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا 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 بيك يا عمي. اتفضل يا ابني عشان نتغدى مع بعض. لا معلش سوري، أزوروني بقى مرة تانية وتالتة ورابعة. لا أنا حاجة كتير لأن الجيران في الآخر في وش بعض، إحنا هنتحسب على بعض يا عمي. إن شاء الله يا ابني. إن شاء الله. هدى خدي يا هدى، انا هخش دلوقتي اخد حمام وشاور لاني تعبت جدا وعرقت جدا، بقالي 3 ساعات في سوق الخضار بدور على 2 كيلو قلقاس. انا مش فاهم حبكت يعني تاكل قلقاس النهارده؟ هتخس ايد يعني ولا هتخس رجل؟ حبكت يقول لك قال ايه مفيش بشاير يا بيه بشاير. ان شاء الله تقعد وتاكل قلقاس معانا. لا يا عمي معلش انا لازم امشي. لا يا ابني ما يصحش، لازم تدوق قلقاسي. لا يعني هي مش ناقصه اسوأ يعني. لا اسود ايه، قلقاس طبيخ. انا عايزك تقعد عشان تدوق قلقاسي. ما انا عارفه القلقاس، ما انا ماما بتعملهن. لا هناكل ونشوف قلقاسي ولا قلقاس ماما. ان شاء الله يطلع قلقاسنا كلنا حلو يا عم. ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عمي. انا لازم امشي علشان الشغل سوري، بس انا زي ما قلت لحضراتكم هاجي لكم تاني باذن الله. ويا ريت ايه المانع يعني في يوم نجيب قلقاسنا وقلقاسكو ونقلقس كلنا بقى سوا بقى. يا ريت والله. يا ريت والله. بس يبقى يوم من اول النهار باذن الله يا عم. ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه. انست وشرفت يا ابني. ربنا يخليك. ربنا انست وشرفت. بعد اذنك يا طنط اتفضل وسلمني على ماما وبابا. ماشي باي باي يا جميله. باي باي. باي باي. هوجه معاك. اتفضل. ما تنساش ميعاد القلقاس وعزومه القلقاس. منير امسك يلا على المطبخ. يا ست اصبري شويه، استنى اما الراجل يمشي. امسك ميعاد الغدا جه. طيب بقول لك ايه، في خضره؟ لا مفيش خضره. وانت ما جبتش معاك؟ ما جبتش، ما لقيتش سلق. طب هنعمل القلقاس ازاي؟
يعني هنزل تاني؟ ده ايه العيشة الغلب دي؟ كده ميعاد الغدا هيتأخر. قوليلي بتحبي القلقاس بالرز الأبيض ولا بالعيش؟ بخبط لصاحب المكتب. هلا، في حد سأل عليا؟ لا. ليه كل يوم اسال السؤال ده وتقولي لا ليه؟ هو حد يعرفه ده عشان يسال عليه؟ من بكره يا هلا، من بكره تجيبي لي ناس تسال عليا. مستر اكمل. الا ده ماشي، طلع كده. استاذ اكمل جوه؟ ايوه حضرتك جوه. خير؟ في ايه؟ لا خير. انت عندك لمؤاخذة نمشي الشمال ملخلع شوية، مش لما نخرج من بيوتنا نخلي بالنا من رموشنا ونثبتها كويس ولا ايه؟ بس عموما ده علاجها سهل، ده عامل زي بالظبط رفرف العربية اللي بيقع بيها، ده محتاج كلبسين صغيرين، انا عندي الكلبسات دي علاجهم سهل، تديلي 2 و3 كلبسات بتبقى متوفرة، اكلبسك بكلبستين 2 بس هتلاقي الرمش على كده ثبت خالص والله ان شاء الله. الرمش ده منين؟ صيني؟ لا من الهند. عشان كده الزلومه من القز الشفايف كده تلاقيها عامله كده شفايف بتبقى في الرمش مع فخر. على فكره استاذ اكمل في مكتبه، حضرتك تحب ابلغه حاجه؟ ايه الرمش يا هادي؟ قلت لك 100 مره محدش يحط رمش في شغله. احنا عندنا زباين، ممكن اي زبون يكون ضعيف الشخصيه شويه، ربنا ما يعلم بيه، ما حدش يعلم بالنفوس شكلها ايه، ممكن يضعف، واحنا عندنا الناس ما تبقاش كده، في زباين محترمه بيخشوا، الرش ده ما يتحطش تاني. انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ الرش بتاعها، في حد حاطط رش بالعرض كده؟ ما ينفعش، ورش ناصع كده، فما ينفعش خالص يا استاذه رحمه. وانت مالك انت بالحاجات دي؟ الحاجات دي انا اقولها مش انت. تعال ورايا. اوكي. امسح الروج وتعالي لي علشان انا اظبط لك الكلبسات بالمره. يلا. حاضر يا هاني. حاضر. هي كلمه واحده مفيش غيرها. صح، هي كلمه واحده ومفيش غيرها. اللي هي ايه بقى؟ امك هتقولها ايه؟ هتقولها كمان مش عارفها. اخرس، انت هتتجوز منى الاسبوع ده، واوعى تقول لي لا. عارف لو قلت لا، لا في عربيه والمكتب ده هيتقفل والفلوس بتاعت ابوك اللي انت متكل عليها انا هخليه يوزعها على الجمعيات الخيريه. لا، انا لا اسمح بفلوس وشاع عمري يتوزع في الاخر على الجمعيات الخيريه. لا يمكن يا رحمه. ازاي يعني؟ ما لازم ينفذ اللي انت بتقول عليه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما انا مش عايز اتجوز منى، ما بحبهاش، ما بقى انا عايز ابقى فقير وابقى يتيم ومش عايز اتجوز منى. يا حبيبي يا حبيبي اسمع كلام امك، منى دي قمر قمر قمر. قمر منين يا بابا؟ قمر واسمع كلامها. اصل انت مش فاهم، يعني انا مش قادره افهم، يعني منى دي فعلا نعمه من عند ربنا وجيت لك وانت اللي بترفس النعمه برجلاتك. مين اللي يرفس النعمه؟ منى تترفس؟ لا يا بابا، منى لو رفضتها هغرز، ولو غرست مين هتطلعني؟ انت هتطلعني يا بابا. انا هطلعك، ده محمد رشدي قال لها تمشي بحنيه لا يقوم زلزال. يعني الوحيده. انت بتقول اي حاجه يا بابا؟ والله العظيم اي حاجه يا ماما. منى دي مش هينفع. انا دلوقتي لو اتجوزتها وعايز احتويها مثلا، احتويها ازاي دي؟ اعمل لها خطه؟ لازم اسيطر على اركانها، دي لازم اجنزرها عشان اعرف احتويها يا ماما. انا بلعب في وزن وهي في وزن تاني، انا خفيف متوسط، هي تقيل متطور، يعني لسه هتتخن وهتتخن وهتتخن على كده. عامل كده اعمل ايه في الواد ده؟ الواد ده يعني ما طلعش زيك ازاي ده يا حبيبي؟ انت ايش فاهمك في الستات؟ انت لسه صغنن، انت لسه ما تفهمش في الستات. الست لازم تبقى مربربه كده وماليه هدومها كده وعامله زي البطوطه وتترنح يمين وتترنح شمال. قمر قمر قمر. ايوه الست لازم تبقى كده بطه مدام ليك كده. انا بطه يا دونو. انت يا حبيبتي انت فروخه يا اخويا، انت جميله. الست لازم تبقى راسيه على الارض وهي ماشيه راسيه كده. والله بتقول اي حاجه يا ماما. نعم ادخل. بس انا هنا جاي مركزي برضه، انا صاحب الشركه. ادخل. يا سلام. المهندسه الجديده وصلت. ليه بتقولي دلوقتي؟ ليه طيب؟ ماشي يا سكرتيريا هلا، روحي جيبيها بسرعة. اتفضلي. رنا
بتبص لك كده ايه؟ انا مش عارف ايه ده، انا مش عارف ايه ده. اديكي جيتي ولقيتيني بزعق لها بره. قله الادب دي، وايه حكايه المهندسه الجديده دي بقى ان شاء الله؟ دي مهندسه ماما سياده الوزير موصيني عليها. سياده الوزير من امتى بيبعت لنا مهندسين؟ من النهارده كلمني وقال لي احنا في مهندسه جديده كانها انا بالظبط. يا نهارك اسود بستين نيله، انت ايه اللي جابك هنا بنت انت؟ هو المكتب بتاعك؟ احنا هنستهبل؟ انا لو اعرف ما كنتش خطيت هنا لحظه. جميله استنى، انت رايح فين يا واد انت؟ خليها تروح في 60 داهيه. يا ماما تروح في 60 داهيه ايه ده؟ وزير 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 يا جماعه، وزير يا بابا. لا آه 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 وزير وزير جامد جدا. ايه جميله يا جميله تعالي هنا، بس رايحه فين؟ اوعى ايدي كده، انت اتجننت في ايه يا جميله؟ رايحه على فين؟ طيب انا لو اعرف ان المكتب بتاعك من الاول ما كنتش جيت هنا. كنتش جيت هنا ازاي بقى؟ ما انت عارفه ان هو المكتب بتاعي. بلاش الكذب ده يا جميله بقى، بلاش كذب. انا عاوزه اعرف انت بتهببي ايه هنا؟ انت ليكي عين يا بنت انت انك تيجي لحد عندي في الشركه؟ ماما لو سمحتي مفيش داعي للتجريح. جميله تجريح؟ هو انت لسه شفتي حاجه من تجريح يا حبيبتي؟ يا اجمل. طب ايه رايك بقى ان انا مش ماشيه واني جايه اشتغل هنا باوامر عليا من سعاده الوزير؟ وهشتغل. وانا بقول لك بس ماما بقى، يا ماما يا ماما بس بقى. ها قلت ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا هتشتغل هتشتغل هتشتغل. ليه؟ عشان احنا بندور على الكفاءات، والبنت دي كفاءه، دي جايه من غير بنطلون. بص الكفاءه عامله ازاي يا ماما. اخلص يا واد، فاهم البنت دي مش هتشتغل على جثتي لو اشتغل. يا ماما فهمي يا ماما، ما تسرعيش. انت عارفه دي جايه من طرف مين؟ من سعاده الوزير شخصيا. يا سلام، انا هكلم سياده الوزير. يا ليه وخالي؟ ايه هكلم سياده الوزير؟ يا ماما ده اول مره يطلب مني طلب. وبعدين ما تقلقيش، انا هعرف ازاي اخليها تكره الشغل ده وتجيلي تقول لي ابوس رجلك مشيني من هنا، وانا مش همشيها. ايه؟ وهرجع امشيها. عليا انا الكلام ده حبيبي، لكن غيرك اشطر. يا ماما في ايه بقى؟ سيادة الوزير، سيادة الوزير، اكلمه انا حكلوش هتقعد. استنى بقى يا ماما، اضحكي اضحكي، قولي ان مفيش حاجه حصلت. ماشي سيادة الوزير. ماما الو سعادتك يا فندم. ازاي سعادتك؟ قول له امي عايزه اكلمك. ثواني ثواني. لا دي ماما. ماما بتقول لي سعادة الوزير ربنا يديله الصحه ويبارك له. صحه ايه؟ جميله جميلة جميلة جمال، ملهاش مثال بنت اللذينة دي. قول له مش هتقعد. قول له بتقول لك مش هتقعد يعني غير على مكتب أحلى من المكتب اللي أنا كنت بقولها. لا هي في الحمام دلوقتي. لا بتطول قوي سعادة الوزير، بتطول بقى جميلة، بتطول جدا يعني. هات التليفون. طب عايزها؟ عايزها في الحمام؟ أيوة دي هون. عايزها في الحمام، عايزها في الحمام. طيب يا سيادة الوزير. يا ولد. عينيا تصدقي برضه جه فيها يرموشك بتطير. طار جوه عينيا، طرفت عينيا. حضرتك بتعرفي تنفخي؟ ايوه تنفخي تنفخي. انت بتولعي فحمة. ازيك يا عمي؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا قمر؟ جميلة حبيبتي. طب اتفضلي انت دلوقتي وهقول لك على ميعاد النفخ امتى علشان انت عارفة كل ست ساعات. عشان زي ال يا ريت حضرتك تبقى تشرفنا يعني وعشان تتعرف على بابا وكده. طبعا طبعا يا حبيبتي، ده بابا ده حبيبي لازم اجيله ان شاء الله. اي وقت تأمريني قولي لي هتلاقيني عندك على طول. جميله ده جميله. لا يا حسين في ايه؟ طيب بتخطفها ليه كده؟ بتعمل ايه يا حسين؟ ابدا، انا كنت بكلمها على الكارو، المفروض ما يبقاش واقول لها يعني الشركه ما تلعبيش في الاطفال. مش جمله مش جمله بابا، مش جمله بتقول اي حاجه، بيقول اي حاجه. ماما يا ابني يا ابني يا ابني، انا قلت لها لان الاسانسير بيعطل كتير. كذب يا ماما وباين قوي. بصي اخلص خالص. يا ريت تكلم سعاده الوزير وتقول له ان انا خلصت قبلت الشغل. يا ريت اكلم سعاده الوزير واقول له ان هي قبلت الشغل. اوعى بقى كده. اوعى انا وعيت. طب ايه رايك بقى ان انا جيني وجيني وجيني لانا قافله المكتب ده بالضبه والمفتاح؟ سامعاني؟ معلش سامعاني يا بنت، سامعاني يا رحمه. الادب. خلاص خلاص على امي يا طنط، حتى لو انت قفلتي انا هفتح وعدي. بس سعادة الوزير هيزعل مننا يا جماعه. ده وزير، ده وزير، انتوا هتحطوني في حق في عارك؟ ده وزير وزير يعني وزير. على العموم يعني انا هكلم سعاده الوزير واقول له ان حضرتك لطيف جدا وظريف جدا. هو ايه كمان؟ انت لو لبست البنطلون والله العظيم هتبقى مهندسه تحفه. ايه؟ مش مهندسه؟ حلو المكتب مش بطال. يا ترى بقى ايه الوظيفه اللي ممكن تديها لي اكمل بيه؟ انت عايزه فين؟
عايزة فين تشتغلي؟ في أي حتة هنا في المكتب؟ سكرتيرة سكرتيرة ماما سكرتيرة سكرتيرة عشان نوقع الدوسيات وننزل نجيبها سوا. لا طبعاً سكرتيرة إيه؟ أنا مهندسة ديكور وكنت شغالة في شركة كبيرة قوي، لولا إن الشركة دي صفة أعمالها كان زماني في حتة تانية خالص. إحنا محتاجين مهندسين. لا خالص سكرتيريا سكرتيريا مهندسين مهندسين علشان. ألو؟ أيوة يا فندم. أه فعلاً شركة محترمة جداً. أكمل بيه ده ظريف جدا وحسين باشا حسين باشا وذوق جدا وحسين باشا وشيك جدا جميلة حسين أبو أكبر حسين أبو أكبر. أه طبعا استلمت الشغل ولا إيه يا رحمة هانم؟ يس يا بنتي أنت بقى عايزة أقول لك حاجة. حسين أبو أكمل اديني الواتساب بتاعه. جميلة ايه يا ماما؟ ارجع لورا. ايه يا ماما؟ ارجع لورا هتجري وراها؟ يا ماما مش هجري وراها انا بس عشان اشوفها هي مهندسه ولا مش مهندسه. ما هم بييجوا بيقولوا لنا مهندسات وهم مش مهندسات. لا مهندسه. ما اشوفها بس يا ماما. مش هتروح في حته تصدق وتقول مش هتروح في حته اوقات مش هتروح مش هتروح. انا بكرهها. خلاص انا بكره ماما. احنا شفناها وتاكدنا انها مهندسه. ماشي خلاص ما تروحش بقى تعرف. ماشي والله العظيم المصحف انا هنتحر هنتحر عشان انا كنت تقعدوا مع بعض انتوا الاثنين. انتوا لو قعدتوا مع بعض انتوا الاثنين هتنتحروا. روح بقى كده. خد يا ورق. هقفلها. حاجه انا معتبريني مش موجود. يا منير يا منير. حاضر حاضر. يلا عشان تلحق تنشر الغسيل ويتشمس. حاضر يا ست حاضر. بس عايزين دسة مشابك كبيرة علشان الكوفرتات والملايات. انت اللي اخر مرة موقع الدستة كلها. ايه اللي جرالك؟ ايدك مخرومة؟ وبرضو انت بتنشر الاسبوع اللي فات وقعت فرت الشراب الفليل بامبي. خلاص يا ستي اما الخواجات اللي تحتينا ترجع من السفر هبقى انزل الم من بلكونتها كل المشابك. بس بقولي لها تمسك القطة. طب واللي وقع في الشارع هلمه ازاي؟ يا ستي خلاص اللي وقع وقع بقى. طب يلا يلحق خلاص الوراك بسرعة عشان تلحق تدعك الحمام. الحمام محتاجين كلور أرضيات وسلك مواعين عشان البلاط مقرح. ماشي هبقى اشتري لك. يلا عشان تلحق تعمل الغدا البنت زمانها جاية هتبقى جعانة. الغدا خلص والرز بتشرب والفراخ البنيحة حمرها لما هي تيجي. أصل الفراخ لما بتبرد بتجلد. يلا عشان تلحق تعمل الغدا البنت زمانها جايه هتبقى جعانه. الغدا خلص والرز بتشرب والفراخ البنيحه حمرها لما هي تيجي. اصل الفراخ لما بتبرد بتجلد. طب قطعت السلطه ولا لا؟ ايوه خلصتها. اوعى تكون عصرت عليها ليمون عشان الليمون لما بيتعصر بدري بيدبل السلطه. لا اللي بيدبل السلطه يا اختي هو الملح وانا لا حطيت ملح ولا ليمون. طب الحق خلص اللي وراك بسرعه عشان تلحق تاكل معانا. مش كل مره هنغرف لك بره لوحدك. اهو كل مره تقولوا الكلام ده واجي الاقيكوا خلصتوا الاكل. يلا يا منير شد حيلك يا حبيبي. بقول لك ايه انا هاخد قيلوله اوعى تصحيني غير لما اتحمر البانيه. عايزه انام شويه. ايوه يا حبيبتي. ايه ايه اللي انت بتقوليه ده؟ المكتب اللي انت روحتيه طلع مكتب اكمل؟ ياه القدر بيلعب لعبته. امك تكتكت وخططت وربنا واقف جنبي عشان تعرفي هو العريس اللي مكتوب لك يا حبيبتي. ما تاخرش عن الغدا. باباكي عامل بانيه وعامل رز ولا بقى اللفت المخلل هتاكلي صوابعك وراه. عايزه خيار مخلل؟ حاضر يا حبيبتي هخليه يخللهولك ولغايه ما تيجي يكون استوى. مع السلامه يا حبيبتي مع السلامه. ياه عالظروف. يا منير اوعى تصحيني غير لما تكون حمرت. اهلا. اقفل السماعه تجيلي دلوقتي حالا. اوكي تحت امرك يا فندم. برافو هلا كده نحب بعض في الشغل. هلا روحي ناديلي السكرتيره الجديده. سوري
الجميله الجديده اللي اسمها ايه دي؟ الباشمهندسه الجديده هنا. طب هو انا ما ينفعش؟ ما انا لو كنت عايزك يا سياده السكرتيره كنت قلت لك ايه؟ ناديلي السكرتيره القديمه. هو انا بقيت قديمه يا استاذ اكمل؟ اه ده انا متجوزكوا بقى. اوعي تنسي يا هالة ان انا صاحب الشركه، اوكي؟ ها؟ ليه بتحوليني العريس فجأة؟ قولي الأمر تنفذي على طول. حاضر. امشي. هلا قوي قوي. أفندم. أنت لسه برضه من غير بنطلون؟ هنهزر؟ لا دي حرية شخصية، أنا ما أقدرش أعمل كده. بعدين تعالي هنا. إزاي تخشي عليا المكتب كده، مكتب رئيس الشركة وصاحب الشركة كمان؟ من غير ما تخبطي ولا تقولي لو سمحت انا داخله. اخبط؟ اخبط ليه؟ حضرتك نسي ان انا كنت بايته عندك في الاوضه امبارح؟ فاكره جميله. مش قادره تنسي انت طبعا، ها؟ بس امك كانت بترفص، مش فاهم ليه. على فكره بقى انت قليل الذوق. على فكره بقى انا ذواق جدا. وكمان الست والدتك. اشمعنى؟ اوعى تكون فاكر ان انا هشتغل هنا، انا قلت كده بس عشان هي استفزتني، لكن انا ماشيه. غوري في داهيه. اوكي. اوكي. تعالي هنا جميله، تعالي هنا، انت بتصدقي لي. وانا ليه كل واحده اقول لها روحي غوري في داهيه تمشي كده وتسيبني؟ انتوا بتفهموني غلط ليه؟ انت غريب قوي على فكره. على فكره انت اغرب جدا على فكره. انت ازاي مستحمل نفسك يا ابني انت؟ عشان انا عايش معايا. مش عارفه انت ازاي مستحمل امك تتحكم فيك بالشكل ده؟ عشان دي امي وده تحكم ام لازم اقبله. انت انسان ما عندكش شخصيه. صحاب كتير قالوا لي اجمل انت ما عندكش شخصيه وما زعلتش. وامع؟ لا. لا يا جميله. انا مش امع. انا اجمل يا جميله. انا مش عارفه امك خايفه عليك على ايه؟ عشان انا امور قوي. انت اخرك اصلا البنت المفشوله اللي هتموت وتتجوزك دي. محدش هياخد مني حاجه غصب عني يا جميله. واوعي تنسي ان انا مدير الشركه. احترمي نفسك، عيب. ايه؟ نسيتوا نفسكوا؟ انا داخله تقول لي انا القديمه والجديده وانت جايه بس انت عندك حق يا جميله. عندك حق. انا فعلا فعلا زي ما انت بتقولي، معاكي حق في كل الكلام اللي انت بتقوليه. أنا مفيش حد أعرفه إلا ما قال عليا كده. قال لي أكمل أنت مالكش شخصية. قلت لهم إن شاء الله هيبقى ليا قريب، قالوا لي لا استعجلوا عليا. أنا لوحدي يا جميلة، لوحدي، لوحدي، ماما ضغطاني، ماما ضغطتني، وكل حاجة في الشغل ضغطاني. عشان إيه؟ وبعدين أنا مش هينفع ما أنفذش كلامها، دي أمي، أمي يعني أمي. أنا مش هنسى اللي أنا اتعلمته. أمي نداء محبتك. بل ان كل الحب ام امي عطاء ذاخر في فلدها فلز كزم في فلزها فلز خزم فاهمه فاهمه جميله اعمل ايه يعني اعمل ايه خلاص انا اسفه يا جميله انا اتعس واحد في الدنيا خلاص بقى حقك عليا لا لا انا ما حدش حاسس باللي جوايا يا جميله طب خلاص انا فهمت انا ما فهمتش فهمتش جميلة خلاص بقى طيب ما تخلينيش اكره نفسي لا اكرهي اكرهي جميلة عشان انا كمان بكره نفسي جميلة مش عارف اعمل ايه وبعدين دي امي يعني امي امي يا جميلة اعملها ايه اعتبر ان مفيش حاجة حصلت لا ما هو حصلت مش حصلت جميلة جميلة انا سوري والله سوري بس انا مفيش حد جنبي جميلة فترة كبيرة جدا قاعد في الشركة الطويلة العبيطة دي وبنخسر بنخسر جميل انا بخسر كل يوم بخسر خلاص معلش معلش خلاص بقى الحمد لله الحمد لله يعني انت خلاص كده مش هتمشي من الشركة؟ لا مش همشي طيب الحمد لله لازم اعيط لازم اعيط عشان ما تمشيش من الشركة جميلة معلش ممكن تقبلي بقى عزومتي على غدا ماشي لا انت كده بقى بتمثل وانا انا خلاص همشي لا لا جميلة تمشي ايه ده وانا كل ما اقول لحد يتغدى معايا يفتكرني ان انا بمثل خلاص بقى خلاص انت عارفه ان انا مقصر انا اسف اول مره ابكي قدام حد فعلا بصي قد ايه الحمد لله بقول لك انا أول مرة أفضفض قدام حد كده الصراحة وأفرفر قدام حد بالشكل ده بصراحة وبجد يعني اختيارك للقميص بس برضه محمل لي حالة مش عارف ليه فأنا متشكر أوي جميلة على اللحظات دي اتفضلي على مكتبي اتفضلي وهتنسي إن أنا صاحب الشركة يا هاني
ده انا هرسمه كاريكاتير الكلام اللي قلناه ده. صباح الخير يا انسه جميله. صباح النور. مستر اكمل، هو انا كاين العمر اوعى كده. جميله جميله جميله، الحقي الحقي. مش انا امبارح انا وبابا كنا قاعدين بنتكلم في الموضوع بتاعك، وقلت له ان جميله ملهاش دعوه، وجميله وبابا ما عملش حاجه، وجميله دي بنوته جميله كيوته. قال لي خلاص يا اكمل، خلاص يا حبيبي، احنا بكره نروح لمامتها ونعتذر لهم ونجيب لهم حاجه حلوه بمبلغ كبير جدا. قلت له ميرسي يا بابا والحمد لله. لا يا اكمل، هو ما فيش داعي. لا في داعي، لان انا وبابا عملنا مجهود كبير جدا امبارح. تيجي تضيعي انت في لحظه، ما فيش داعي، خلص الموضوع خلاص. انا بقى اروح لبابي واقول له خلاص يا بابا انا رحت كلمت جميله وقالت لي لا مش عايزين حد يجينا، بلا باباك بلا عرف. ايه ده، انا قلت كده؟ اه اكمل، هو انت مش فاهم يعني الفكره؟ بس ان الست والدتك يعني ممكن جميله تشيلي ماما من دماغي خالص، ممكن. مش انا ابنها، مش لاقي لها تفسير والله. انا خايف ادور الاقي دي مش امي متبنياني مثلا. بص يا اكمل، انا مش حاطاها في دماغي، بس انا مش عايزاها تبقى متضايقه، خصوصا ان احنا بقينا جيران، وكمان انا بشتغل معاك هنا. يا جميله ماما هتتضايق، هتتضايق والله. صدقيني انا عارفها اكتر منك، ده في اي مناسبه عندنا بنلاقيها مكشره قوي كده. في يا ماما فرحانه، فرحانه يا حبيبي كده، بتبقى عامله كده جميله. اكمل، انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. لما تيجي نخش المكتب. هو انت على طول كده؟ بس مش هينفع هنا كده، انت جريئه قوي. اكمل انت اوفر قوي على فكره، اديني فرصه اقول لك. ايه يا جميله؟ عايزه ايه؟ الخوف اللي مامتك بتخافه عليك ده خوف مرضي. يعني انا هتعدي؟ مش عارفه هتتعدي ولا لا، بس لازم تتعالج. انا ولا ماما؟ ركز معايا يا اكمل، مامتك هي اللي عيانه مش انت. في ايه يا جميله؟ انت عايزه تكرهيني في امي؟ اه يا جميله، انت كده بتضغطي على نفسيتي، فانا اروح البيت اقعد افكر كتير. ماما خانقاني، ماما عامله لي دوشه، ماما مش عارف ايه، قوم جاي داخل عليها البيت، قوم جاي خانقها لحد ما تموت. او ماي جاد، زي ما انتوا، زي ما انت على وضعكم كده. ايه ده، الله الله، حلو قوي اللي انتوا عاملينه ده. لا يا رشيمه والله، ده هي اللي جايه من غير بنطلون. ايه رايك بقى اروح اجيب لكم 2 ليمون خلاط وعصفورتين كده خلي الجو يحلو. هو الجو بيحلو بالحاجات دي؟ دي قديمه قوي. بقول لك ايه، احترمي نفسك احسن لك. مش كفايه يا بنت اللي انت عملتيه في البيت جايه ورا لحد الشركه؟ لا انت شكلك كده ما حرمتيش من المره اللي فاتت وعايزه تتربي. لا جميله انت استعجلتي. مين اللي استنى انت لو سمحت. نو انا متربيه امي كويس قوي، انت اللي عايزه علقه تخرج من نافوخك. هرشيمه في ايه؟ انت مش محترمه ان في ابن خالتك واقف؟ هو فين؟ فين ايه؟ هرشيمه هرشيمه ايه، هتاكليها زي البنت اللي فاتت؟ دي بالاحمر اللي هي لابساه ده، ده انا عاملها معامله الكاتشب. حلوه. تاكل مين يا حبيبي والكاتشب ايه؟ انا هربيك. بس ايه العبط ده؟ ايه العبط ده اللي انا فيه ده يا رب؟ بس يا رشيمه، يا رشيمه امشي، لا امشي يا رشيمه، خلاص يا جميله، خلاص يا بس بس يا جميله، بس خلاص. عيطي مش عايزه اعيط. خلاص اعيط يا عم، وسع كده. مستر اكمل، بس في ايه؟ انت بتتفاجئ ليه بيا كل مره يا عم؟ يا عم مستر اكمل، ايوه انا مستر اكمل. فهمتي انا عاوزه منك ايه؟ ايوه حضرتك فهمت. حضرتك عايزه تعرفي كل حاجه بتحصل في المكتب من غير ما استاذ اكمل يعرف. ببعت لحضرتك التقارير اليوميه. صح، مظبوط كده. بس حضرتك انا قلقانه، ده صعب قوي وبيزعق على طول، ولو عارف ان انا بعمل كده ممكن يمشيني من الشغل. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا شويه كده وهكون معاكي في المكتب. صحيح. ايوه صحيح، اهم حاجه ان انا عاوزه اعرف بالتفصيل الممل كل حاجه بتحصل في المكتب من ساعه ما اكمل بيخش الشركه لحد ما يخرج منها. بيخش الحمام امتى، بيخرج امتى، وهو قاعد في المكتب بيعمل ايه، مين بيخش له، مين بيجي له. مفهوم؟ تحت امر حضرتك. اهم من ده كله بقى، انا عايزاكي تراقبي البنت اللي اسمها جميله دي. ايوه فهمت. من الواضح حضرتك ان هي وراها حاجه كبيره قوي قوي. ما تصوريش قد ايه. بشويش في ايه يا حبيبتي؟ عيني غلدوا، انا اتضربت واتبهدلت ومبقتش نافعه تاني. ازاي ضربتي من مين؟ البنت المعصعصه المسافرتة اللي اسمها جميله ضربتني وبهدلتني وما قطعت لي هدومي. قطعت
قطعت لك هدومك ازاي يا حبيبتي؟ ايوه الجاكيت ده كان مقفول وهي راحت فتحهولي في ليه بقى كنت انا على اللحم دلوقتي متفضح قدام الناس؟ لا يا قلبي لا ابدا انا هطلع لك عينيها. ايوه شفتي؟ شفتي انا قصدي ايه؟ انا لازم اطلع عينيها. عايزه شعره ملح. بابا يا بابا. جميلة اهلا اهلا حبيبة بابا. عامل لك بقى مسقعة باللحمة المفرومة والصنوبر هتاكلي صوابعك وراهم وحدقي وتقولي لي مسقعت امك ولا مسقعتي؟ متشكرة قوي يا بابا. انا كنت عايزة اتكلم معاك. يا سلام تتكلمي معايا وانا في ديك الساعة لما بنت حبيبتي تطلب انها تقعد وتتكلم معايا دي ساعة حلوة قوي. بابا أنا بصراحة مش مبسوطة من نقلتنا دي، اللي يخلينا بس سيبنا بيتنا القديم؟ قولي لأمك. طب ليه ما تقولهاش أنت؟ أخاف أزعلها. بابا أنا عارفة إن أنت كمان مش مبسوط من نقلتنا دي، اللي يخلينا نسيب بيتنا القديم والناس اللي بنحبهم ونيجي نقعد هنا في آخر الدنيا؟ أمك وقفت جنبي في حاجات كتير قوي وساعدتني لحد أما عدينا صعاب كتير، فمش عايزه اقول لها بقى. وبعدين اللي طلبته يعني مش كبير قوي. بابا انت عارف في الشقه هنا ايجارها كام؟ يا ست مش كتير ولا حاجه. وبعدين وايه يعني انا اقدر ادفع؟ ده هتاخد نص مرتبك يا ست. وماله انت ما شاء الله دلوقتي كبرتي وبتشتغلي، وبعدين انا وامك مش محتاجين الفلوس في حاجه، وبيني وبينك هنا مش وحش قوي يعني. يا منير افتح الباب. هو كل حاجه منير منير والنبي وسطت قطم من الاوام والقعاد. الله هي فين؟ هي مين؟ السنيوره بنتك. نعم خير. في ايه تاني؟ انت عامله فتوه يا بنت انت ولا ايه؟ انا مش فاهمه يا مسلوعه انت. فتوه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت ازاي تقلي ادبك على هيروشيما؟ قصدي على منى. هي اللي استفزتني، وبعدين انا اللي رشني بالميه رشه بالدم. ده انا هرشك مش بدم، بميه نار يا ليله الادب. يبقى قولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. انت اللي تقولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. في ايه؟ في ايه بس يا ست رحمه؟ يعني ما انتش عارف حضرتك في ايه؟ لا مش عارف، قولي لي مين اللي مزعلك وانا اخد لك حقك منه. الست دي ايه اللي جابها هنا في شقتنا؟ اقول له يا ست يا محترمه انت كنت نايمه فين امبارح انت وبنتك؟ قلنا له وحكينا له بالتفصيل الممل، ميس اندرستاند وحصل وانتهينا. يعني انت كنت عارف ان بنتك ومراتك كانوا نايمين عندنا وفي اوضه ابني؟ ايوه طبعا عارف، الاستاذ حسين جوزك وابنك لقوهم واقفين على السلم صعب عليهم، بدل ما يباتوا على السلم خدوهم باتوا عندكم الناس لبعضها. ناس لبعضها؟ هو انت منهم؟ طيب وديني انا هعرف اتصرف معاكوا ازاي يا مسلوعه انت؟ البلاوي اللي اتحدفت علينا دي يا ربي مش معقول. ما تقعدي يا مدام تدوي مسقعتي. لا الست دي مش ناويه اجيبها البر. مش ناويه اجيبها البر ابدا، ولازم مناخيرها تتكسر، لازم تتحطم. بس ازاي الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ احنا مالنا ومالهم؟ وبعدين احنا نقطع علاقتنا بيهم نهائي، واذا كان على الشغل بلاش من الشغل ونعزل من اساسه. لا نعزل ده ايه؟ الكلام ده كان من دقايق، لكن طالما بقى دخلت في تحدي يبقى يانا يا هي. يا هي. بقول لك ايه؟ هو السنيبر اللي انت حطيته على المسقعه حمرته كويس؟ حمرته طبعا بس ما حرقتوش. واللحمه المفرومه دابت كويس؟ جايبها ملبسه. طب يلا بقى هات لنا شويه لفت مخلل ويلا هات الصينيه. لا لفت ايه؟ لسه مش اوانه. طب خللت لنا خيار؟ خللت الخيار وحدوقي بقى. طب يلا اغرف الخيار وهات الصينيه وحصني. يلا هتاكلي صوابعك وانا مسقعه. يلا يا منير بسرعه. تعباني حتى الخيار ما انتش قادره تخلليه. انا شفت بابا. ايه يعني شفت محمد منير؟ مالك في ايه؟ في ايه ده طلع طيب خالص. حلو زي ده طيب خالص بقى قوي. طب جيت ده بقول لك انت وهو، انتوا لازم تجيبوا لي حقي. انتوا لازم تجيبوا البنت دي من شعرها وتعرف ان الله حق. انتوا لازم تجيبوا لي حقي الا وديني وديني وديني. مانيش عدلكم في البيت ده ثانيه واحده. لا لا يا رحمه اوعى تقولي الكلمه دي. هتسيبينا وتروحي فين ونتكتم من بعد جنون الواد الغلبان ده؟ روحي. البت دي لازم تعرف ان لها حق. تعرف يعني ايه؟ لازم تتعلم الادب. يا ماما هيرو هي اللي غلطانه. يا بابا دي قعدت على البنت جميله الصغننه دي. ايوه انت
تعرف يا ودي اه واد صايع وانا ما كنتش واخده بالي انك صايع. ابي هنا طيب حسين الواد ابنك ده صايع وبتاع بنات، انت عارف كده ولا مش عارف كده؟ بتاع بنات وانا ما كنتش واخده بالي، كنت نايمه على وداني، كنت فاكره اصلا ارجوكي الا ده اضربي فينا زي ما انت عاوزه، تقول الكلمه ثلاث مرات زي ما انت فاهم ان انا دماغي ديت ايه ما بتفهمش؟ عماله تتكلمي ابن الراجل مؤدب وانا راجل مربي وفاضل، ابني مش فاضي يعمل الحركات القرعه ديت، ده من الشغل للبيت للبيت للشغل، وممكن يروح البيت تاني او الشغل تاني عادي، ده اللي بيروحه. ظلم والله عزيز. اخرس خلاص يا ماما اخرس هتصرف معايا اخرس خلصت بالحته دي والله العظيم وجعتني يا ماما. طيب انا هتصرف معايا خلاص، هقول لهيرو مالكيش دعوه بجميله، وهقول لجميله مالكيش دعوه بهيرو، وهقول لهم الاثنين مالكوش دعوه بماما، وهقول يا ماما ما تضربنيش هنا تاني عشان بتوجعني جدا والله. هو ده اللي انت اتكلمت عليه؟ هو ده اللي انت اتكلمت؟ بصوا بقى بقول لكم انتوا ايه، كلمه واحده هي كلمه واحده، لو ما جبتوليش حقي وديني وانا قاعده في البيت ده دقيقه واحده و70، وعلشان تجيبوا لي حقي لازم تخرج من العماره دي كلها. 70 سامع؟ سامع لتأدب. قلت ادب الاخيره دي عليا ولا عليك؟ انا لو كنت اعرف ان امك دي بصدى صوت كده هيوفق ايه؟ منور عملتها ولا ايه في ايه؟ طب ما تعمل حاجه، ما انت برضه المفروض المسؤول عن البيت يعني المفروض. بنتي يا جميله انا قعدت فكرت في كل اللي انت حكيته لي وفكرت فيه بعمق، وانا جوه العمق ده اكتشفت ان الواد اكمل ده عينه منك. عينه مني؟ عينه مش مني، انا مش هتجوزه. ليه؟ عشان ابن امه. يا حبيبتي ما كل الرجاله اللي قدامك دول ولاد امهم، طالعين من بطن امهم، طالعين منين يعني؟ واللي رضعتهم امهم، اما اللي رضعهم ابوهم. الراجل ما يعبوش ان ابن امه. ما تفوقي معايا، بقول لك الواد عينه منك. ماما ريح نفسك من الموضوع ده خالص. انت هتكسبي فيه ثواب. هكسب فيه ثواب؟ ليه؟ هتعالجيه. اعالجه من ايه؟ من سيطره امه القرشانه الحربايه. ماما انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاكي يا بنتي ترتاحي، عايزاكي تتجوزي جوازه حلوه. ماما ريحي نفسك، انا لا يمكن لا يمكن لا يمكن اتجوز دلوقتي، انا لسه عندي حاجات كتير قوي لسه ما حققتهاش، انا نفسي افتح شركه كبيره، نفسي بقى اكبر مهندسه ديكور في مصر. في مصر ايه؟ لا في العالم كله. يا حبيبتي ونهايه العالم ايه؟ مثلث برمودا اللي كل الناس بتوه جواه. ايه يا ماما ده؟ يا حبيبتي انا عايزاكي تفهمي الدنيا وتبقي واقعيه كده، وعايزك تقدري الراجل اللي بيحبك ومعجب بيكي، شاب زي القمر، تريحي نفسك وتستتي بدل ما تتمرمطي. ايه يا ماما الاحباط اللي انت فيه ده يا ماما؟ يا حبيبتي انا مش عايزه احبطك، انا مش عايزاكي تلفي في دوائر مغلقه وبعدين في النهايه تلبسي في حيطه. ماما انا هعمل اللي في دماغي. هو ايه اللي في دماغك يا حبيبتي؟ طب انت عايزه رحمه القرشانه دي تنتصر عليكي؟ تنتصر علينا يا ماما واحنا في حرب. ايوه احنا في حرب، الحرب العالميه الثالثه. ايوه الست دي عايزه تكسر مناخيرنا، عايزه تجيب مناخيرنا الارض، لازم نعلمها الادب، ومش هنعرف نعلمها الادب غير عن طريق ابنها الدلوعه. ماما ما تسخنينيش. لا اسخني معايا وفوقي كده، لازم ننتصر ونرفع العلم فوق الجبهه. علم وجبهه؟ في ايه يا ماما؟ مش عايزه الواد يطير منك، الواد غلبان، الواد محتاج لك. محتاج لي في ايه بس؟ مش فاهمه يعني، يعني ايه محتاج لي؟ يرضيك الشاب اللي زي الورد ده يتجوز حديقه الازبكيه؟ البت هيروشيما حرام يقع في التل ده، حرام، ده واد مسكين. الواد ده مفتاح الاحلام، الواد عنده مكتب ديكور، مكتب ديكور جاهز، بدل ما تروحي تأجري مكتب وتفرشيه ولسه هتشتريه، تروحي المكتب تبقي المديرة بتاعت المكتب وتسيطري على أكمل، يبقى خاتم في صباعك، روحي يا أكمل، تعالى يا أكمل. يعني عايزانا أتجوز واحد أهبل عشان أحقق أحلام يا ماما؟ مش أحسن ما تتجوزي واحد يقعدك في البيت ويقولك ما تشتغليش؟ ماما أنت عايزة تجوزيني أكمل ده بأي طريقة ليه؟ مش فاهمة. يا بنتي الواد مناسب ليكي قوي، الواد مقرش. مقرش؟ مقرش قوي. يعني معاه فلوس؟ طبعا. فلوس كتير؟ ايوه كده بقى، الفضول بتاعك خلاكي فكرتيني بنفسي وانا صغيره. ما هو ما دام معاه فلوس كتير يبقى فكر. فكري بعمق، العريس ده ما يتفوتش ابدا، ده شاب زي القمر. Yeah.
كانش لازم تخليها تمشي يا بابا. تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اديك انت شاهد عليا. بص الضحك مفيش فايده. عملت اقصى وسعي. ثواني معلش يعني اقصى ما وسعي دي مش جمله بابا. اقصى ما في وسعي يا بتاع اللغه العربيه ما تفهمها كده وخليكش روش مش بتفهمها وهي طايره. اقصى ما في وسع يا سيدي. اعمل ايه اكتر من كده؟ اموت نفسي؟ لا يعني هتبقى ماما سايبه البيت وبابا يموت نفسه وانا بقى اعيش لوحدي. ما انا كده هنتحر يا بابا. شفت بقى 30 سنه يا اخي 30 سنه عايش معاها. تخيل لما انت تبقى 30 سنه كل يوم بتاكل فول 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 هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ قول لي. تزهق الصراحه. انا زهقت وانت بتقول. شفت هتزهق. ما تاكل قرنبيط كده ويبقى كاتب على نفسك وقاعد في وسط الناس وعايز تتنفس. تتنفس هتتنفس زالة معاك يعني. ده ياكلهم لو هو مسجون بقى. شوف بتفول في وشي مسجون. طب بس ماما طيبه برضه. ما انا طيب يا قلبي. انا طيب ولا مش طيب؟ انت كل سنه وانت طيب. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. صحه السلام. عامل انت؟ عامل انت ايه يا بابا؟ انا مش فاهم دلوقتي الجواز ده هو ايه؟ يعني انا اتجوز ولا لا؟ بص كده كده كمان. اتجوز. وانا جاي اكشف ايه اتجوز دي؟ هو انا جاي اخد رايك انا ينفع اتجوز ولا لا؟ انا بقول لك يا بابا هو انا يعني ينفع اخد الخطوه دي ولا ما اخدهاش؟ يعني الجواز ده حلو ولا وحش؟ الجواز حلو. الجواز حلو بس مع اي واحده غير امك. وانا جاي اخد رايك انا ينفع اتجوز ولا لا؟ انا بقول لك يا بابا هو انا يعني ينفع اخد الخطوه دي ولا ما اخدهاش؟ يعني الجواز ده حلو ولا وحش؟ الجواز حلو. الجواز حلو بس مع اي واحده غير امك. لا ما انا استحاله اتجوز واحده زي امي. تبقى لفت بجلدك يا اكمل. يا بابا ما هم يعني كويس ان هي ماما بس الحمد لله على كده. الحمد لله. الحمد لله. بس انا مش عارف برضو العيب فيا ولا فيها. انا مش فاهم اي حاجه. انا مش فاهمها. انسى انسى انسى. نسيت. نسيت ايه يا بابا؟ انسى قلت لك. تنسى. اما اقول لك تنسى تنسى. ما خلاص. طب يا بابا طيب انسى. ماشي هنسى. اخبار الموزه زي موزه زي بس بابا ده وقته. انت مالكش دعوه بيا. انا متمرمط كده 30 سنه مرمطه منيله ب 60 نيله عامل زي الفوطه الصفراء كده المرميه تحت الحوض بتاعت المطبخ. ايه التشبيهات دي؟ انا بقول لك كده. ماشي ماشي يا بابا. ولا موزز ولا حاجه. ما فيش موزز في حياتي. يا سلام. تليفون تليفون بتاع الموزز جاي لك حبيبتي. والبنت دي مش عايزها والواد ده مش عايزه والبنت دي مش عايزه. عملت اختار يا خلاص. والله كانت خروجه كده وباظت. باظت ليه؟ يعني اتقفشت في لجنه. ساعتها كنت مفيم؟ ايه ده؟ يا ريت انها جنبك بالاشاره. لا انت كنت انت الظابط نفسك. يا سلام يا سلام. بص يا اكمل انت ابني وصاحبي واخويا عايزك بقى تبقى واد انف يعني مش عشوائي كده. اي جيبه وراها اي ملعقه وراها. لا اتقل. ابوك ده اللي انت شايفه ايام زمان كان حاجه تانيه خالص. اوعى تكون فرحان بشويه الشعر اللي عاملينه ده وبتاع بتعمل كل شويه وينزلوا هنا وتروح عاملهم كده. انا بقى كان شعري ده هنا كده. والله؟ هنا؟ هنا كده. وانت ليه نسي ان انا ابنك وشايف الصور القديمه كلها؟ احترم نفسك. انا ابوك وعديها لي. ماشي ماشي. واي صور ما تبصهاش بتاعت زمان دي. حاضر. انساها مش بتاعتي. ماشي. سرقت وانا صغير عادي حلقوني. كنت مأجر عجله وتأخرت على الراجل حلق لي اي حاجه من دي يعني. ماشي. فانا بقى يعني كنت زمان مكسر الدنيا. بنات وبنات اجانب برازيلية وجريجية وأسبانية و... ده أنت كنت لعيب كورة بقى. عايز تقول فيرويد. عارف الواد اللي اسمه بيسي ده ولا فيسي ده ولا ميسي ده؟ ميسي. ميسي ده. ميسي. أول ما أخش حسين كم حسين كم حسين ويلكم. أروح مروح أزهق أتخرق منهم أروح.
بس كده؟ فين التجربة في كده؟ مفيش تجربة، هي دي التجربة بتاعتي. والله حسينك عم حسينك عم امشي. أيام تضحك على أبوك شكلك عايز تقول حاجة. شكلك أنت اللي عايز تقول حاجة. لا شكلك أنت عايز تقول لي حاجة. مش عارف، حاسس إن شكلنا عايزين نقول لبعض حاجة. أيوة أنا قول. شايف إن يعني بابا قول أنا بابا. أيوة قول. أنا الجيران وحشوني قوي. أيوة كنت هقول لك كده، كنت هقول لك كده اكمل ما تيجي نمشي نفسنا لغايه الناس اللي جنبنا دول. طب ما يلا بينا ان شاء الله. انت هتروح كده بالفانيله الفلاح اللي انت لابسها دي؟ انت ايه بتجري في القطن؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ حاجه يا بابا. طب ايه انا لابس ايه يعني؟ لا تلبس حاجه حلوه ان شاء الله. طب انا البس ايه؟ تروح ملط. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم، الشقه نورت. اتفضل يا اتفضل. اهلا 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 وسهلا. مش عايزه اقول لك الشقه نورت بجد. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. انا في الحقيقه اكمل ابني مش عارف يودي وشه منكم فين، كان هينتحر بسبب، كان عايز ينط من لحقته، قلت له تعالى لازم نروح نعتذر لهم. احنا جينا بنفسنا عشان نعتذر على العمله السوداء اللي عملتها رحمه مراتي. ايوه يا استاذ حسين، اي سي اي سي. انا مش عايزه اقول لك لما رجعت من عندكم من الشقه ايه اللي حصل لي. نمت بجروحي، جروحي العميقه الغائره التي لا تلتئم. بس اول ما حضرتك جيت وقفت في الحته دي بلسم كان حاجه ما حصلتش، نسيت اتبخر الالام. اهلا وسهلا. اهلا. معلش معلش، جميله مش باينه خالص يعني. مش استنى هتيجي دلوقتي. احنا سمعنا ان زوج حضرتك وصل بالسلامه. جوزي منير. منير جه. طب خليك انت بقى مع عمه وانا هروح. ده بقول لك غائره. استنى استنى، جرح جائر. وانت عشان شفت هدى؟ طب انا عايز اشوف جميل انا كمان. طب اوكي يا منير. منير تعالى، في ضيوف، تعالى سلم عليهم. ايوه هدى، في ايه؟ وجميل تعالى، عندنا ضيوف. حاضر. وجميله تعرف ان استنى يا حبيبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا كسوفي، مش كنت تقولي اهلا وسهلا اهلا وسهلا الاستاذ حسين مش كده؟ ايوه. يا الف اهلا وسهلا. اتابي البيت نور والله. اهلا وسهلا. اتابي اتابي البيت. طب حضرتك انا اكمل ابنه. اهلا وسهلا. اهلا استاذ اكمل. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا منير بيه. ثانيه واحده، انا ديلكم جميله. يا ريت بقى. بقول لك ايه، سبكت الصلصه عشان المكرونه؟ محتاج فصين توم. طب ما تجيبهم من البلكونه. وانا كل حاجه اخش اجيب البصل من البلكونه والتوم من البلكونه واستهوى انا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بقول ايه، تشربوا ايه؟ لا والله احنا مش عايزين نشرب اي حاجه، كلمتين ورد غطا وهنمشي على طول. لا ازاي بقى، ودي تيجي؟ انا عندي بن محوج بندقي، ما تقولش لعدوك عليه. بندقك؟ آه. لا والله احنا بالنسبه للقهوه والبندقك ده مالناش في القهوه خالص. لا لازم تشربوا حاجه. طب اعمل لكم عصير رمان، ما هو انتوا لازم تجربوا رماني. رمانه؟ رمانه. ايوه حاضر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا. ده طلع الشيف منير. يعني قاعده هنيه، هنعمل ايه؟ بص بقى، خليك بقى في زنقه وخليك في بندقه وبابا غنود والكلام اللي انت دي، وانا هوصل مشوار وجاي. استغني يا بابا، اشوف اشوف جميله. انا اشوف جميله. اهلا 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 جميله. جميله جت. جميله. ازيك يا جميله؟ عامله ايه؟ يا رمضان. لا مش وقت رمضان. يا يوشاتو ايه بيجي من سنه للسنه نكلمك. ايوه ايوه يا حبيبي. اتفضل يا اخويا. نورت. ده النور منور بصحابه. ايه النور يعني بصحابه اللي نوروه هنا في يعني انا مبسوط يعني. ازيك يا جميله؟ انا متشكر قوي ان انت سمعتيني. انا ما كنتش عارفه انك بتعاني قوي كده. ايه يا جميله؟ ده انا بعاني معاناه مش عارفه انا فين. تعرف ان انا فكرت كتير في الكلام اللي انت قلته لي. معنى كده ان انت كنت قاعده تفكري فيا. يعني مش قوي. لا قوي. كنت سرحانه صح؟ جميله بقى قولي اكمل ايه؟
جميلة، بصراحة كده يعني من غير مقدمات بتاعت الشباب، وأنا حاسس بحاجة لطيفة. جميلة، هو ليه في بينا كيمياء الحاجات دي؟ لا جميلة، أنا معجب بيكي كده. خط لازم؟ خط لازم. احنا ما نعرفش بعض من زمان يا أجدع. لا أعرفك، أعرفك كويس، أعرف إن أنت بنت ناس وكويسة وجميلة يا جميلة، وفي شوية حاجات هتتظبط يعني. موضوع إنك بتنسي البنطلون على طول ده يعني أنا أفكرك بيه. بص يا أكمل، أنا بصراحة ما بحبش الحاجات تيجي بسرعة كده، لازم كل حاجة تاخد وقتها. يعني استنى سنتين عشان أفتحك في الموضوع؟ لا مش الفكرة، بس يعني لازم ناخد نعرف بعض كويس كده يعني. وبعدين انت مش واخد بالك ان مامتك مستحيل توافق بعد اللي حصل؟ يا ستي سيبك من مامتي بقى دلوقتي، المهم انت توافقي الاول، بعد كده نشوف لنا صرفة في ماما. بصراحة كده انا في شوية حاجات لازم اتأكد منها. زي ايه؟ يعني اخلاقك. لا انا متأكد من اخلاقك. تاريخك. مشرف جدا لأي بنت تتمنى. مش يمكن يكون عندك علاقات؟ علاقات؟ علاقات ايه بس يا جميلة؟ ده انا طول عمري عايش لوحدي، عمري ما حسيت ان حد حبني، عمري ما حد حسسني ان انا اكمل عشان اكمل نفسه، انما انا اكمل عشان هما عايزين اكمل فيه. حتى في الجامعه، في الجامعه الجميله كان كل صحابي يظبطوا بنات، واجي اظبط انا يقولوا لي خلصت البنات يا اكمل، يعني ما عملوش حسابي من الاول. جميله معلش. ايه بس جميل، انا متعذب على فكره، انا شايل حاجات مش عارف اقولها لحد. كانوا بيخرجوا في الجامعه يعني، هم ظبطوا خلاص يخرجوا بقى. ايه يخرجوا يا جميله؟ يخرجوا ما تجونيش معاهم؟ طب ما اروح معاهم، مش عايز بنات اروح. بيروح حتت حلوه قوي جميله وسبني لوحدي. ايه في ايه؟ زينة، في نخزة هنا. اه جميلة، افتكر الجامعة النازة اتجاهت ايدك نانا دي. كل ما افتكر الجامعة النازة تجيلي على طول، مش عارف اعمل ايه. اعمل ايه يعني؟ انا جميلة مفيش حد معايا فعلا، انا يتيم. يتيم ازاي؟ الاخ والاخت يتيم، ما عنديش اخوات، وبابا يقعد يزعقلي وماما تقعد تزعقلي، وهما الاتنين المفروض يخلفولي يعني، لو ركزوا في المهم خلفولي حاجة صغيرة كده اقعد العب بيها واتكلم معاها. سوري ان انا بكيت، سوري سوري. بس خلاص متخيطش. سيبيني سيبيني، دي دموع متأجلة والله، دي دموع متأجلة جميلة. معلش سوري يا جميل، سوري سوري، ما بفضفضش لحد، سوري يا حياتي. ما ينفعش بوسي ايه دلوقتي، انا قاعد في وسط ناس هيسمعوني وانا ببوسك. ايوه بعدين هخلص الاجتماع وهجيلك على طول. بوسع. حاضر هفوسك. طب اقفلي دلوقتي بسرعه عشان في موضوع كده. يا استاذ انت عايز تعمل ايه؟ ارجوك شيل السلاح من ايدك، احنا كلنا جايين نعتذر لك لو سمحت. حاضر حاضر، بلاش تهور من فضلك، بلاش ارجوك. لا لا ارجوك بلاش. مش عارف اقول لك ايه. ولا تقول اي حاجه، قول سمحتكم وناخد بعضنا كده بالشله كلها ونخرج وعفى الله عما سلف. انا عاوز ابقى صايع، اصل انا سمعتك وانت بتتكلم في التليفون فعرفت ان انت مقطع السمكه وديلها. ايه ده يا، انا شفت دمي ده، انا مش مقطع السمكه وديلها بس، ده انا مقطع الحوت كله كده وجايب كرشه من جوه. شوف انا عايز ابقى راجل دون جوان كده، عاوز ابقى صايع وعرف ستات كتير قوي. والله طيب ومراتك؟ خنقة كتم على نفسي. اخص على كده، انا من ايدك دي لايدك دي. ايوه بس الصياعه دي صعبه قوي، مش معنى انك انت شفتني بظبط واحده في التليفون وبكلمها كلمتين كده طياري وبوسه كده بثبتها بيها تبقى دي صياعه. الصياعه مجالها واسع اوسع من كده بكتير. خلاص علمني. بس انت علشان اعلمك
لازم تسمع كلامي بالحرف الواحد. ما انا قلت لك انا من ايدك دي لايدك دي. طيب سؤال كده بسيط. اتفضل. انت عارف الستات قبل كده؟ خالص. خساره خساره على الرجاله، خساره. انا عشان كده بتقطع من جوايا. بطل بقى الصعب الرياض دي والشعب الرياضي اللي بتقولها انا بتقطع. بطل بقى بطل. ما عمركش في حياتك عكست واحده كده؟ بس وحياه النبي ما تجيب سيره لاي حد. لا انا ما عرفتش حد خالص، بس انا دلوقتي بتفرج على مسلسلات اسباني تركي هندي مكسيكي. ويا سادة سودة، والنبي ما تجيب سيره لحد. لا مش هقول. ودلوقتي دخلت على الكوري. كوري؟ ولاد الحرام هم اللي دلوني عليه. المهم الريموت بتاع التلفزيون مخبيه؟ بخبيه عند اخويا بالليل. جابوا لك كل يوم؟ اه. كويس قوي. ده انت تعبان قوي. ده انت صعبت عليا قوي. ده انا فعلا اللي بتقطع من جوايا. عموما احنا جيران، وانا حاسس ان انا وانت هنبقى قريبين من بعض قوي. ايوه بس نزل ايدك بفضلك، نزل ايدك، انت حالتك صعب. بص بقى، انت عشان تتعلم الصياعه تيجي لي الشركه، شركه اكمل ابني، عشان اعلمك وادي لك كورس مكثف. طب ما اجي لك الشقه احسن. لا تجي لي الشركه، الشركه هناك النت والشبكه عاليه هناك. لان النت احنا هنشتغل بيه جامد جدا. الصياعه دي محتاجه كل المجالات. ماشي. طب بقول لك ايه بقى؟ الشغل، الشغل والسن، عاوز ايه؟ لا شغل ايه؟ انا موظف. لا انت مخك تعبان جدا، انت عايز لك غساله فول اوتوماتيك عشان تنظفها. بقول لك الشغل، الصنف، المزه، نوعها ايه اللي عايز تتكلم فيها وتظبط معاها. اي حاجه، انا ما بدقش يعني. خلاص ما تقلقش، انا هخليك صاروخ، هتعدي. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هعمل عصاير. لا لا عصاير ايه؟ مع نسكافيه. زود لي اللبن. سكرك ايه؟ نص معلقه سكر. انا بجيب السكر بره. بقول لك غبي، انا قلت لك نص معلقه سكر بره، لازمته ايه؟ حاضر، نص معلقه سكر يا استاذي. ايوه كده، بسرعه. حاضر. بسرعه. حاضر. ده انت هتشوف ايام معايا. يلا. صفية. صايع. ايوه. خلاص بقى يا اجمل. لا يا ناس جميله، سيبينا نطلع العرف اللي جواك. طب خلاص ما تعيطش. لا لا انا عايز اموت يا جميله، عايز اموت، عايز اموت. اعيش ليه تاني؟ ما تشتغلنيش يا جميله. انا عشت طفوله كلها ظلم. أنا ما كانوش بيجيبوا لي لعب يا جميلة، ما كانوش بيجيبوا لي لعب. ما كانوش بيجيبوا لك لعب. أيوه أيوه، حتى المسدس اللي بيعمل كان مع كل الأطفال، كل الأطفال يا جميلة إلا أنا. ما كانش عندك. ما كان، أيوه ما كانش عندي. أنا كان عندي. أنت بتغزيني يا جميلة، بتغزيني. مش قصدي. خلاص. أول ما شفتك كنت فاكرك صايع ومتشرد. طلعت يا خسارة. طيب. طيب أوي يا جميلة، طيب أوي أوي. أنتحر، أنتحر. طيب. لا لا خلاص. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه يا جميلة؟ معلش يا أجمل، خلاص بقى. فم المعدة طلع لي فوق، طلع لي فوق. أنا فوق إزاي؟ مش عارف أكح، مش عارف أكح. معلش معلش. جميلة ينفع أرجع هنا؟ لا ما ينفعش أكيد يعني. ولا هنا؟ إيه ده؟ طب أرجع فين؟ أرجع فين يا جميلة؟ لازم جميلة تحس إن أنا خام وتخلص من كل البلاوي. ذكرياتي الرخيصة. رشا جمعية، كل أصحابي قبضوها. منى الصاروخ، هتلاقيها اتجوزت دلوقتي. لكن أنا الصبح، ياه
السكينه ممكن ادهشها الصبح. سوزو مزلقين في ايه؟ وانا احب الذكريات ولا ايه؟ انا لازم اخد الحاجات دي واخلص منها. احرقها ولا اولع فيها؟ هما الاتنين زي بعض يا اكل. خلاص يبقى اولع فيها احسن. طب ما احرقها. ايه الحيره دي؟ ايه الصندوق ده؟ دون دي لازم اخلص منها، انا مش هينفع اتحبس. اجاب فوزين. ايه؟ ايه مين؟ انا جميلة. جميلة؟ انا ما حدش بيقول على نفسه جميلة يا جميل. درج مليان. تحيا اكمل فيك. انت جميلة اللي ساكنة في وشنا؟ ايوه. طب اديني عمارة يا جميل. فقدت الذاكرة. افتح بقول لك. افتح بقول لك؟ يبقى انت جميلة يا جميل. ايه كل ده؟ ايه يا جميل؟ ساعة عشان تفتح؟ معلش اصل انا انت فاكرة فتح الباب كده بالسهل؟ ده موضوع يعني، وبعدين انا هنا بعمل كل حاجة لوحدي يا جميلة. انت كنت فين؟ انا كنت في الحمام. حمام؟ على فكرة صوتك كان قريب قوي من الباب. ايه ده؟ هو صوت الحمام بيطلع للباب؟ لا لا لا، انا هقول لماما تعمل لنا عازل عشان اخد راحتي. على العموم يعني انا كنت جاية علشان اشكرك على الزيارة دي، واقول لك انها فرقت معايا. متشكر قوي، متشكر قوي. يلا مع السلامة انت بقى. يلا. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه البنت الجريئة دي؟ وهي ايه اللي تزوق اللي انت فيها دي؟ ما هو بقول لك ايه، انت تبصي لي هنا ما تبصيش هنا. ها؟ انت مالك كده مش على بعضك ليه؟ في ايه؟ ما فيش حاجة. هو في حاجة؟ ولا قلت حاجة؟ مش باينين من عندي، انت من عندك شايفة حاجة هنا؟ هو ايه ده اللي مش باين يا أكمل؟ انت مالك؟ انت بكلم نفسي يا جميلة. مالك كده مش على بعضك؟ يعني مش على بعضي علشان أنا قاعد لوحدي هنا يا جميلة. لا يا شيخ، قلقان مني؟ لا مش قلقان منك، أنا قلقان مني أنا. أنا بصراحة يعني واثق فيكي جدا، وعارف إن أنت عمرك ما هتاخدي حاجة مش من حقك. والنبي إيه؟ طب قول لي بقى، أنت فاتح المكتب ده بقالك كام سنة؟ بقالي 7 سنين. ياه، 7 سنين؟ بس غريبة أنا عمري ما سمعت عنه. أصل أنا بحب أشتغل في صمت يعني يا جميلة. في صمت ولا من تحكمات الست الوالدة؟ يا جميلة بتبصي هنا ليه يا جميلة؟ انت مش جاية تشوفيني انا؟ بصراحة كده يا جميلة يعني تقدري تقولي ان شغلي في صمت مع تحكمات الست الوالدة عملوا ميكس كده خلوني مش موجود على الخريطة اساسا. مين؟ ايه؟ يا اكمل انا نسيت المفتاح جوه. نسيت المفتاح جوه؟ نسيت المفتاح جوه. ماما جميل. في يا اكمل، احنا بنعمل حاجه غلط. نسيت الغلط ان احنا موجودين هنا في الشقه. حاضر يا ماما. هو عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اقتلك؟ اقتلك؟ اقتلني ايه يا اكمل؟ طب حضرتك بصي فين؟ اسال سعادتك. بصي حضرتك من الشباك. من الشباك؟ انا كده هموت. هموت انا، هموت انا. بقول لك استني، روحي افتحي انت، روحي افتحي. طيب خلاص. تعالي هنا، تعالي هنا. هلا هتفتحي ولا انا هستخبى؟ استخبي. يا اكمل افتح الباب. يا ماما ما تبصيش على الحاجات دي، اسكتي. نزلي البتاع دي. يا ماما نزلي. يا ماما ايه؟ ساعة عشان تفتح الباب؟ يا ماما دي كلها نص ساعة، وبعدين ما انا بعمل كل حاجة لوحدي يا ماما. تعمل ايه يا اخي؟ ده انت فلقتني. اوعى يا واد، مالك عامل لي كده ليه؟ انا بحميك عشان السلم ما تهيش على وشك. تحميني من ايه؟ انت اتعبطت في مخك، مالك النهاردة في ايه؟ مفيش. أنا دايخ باين يا ماما ولا إيه؟ مش عارف. مالك يا حبيبي؟ مش عارف، سخن أنا؟ لا يا حياتي، لا زي القمر. الحمد لله. الريحة دي مش غريبة عليا. دي ريحة أمي سايبة البيت، فالبيت مكمكم يا ماما. مكمكم في عينك، أنا عارفة الريحة دي، الريحة دي بتاعت البنت المسوكة جارتنا اللي جت زي القمر مستعجل جنبنا. صح يا ماما، برافو عليك، ده قلب الأم، صح؟ اطلعي يا جميلة. يا نهارك اسود ونايل ب60 نيلة، انت ايه اللي جايبك هنا يا بنتي؟ عشان انت غبية، قلت لك ما تستخبيش هنا. كده يا أكمل؟ كده يا أكمل؟ تعالى يا حسين، تعالى شوف ابنك بيهبب ايه؟ مش لما نعرف حسين بيهبب ايه الأول؟ في ايه يا ماما؟ أنا ما لحقتش أعمل حاجة، أنت اللي دخلتي بدري. دخلت بدري؟ أنا أول لما شفت الست دي أنا قلت إنها هتبوظ أخلاقك. وأنا كمان، وأنا كمان. وانت بقى ايه، هتقعدي تنطي لنا هنا كل شويه؟ ايه رجلك اخدت على البيت؟ لو سمحتي مفيش داعي نقول كلام مش ظريف. كلام مش ظريف؟ انت لسه شفتي حاجه؟ انا هخرجك من هنا بفضيحه بجلاجل. اطلعي يا جميله. يا نهارك اسود ومنيل ب60 نيله، انت ايه اللي جايبك هنا يا بنتي؟ عشان انت غبيه، قلت لك ما تستخبيش هنا.
كده يا اكمل؟ كده يا اكمل؟ تعالى يا حسين، تعالى شوف ابنك بيهبب ايه. مش لما نعرف حسين بيهبب ايه الاول. في ايه يا ماما؟ انا ما لحقتش اعمل حاجه، انت اللي دخلتي بدري. دخلت بدري؟ انا اول لما شفت الست دي انا قلت انها هتبوظ اخلاقك. وانا كمان، وانا كمان. وانت بقى ايه، هتقعدي تنطلنا هنا كل شويه؟ ايه رجلك اخدت على البيت؟ لو سمحتي مفيش داعي نقول كلام مش ظريف. كلام مش ظريف؟ انت لسه شفتي حاجه؟ انا هخرجك من هنا بفضيحه بجناجل. مدام رحمه، هو انت ليه بتعملي كده؟ بعمل كده ليه؟ عارفه بعمل كده ليه؟ انا دخلت الشقه بتاعتي لقيت واحده بنت قاعده مع ابني البريء حبيبي وقاعدين لوحديهم، فكر ازاي؟ ايوه ماما، ومستخبيه بقى ورا الكنبه. يعني لو هي كانت نيتها سليمه ما كانت قعدت في النور قدامنا. صح. طب مش تفهمي الاول ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ ايوه ماما، يا ريت نعرف ايه اللي حصل. انا مش مصدقه انك بتعملي كده في ابنك. انت عقدتيه في حياته. على فكره اكمل ده لا هيعرف يتجوز ولا هيعرف يخلف. انت ايه، عايزه تتحكمي فيه وفي حياته وخلاص؟ قولي لها يا جميله، انت هبله بيت ولا بتستهبلي؟ قولي لها يا ماما. بس انا اعتقد انها هبله بتستهبل. على فكره انا لا هبله ولا بستهبل، وانا واكمل كنا قاعدين قاعده بريئه. قاعدين قاعده بريئه يا واد؟ بريئه يا ماما، بلاش كذب يا كذابه. انت اتهجمت عليا مرتين يا ماما، وكانت انا مش عايزه اقول بقى، مش عايزه اقول. والله العظيم كانت قاعده بريئه، هو مجرد ما سمع صوتك اترعش وخاف ومبقاش عارف يعمل ايه. ما اقول في الشاب دلوقتي بالشكل ده؟ من فضلك اديله مساحه من الحريه. انت مجنونه يا بت. مجنونه عشان بنبهك؟ مجنونه عشان بنبهك؟ بقول لك ايه يا بت، انت ما تاخدنيش في دوكه. ها يعني انا اخش شقتي الاقيكي قاعده مع ابني البريء لوحديكوا، افكر انا ازاي؟ لازم تفكري صح يا ماما، اتنين ولد وبنت وفي شيطان. اكيد الشيطان سيريح. ما احنا الاثنين. حبيبي حبيبي حبيبي، بس وديني وديني ما هخرجك من هنا غير بفضيحه بجلاجل. ايوه ماما، فضيحه والجلاجل، الجلاجل بتبقى اكبر فضيحه صح؟ عشان انت جايه لي البيت ولابسه قصير. لابسه مايو. مايو فضيحه؟ اه. انت بتقولي لي فضيحه؟ اه. بتغني البيت ولا ايه؟ انتوا بتقولوا لي فضيحه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ده هي اللي قالت. ايه ده؟ ربنا يكون في عونك يا اكمل. شي يا بنت النية يا بنت الادب. حسبي الله ونعم الوكيل. خلصت عليها يا ماما. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ جايبه لك بدلة رأس يا عينيا. رشا جماعية؟ ايه رشا جماعية دي كمان؟ لا ماما، دي رشة بابا. سرحان في ايه يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل؟ فأكمل. أكمل؟ أي سي، وبقيتي بتحبيه. اه بس لازم الأول خلصوا من عقده. عقده؟ عقد ايه؟ ده الواد زي الفل، ما عندوش أي عقد. أيوة يا ماما، بس عقدة أمه دي عاملة له عقد كتير قوي. بصراحة كده الواد صعبان عليا. أنا نفسي كده يبقى متدردح، عارف هو عايز يعمل إيه، وشركته، شركته دي لازم تبقى أكبر شركة في مصر. برافو عليكي، أخيراً فتحتي مخك. امشي ورا كلامي تفلحي. بصي بقى، خدي الوصايا السبع. أول هام عايزك انتي تشتريه كرافطات وبدل وجزم وشراباته. عايزك تسنجفيه، تنوريه، تخليه بقى مختلف. عايزك تروحي المكتب تبقي انتي السكرتيرة الخاصة بتاعته وتاخدي كل مواعيده. عايزة المكتب ده يكبر يكبر يكبر، وكل ما يسأل نفسه أنا بكبر ليه، يلف شماله يلاقي جميلة، يلف يمينه يلاقي جميلة. عارفة يا ماما، أنا حاسة كده إن انتي عندك حق. يا بنتي انا طول عمري عندي حق، بس انتي مش ورا كلامي، ما تعنديش معايا. قولي حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. تحت امرك يا ماما. تحت امرك يا ماما. اللي تشوفيه يا ماما. اللي تشوفيه يا ماما. سمعا وطاعة يا ماما. سمعا وطاعة يا ماما. هتفلحي يا جميلة. يا بنتي ما تفكري معايا. ما عندكوش كده شويه زيتون اسود كده؟ ابلع زيتون اسود ايه؟ ليلتك سودا. بقول لك ايه، انت لازم تفكري معايا، مش معقول كده انت على طول بتفكري في الاكل بس. ما انا بفكر اهو، مش التفكير ده عايز تغذيه برضو؟ تغذيه؟ احنا لازم نعمل لهم مصيبه توديهم في 60 داهيه. لازم نروح في 60 داهيه، لازم يولعوا كلهم. ازاي بقى؟ قولي لي ازاي. ايوه صح، ازاي؟ انا جت لي فكره. عارفه احنا ممكن نعمل ايه؟ لو البنت دي فعلا نامت ليله واحده بس في الاسم، فضحتها هتبقى بجلاجل وسمعتها هتبقى زي الزفت، واجمل لا يمكن يفكر انه يتجوز. الله عليك، الله عليك وعلى الاطباق. ابليس قاعد بلدنا. لا رحمه ولا وجه. رحمه رحمه رحمه. معقول؟ ايه ايه مالك؟ انت ما كنتش تتوقع انك تشوفني ولا ايه؟ معقول يا رحمه انت تقولي لي الكلام ده؟ ده انا قاعد بعربيتي عمال الف الف حوالين العماره سبع مرات سبع مرات.
اطلع يا حسين، هتطلع تقعد لوحدك. اطلع يا حسين بلا في كآبة، حبيبتي مش موجودة. يا رب تجيلي يا رب. وديكي جيتي يا حبيبتي، نورتي حبيبي. اصل انا جيت عشان انا قلبي دليلي، وانا حاسة كده ان ابننا هيبقى ملطشر الجيران الجداد اللي جم دول. طول عمرك قلبك دليلك يا حياتي، طول عمرك. بس ليه اخوك النادل يعمل كده؟ تقصد ايه؟ يعني اقصد انه ازاي يعني انا بحسب هتقعدي مع اخوك يا حبيبي تشبعوا من بعض شويه يعني. انت ما كنتش عايزني اجي ولا ايه يا حسين؟ صعب تقول الكلام ده يا حبيبتي، مش ده بيت العز؟ ايوه انت عنبتنا، على بابك عنبتنا وحلوه ورحمتنا. امال ايه؟ بس انا زعلان منك على فكره. ليه يا روحي؟ ازاي تشتري كنبه جديده للانتريه ومن غير ما تقولي ده؟ ده هيروشيما، سوري انا اسف انا اسف، ما كنتش واخد بالي، عمال اتوقع مش واخد بالي. نورتي يا حياتي، نورتي نورتي الدنيا كلها. بس هي حياتي يا حياتي يا روحي، ربنا ما يحرمنيش منك، ربنا ما يحرمنيش منك. لوك 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 يبقى لما حبيبتي منى، انا قلبي مش مطمن. تفتكري تكون عامله عمل سحراله يعني؟ سحراله واي نوت. وانت بالصحه والسلامه. ايام الصيف ايام. ايه في حاجه؟ صباح الخير. صباح النور يا جميلة. حلوة قوي ده البدلة عند البنات؟ بدلة؟ دريس. دريس ايه أكمل؟ التونيك. تونيك؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ انتوا اللي بتجيبوا اللبس ده منين برضو يا جميلة؟ فاكرة القميص اللي كان لوحده؟ فاكرة؟ أنا شفته. طب بقول لك ايه؟ ما تسيبك يعني من لبس البنات وتيجي نروح نفطر. لا يا جميلة، مش فطار الصبح، مش عارف، ماليش نفس باين. اصلي بصراحة سمعت ان في مطعم حلو قوي قريب من هنا، ما تيجي نروح نفطر ونيجي نكمل يومنا. وعرفتي منين يا هنا ان طعمه حلو؟ كلتي مع مين غير يا جميلة؟ ايه اكمل ما عرفته من على الانترنت. والانترنت تعرفك اذا كان حلو ولا لا؟ كله كنا كاذبات، انت بتكذبي يا جميلة زي اي بنت. معقول الاوفر اللي انت فيه ده يا اكمل؟ بجد كل ده عشان قلت لك نفطر؟ اه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هاتوا فيه؟ انا عايز اعرف بقى انتوا جايين تشتغلوا ولا جايين تتصرمحوا؟ لا دي صرمحه شغل يا ماما. عشان كده بقى انا فكرت وقررت بما ان انا خريجه فنون جميله وبقالي كتير قوي ما مارستش المهنه دي وعملت المكتب ده عشان حبيبي ابني حياه قلبي، فانا قررت ان اجي اساعدك في المكتب هنا. في المكتب يا حياتي. ما هنا يعني تقعدي هنا؟ ايوه. ليه؟ علشان ادي خبرتي للمحتاجين خبره. قصدي عليك انت جميل. لا وكمان عشان اعدل الحال المايل. دي قصدي عليا انا بقى. تعالي يا بنتي، انت قلت لي اسمك ايه؟ جميله. ها مش باين. تعالي يا حبيبتي. تعالي وراي، انا ما بحبش استنى كتير. يلا الجميله. بس كانت حلوه قوي، مش متوقعه منها. عجبك كده؟ عندنا بفطرنا ولا اتغدينا؟ امك دي شكلها هتطلع عين امي. يا ريت هتطلع عين امك بس تبقى عديت على خير. لا مفاجاه تحفه يا ماما. ليه جاية هنا ليه يا ماما؟ جاية هنا ليه؟ طب البيت وبيتنا، هعيش معاك. البيت عادي يا ماما. جاية هنا ليه يا ماما؟ جاية هنا ليه يا ماما؟ طب هعمل ايه يعني؟ ظلم بقى. مستر أكمل. ها؟ إيه اللي بعديه؟ إيه سبب الفرحة دي يا ابني؟ يا ابني أنا فصلتك قبل كده ورجعتك عشان أهلك غلابة. ده انت بارد بقى. افندم. انت بتتحديني يا بنت انت؟ اتحداكي ليه؟ وايه اصلا القضيه اللي بيني وبينك علشان اتحداكي؟ بقى كده انا مش فاهمه انت ليه شايفاني ندي ليكي؟ انت حاجه وانا حاجه تانيه خالص، وبعدين سوري يعني في الكلام بس دي حقيقه. انا لا من سنك ولا من مكانتك. وبعدين لو خايفه على اكمل ابنك مني او مفكره اني ممكن حتى افكر فيه فانا بطمنك، انا مستحيل افكر في واحد ابن امه. عارفه يا بت
انت فعلا ناقصه تربيه وهعرف ازاي اربيكي. على فكره بقى انا متربيه كويس قوي. انت متربيه؟ لا يا حبيبتي، تعالي هنا. التربيه اللي هتشوفيها مني غير التربيه اللي انت متربيها خالص. انا هعتبر ده سب وقصف وهرفع قضيه وطالب بالتعويض. انت بتهدديني وانت بتشتميني؟ طب ايه رايك بقى انك مش هتقعدي في المكتب ده دقيقه واحده؟ وحياتك يا طنط، لا المكتب ده كله يبقى من ايدي دي لايدي دي. طنط طنط في عينك، انت يا حبيبتي تقولي لي رحمه هانم. اسفه يا مدام رحمه، قصدي يا رحمه هانم. طب بقى انت بتتحديني بجد؟ انت مرفوضه من النهارده. حضرتك بقى تقدري تقولي الكلام ده لسعاده الوزير. وعلى فكره كل المناقصات اللي بتحصل في المكتب ده ممكن تبقى بخي لو عارف انك بس بتضايقيني. بعد اذنك بقى علشان اروح اتعرف على الاقسام الخاصه بالمكتب. انا ممكن اساعدك على فكره. انا عرفت انك قررت تبقي ست بيت من ساعه ما اتجوزتي استاذ حسين فهمي يا مدام سعاد حسني. يا نهار اسود. طب يا نا يا انتي يا بنت المسلوقه انتي. طولتي قوي يا جميله، انا خايف ماما تقتلها والله تعملها. ايه يا جميله كل ده؟ بقولك ايه، في حرب عالميه هتحصل في المكتب ده. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا بنصحك وبحذرك تشوف لك مكتب تاني تشتغل فيه عشان انت مش هتستحمل اللي هيحصل هنا. لا والله اشوف مكتب تاني اشتغل فيه؟ انتوا ليه كلكم بتنسوا ان انا صاحب الشركه؟ انا هشتغل هنا يا جميله. وبعدين يا جميله انت ما تعرفيش ماما، والله طيبه جواها طيب جدا، بس هي بتتنرفز بتتعصب كده. بصي انا مش عايزها تكرهك، خليها تحبك، حاولي تكسبيها. كانت حبتك انت. يعني ايه كانت حبتني انا؟ على فكره انا ماما بتحبني جدا، بس مش دايما، بس عادي انا بالنسبه لي مستني لو في حب ماشي مفيش مشاكل. انا ماشيه. ايه رايحه فين انت؟ رايحه مشوار. مشوار؟ رايحه تقابلي شباب يا جميله؟ قابل شباب؟ اه. قلة أدب دي؟ قلة أدب. اه ما أنا ماشية وعندي مشوار وفي الآخر تروحي تعملي حاجة تانية، أنتوا كلكوا كده، صح؟ ماشي ماشي، ما هما كانوا بيقولوا إيه؟ إحنا رايحين للخياطة ورايحين بعديها للكوافير، فيكلموا الخياطة يقوم ما لو عند الخياطة ما... كذابات كلكن كاذبات. أنت أوفر قوي على فكرة. بس اسكتي يا جميلة بقى اسكتي. على فكرة بقى أنا رايحة كنت مصية يعني على دوا البابا ورايحة أجيبه جاي. دوا البابا؟ اه. اه ماشي ماشي. الشباب تنفعك يا جميل. تعالي هنا. سكرتيرة هالة راحة فين؟ داخلة المدام رحمة. داخلة المدام رحمة كده من غير ما تاخدي إذن صاحب الشركة؟ ممكن بعد إذن حضرتك أدخل المدام رحمة؟ شفتي لما استأذنتي؟ شفتي؟ أعمل إيه كصاحب شركة؟ سكرتيرتي ما يعني روحي يلا روحي. ليه؟ راحة ليه؟ والله ما أعرفش، هي كلمتني وقالت لي تعالي عايزاني ضروري. عايزاكي ضروري؟ هي بتخطط لإيه الست دي؟ الست دي بتعمل إيه في المكتب جوه؟ هتعمل إيه؟ طبعًا سكرتيرتي هالة شاطرة وفتانة وهتقولي على كل حاجة حصلت جوه، صح؟ إن شاء الله. أنتِ بتوعديني؟ أنا ليه محدش بيحترمني في الشركة دي؟ ليه؟ ليه؟ والله أنا صاحب شركة، المفروض الناس تحبني وتكلمني كويس. ماشي ماشي ماشي، أنا لازم أبقى صعب. كلهم بيستغلوا طبتي. دواء يا جميلة دواء. كذابات قوي. كوكو حبيبي. كوكو حبيب قلبي في الشركة عندي؟ الله يخرب بيتك. إيه يا روحي؟ أنت فين يا قلبي وأنا بكلمك طول الليل تليفونك مقفول؟ يا ستي هفتحه. ليه قفله؟ 10 دقايق. لا قفله هفتحه 10 دقايق ليه قفله برضه؟ هفتحه. انت دايما مستعجله، انت دايما مستعجله. فاكره لما كنا في فيلا عصام برضه عملنا؟ اه فاكره. حبيبي احنا مش متوعدين ان احنا امبارح هنسافر مع بعض. ايوه طيب. طب وانا طول الليل عماله اكلمك وانت مش بترد. بس طيب السفر اتلغت. لغوها. ليه لغوها؟ لغو السفر هم اللي لغوه وانا اللي لغيتها. معلش الحركات دي كلها اضعف والمصعب اضعف. هنروح ان شاء الله قريب. يلا امشي امشي من هنا دلوقتي عشان يا جمال طفايات الحريق. ايه الجمال ده؟ هو ايه اللي جابك إيه؟ هنا دلوقتي انت؟ ارزاق رزقي في رجليا. ايه هتقطعها ولا ايه؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا مين دي يا كموله؟
دي؟ لا انت بسألك. ايوه على دي. دي زبونة. زبونة يا بابا، انا بخلص لها ديكوراتها في شقتها. في شقتها؟ اهلا وسهلا. زباين هنا بجد يفرحوا النفس، يطلعوا الشعر، يبسطوا اي بني ادم مكتئب في الدنيا. ما شاء الله عليكي. ولعه ولعه شو. اتفضلي فين؟ اتفضلي فين؟ يلا عشان توعى ايدك دي. ايه ده؟ توعى ايدك دي. اهلا 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 وسهلا. اكمل. ايه يا بابا؟ من فضلك انا عاوزك في مهمه صعبه شويه بس كده لو سمحت. لا يا حبيبي اتفضل. طبعا ربنا يخليك يا حبيبي. تنزل عربيتي تحت. ليه انزل انا العربيه؟ ايوه تنزل انت العربيه. انا صاحب الشركه انزل، والساعي ما ينزلش ليه؟ وانا ابو صاحب الشركه. اه انا بقول لك تنزل العربيه. تنزل العربيه. طب ما انا لو قلت للساعي انزل انزل العربيه هينزل العربيه. وانا اقول لك انزل العربيه اكمل بسرعه. عايز ايه من العربيه؟ هات لي السبحه يا ابني. السبحه نسيتها عشان انت عارف انا بقعد شيء من غير سبحه. يلا. طب ما تسبح على ايدك يا ابني. بغلط. ماشي ماشي يا بابا ماشي. يلا منقلها عشان نجيب السبحه لبابا. خاطري سيبنا اقعد معاه شويه. يعني صح. لا بقى اكمل عشان خاطر. ماشي يا بابا ماشي. دي ولعه. ماشي بسرعه. ماشي حاضر يا بابا. يلا ماشي. يا اهلا وسهلا. السبحه من العربيه يا اكمل. حاضر يا بابا. بتشوفني ازاي ده؟ يا اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا بحضرتك. اهلا اهلا. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بجد كده انا عاوز اشيلك على كتفي واطفي بك اي حريقه في الدنيا. ميرسي. شعله 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 بجد. ربنا يخليك. ميرسي. ربنا يخليك يا رب. حضرتك بابا اجمل؟ لا 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 بس ما تقوليش لحد. اتفضل. انا متبنيه. ايه ده بجد؟ ما قلتش الكلام ده لاي حد. انا استريحت لك قلت لك الكلام. ميرسي. وما تقولوش هو كمان. لا مش هقوله. ما تيجي المكتب جوه عندنا كده نفك مع بعض كده واوريكي الديكور اللي انا بعمله. مش اكمل بيعمله. هتشوفي بقى عمايل اكمل ولا عمايلي انا. طيب اوكي. اتفضلي. يا لهوي يا اكمل. بقول لك ايه يا هاله، بقالك قد ايه بتشتغلي هنا؟ 5 شهور يا فندم. وفاهمه الشغل كويس ولا اي كلام؟ والله انا لهلوبه وكويسه قوي وزي الفل. لو حضرتك عايزه تساليني في اي حاجه في الشغل انا تحت امرك. لو عايزاني اسمع لحضرتك الدفاتر دي سطر سطر وحرف حرف اسمعهم لك. ستر يا رب. طيب كويس قوي. بقول لك ايه بقى، ايه رايك في اكمل؟ كويس. كويس. هو ده اللي قدرتي عليه؟ كويس. انا بقول لك ايه رايك في اكمل؟ كويس جدا جدا يا فندم. ده قمر. هو في زيه في مصر؟ مصر ايه، في العالم كله؟ ده كفايه ان هو تربيه حضرتك يا مدام رحمه. انا عايزاكي تغري يا فندم. ايه ما سمعتيش؟ بقولك عاوزاكي تغري. عايزاكي تزغليلي يعني، مش عايزاه يشوف اي حد غيرك. هو ده شكل واحده تغري حد؟ معاكي حق فعلا. انت حلوه اه لكن مبهدله جدا. يلا. بعد اذنك بس. دي انسه هرشيمه، قصدي منى، لو عرفت ممكن تموتني. ما هو لو كان فيها الرمق انا كنت طلبت منها كده. هو مش حضرتك كنت عايزه تجوزيها لاستاذ اكمل؟ بيني وبينك انا مش عايزه اكمل يتجوز واحده غريبه خالص. فهمت. يعني حضرتك عايزانا زغلل له عينيه عشان في حد تاني مزغلل له عينيك. يا ذكيه. ايوه. طب وممكن اعرف بقى الزغلله دي جايه من انهي مكان بالظبط؟ مش زفته اللي اسمها جميله. البت المسلوعه دي بتمشي تتقصع واخده بالها من نفسها كده. انا عن نفسي ما حبيتهاش خالص. مش كده والنبي؟ يعني انا عندي حق؟ اكيد طبعا حضرتك عندك حق. تعرفي يا هلا، انا بجد حبيتك من اول ما شفتك، واعتقد كده ان احنا هنبقى قريبين من بعض جدا. طيب هو ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اؤمري. علاوه، انا هنا محدش بيعبرني خالص، وعملت شغل كتير قوي وشايله المكتب ده كله فوق دماغي. ما يكونش عندك فكره، من بكره مرتبك هيبقى دبل، ولو عجبتيني اكتر هيبقى تريبل. تحت امرك يا فندم. بس غريبه شويه مش عارفه هيبص على ايه. يلا. بابا فين؟ بابا مين؟ بابا أكمل. أنا أعرف.
خد او هرب؟ خد مين؟ خد البنت ده انا جبت السبحه. سبحه ايه؟ يا بنتي منال كانت هنا وقال لي انزل. انت منال مين؟ انت مالك انت؟ انت مالك انت يا عيال؟ وريني كده ال ايه ده؟ لا 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 يا بيبي لا مش كده يا عيون بيبي. حاضر حاضر. ازعل طبعا لازم ازعل. وايه الجمال ده؟ وايه الاحمر؟ يقول لها ايه يا دول هما جوه؟ ايه انت عارفه هنا؟ عارفه تحب تسمعي الحاجات دي انت؟ ايه الهلا المجنونه دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يلا منال. يلا ايه؟ يلا يا مرعب. دي منال دي صاحبتي انا. منال دي بتاعتي انا. لا بتاعتي انا قلت لك. انا اللي جاي. هات ايه؟ هات السبحه. ليه؟ ايه اللي انا شفته ده؟ ايه؟ ايه المنظر اللي انا شايفه ده وداخل عليكم؟ انا تعبت منك، انا تعبت خلاص. احط صابعي عشرة منك في الشقم اللي بتعمله. حرام عليك، حرام عليك. ده ما صدقتك. اخرب. ماشي بقى. اخرب. مين دي يا اجمل؟ دي لوحة انا رسمتها. مش اللوحة البنت دي. مين دي؟ دي بتضحك عليها. استنى يا بابا، استنى يا بابا. تقول لها اللوحة، اللوحة دي بتكلمك على اللوحة دي. طيب مين ده؟ مين بقى اللوحة دي يا بابا؟ اوعي يا لوحة، اوعي يا لوحة ولا الحقيقة. دي صاحبته، صاحبته جايبها عندنا هنا في الشقة. اوعى ايدك، انا هتشل منك. جايبها في المكان اللي تعبنا فيه وشقينا فيه انا وانت يا رحمة، المكان اللي صرفنا عليه دم قلبنا. شفتي داخل عليهم واقفين مع بعضهم. بس بس يا بابا، ما انت حكيت القصة كلها ليه؟ حكيت لها ليه؟ اخرس. قال اللوحة يا ماما، لوحة. امك الغلبانة تضحك عليها. ماشي ماشي يا بابا. انا لك بو لما يبوت بوابك. وماله يا حبيبي؟ يعني ابننا شاب وزي القمر ومش هلاقي زيه في الدنيا دي كلها. ده قمر شايف ابننا، لازم يعرف واحدة واثنين وتلاتة وعشرة. لازم يسلي نفسه، لازم يدلع نفسه، مش كده ولا ايه يا جميل؟ طبعا يا طن، من حقه انه يعرف بنت واثنين وتلاتة. المهم بقى في الاخر هيبقى مع مين. قصدك ايه بقى؟ قصدي يعني ان البنت من هنا بتحب الشاب المفتح اللي يكون عنده خبرات وليه علاقات كتير، على الاقل يبقى عارف هي بتحب ايه بتكره ايه، يبقى مفتح كده يعني مش غشيم. والله والله يا طن. طنط في عينك. طنط دي يا ماما تروحي تقوليها في بيتكو، لكن هنا انا اسمي رحمة هانم. سمعة؟ رحمة هانم. سمعة؟ رحمة هانم. سمعت. وبعدين انت بتهببي ايه هنا؟ انت مشهور تكوني كنت في المكتب بتاعك ولا ايه؟ على فكرة المكتب ده بتاعي. خلصتي شغلك؟ ما حدش اداني شغل. قليلة الأدب. ما صح. امشي. صح صح. برافو ليك يا بنتي. ليه يا بابا؟ برافو يا جميل. والله برافو. انت خليتي ماما تستني بس. خليتي ماما تتضايق. برافو عليك والله. ان شاء الله. استنوا لي مين دي؟ دي؟ دي ان شاء الله. مش كانت صاحبة أجمل من شوية؟ اخرس. خلاص ايه؟ طيب. برحب بالضيفة. طب بص. جميلة بتسألني مين دي؟ انت هقول لك مين دي. مين دي يا بابا؟ مين دي يا بابا؟ قول لي جميلة. دي زبونة يا ابني. زبونة يا ابني. زبونة جاية طالبة شوية موديلات كده، أنا اديتها عنوان الشركة علشان تيجي هناك تقيس وتشوف المقاسات شكلها إيه، لارج إكس لارج ميديوم. إحنا هنعمل شاين جدا. موديلات إيه يا عم حسين؟ موديلات. موديلات إيه؟ موديلات بتاعتها. يلا بينا يا بنتي عشان أحميكي من العربيات والشباب المتهور اللي ممكن يكلكسلك وأنت ماشية أو يتحرش. إحنا لازم نخاف على بنات الناس اللي زيك. اتفضلي. أنت اللي هتخاف على بنات الناس. أوعى. هدى عليك. هتدى عليا. هدى عليك أوعى. خش. أنت يا منال بتنفذها منال. أوعى. ماشي يا بابا. إيدك دي. رايح يوصلها فين؟ رايح يوصلها بر الأمان. مين دي يا بابا؟ مين دي يا بابا؟ قول لي جميلة. دي زبونة يا ابني. زبونة يا ابني. زبونة جاية طالبة شوية موديلات كده، أنا اديتها عنوان الشركة علشان تيجي هناك تقيس وتشوف المقاسات شكلها إيه، لارج إكس لارج ميديوم. إحنا هنعمل شاين جدا. موديلات إيه يا عم حسين؟ موديلات. إيه؟ موديلات بتاعتها.
يلا بينا يا بنتي عشان احميكي من العربيات والشباب المتهور اللي ممكن يكلكسلك وانت ماشيه او يتحرش. احنا لازم نخاف على بنات الناس اللي زيك. اتفضلي. انت اللي هتخاف على بنات الناس. اوعى حد عليك. هتدعي عليا. حد عليك. اوعى خش. انت يا منال بتنفذها. منال اوعى. ماشي يا بابا. ايدك دي. راح يوصلها فين؟ راح يوصلها بر الامان. المطار. في المطار المسافرة غلبانة جدا. أنا مخنوقة أوي يا جميلة. شايفة بابا وماما بيتعاملوا معايا إزاي؟ شايفة؟ هيصنعوا مني ولد معقد بالشكل ده. أعمل إيه طيب؟ أعمل إيه؟ ما تيجي ننسى الجو الكئيب ده عشان أنا متأثر بيه جدا ونروح نتغدى مثلا. نتغدى؟ عشان أمك بقى تقفشنا وتعملها حكاية. في إيه يا جميلة؟ أنت مالك كده مركزة مع ماما أوي؟ ليه شايفاها بوكس وهيهجم علينا وإحنا بنتغدى؟ إيه ده؟ هاتوا العيال دي بيتغدوا. بنعمل إيه غلط يعني يا جميلة؟ غريبة يعني مش خايف منها ولا أي حاجة؟ لا مش خايف منها. بص يا جميلة أنا خوفي من أمي ده خوف احترام. دي الأم. أمي نداء محبة. بل إن كل الحب أمي. شوفي بل حطوها فين عشان كل الحب أمي تيجي بعديها على طول. المشكلة مش في أمي يا جميلة. المشكلة في أبويا. وصار إني بقول أبويا لأنه ما يستحقش غير أبويا. أبويا كل يوم بيعرف واحدة يا جميلة. تخيلي في بابا بيعرف كل يوم واحدة وهو عنده ابن كبر مفروض يهتم بيه. أنا مش عايز أتكلم يا جميلة. عارفة منال اللي كانت هنا من شوية دي مين يا جميلة؟ ده كان متجوزها عرفي يا جميلة. بابايا أنا متجوز عرفي يا جميلة. أبويا بيدعمني يا جميلة. أبويا عايزين يخطفوا مني ومش هيرجع. أنا عارفه مش هيرجع يا جميلة. مش خلاص طيب أنت كل شوية تعيط. سيبيني أعيط يا جميلة. سيبيني أعيط ونبقى. أكمل. قوم شوف شغلك عشان ماما شكلها بترتب المصيبة. سيبيني أكمل عياط يا جميلة. أنا لما بيجيلي العياط ببقى عايز أكمله معاه ياخد حقه. أكمل. قوم شوف شغلك. اتفضل روح على مكتبك. مكتبي؟ إيه ده؟ هو أنا فين؟ أنت في مكتبي يا أكمل. بجد؟ أه بجد؟ جميلة إيه اللي حصل احكي لي. قوم على مكتبك. هو تنسي يا جميلة أنا إن دي شركتي وأنا صاحب الشركة. يعني كل مكاتب الشركة بتاعتي أنا، بس أنا سايبها بمزاجي، ماشي؟ ركزي في شغلك يا جميلة. يا رب العيلة دي. تعالى فريد. صاحبك إيه وبتاع إيه بقى؟ أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس. مين اللي عرف منال ترانزيت مكان المكتب؟ مش أنت. ده أنت كذاب جريء قوي بقى. محدش يعرف مكان المكتب غيرك يا كذاب. يعني ايه أصرت؟ حتى لو أصرت يا فريد انت مجنون؟ بقولك بلاش منال ترانزيت. عايز تبعتلي اوضه شقله باظ ولا سماح نايجر؟ لا افهم يا فريد. انا فاهم ماما ان انا ما عنديش علاقات. يا سيدي اتغيرت. اكمل اتغير. وقول للشله كلها اكمل اتغير. بتاع زمان خلاص اتغير، وبتاع دلوقتي كمان اتغير، وهتغير كل يوم يا فريد. ماشي. لا بلاش المكتب خالص بقى، ده مكان اكل عيش. ابعت على الساحل الشمالي. هناخد راحتنا هناك. ماشي. باي باي. باي. باي باي. باي. ما خلاص ما قلناه، ما احنا عارفينها. اقفل انت بقى. ده انت فريد قوي يا فريد، دي تاسع مرة تقولها دي. ماشي يا سيدي. باي. هاي. الهاي دي طلعت من المخلوق ده؟ أنا منى اخصى عليك. منى اخصى عليك. وأنا أكمل سيبيني في حالي والنبي. شت، أنت ما عرفتنيش. هاي وشت. مش مناسبة ليك الكلام ده خالص يا منى، انت عملتي في نفسك كده ليه؟ أنا قلت أبين المعجزات الكونية اللي خفيها الترهلات اللي عمرك ما كنت هتشوفها لما نتجوز. ولا عمري هشوفها ولا عمري هنتجوز، والنبي لو حجيتي وطفتي وقعدتي تدعي كده إن في كنوز تطلع منك ولا هيطلع مني غير حاجات مدفونة معفنة مكمكمة. ما تحترمي نفسك يا منى، إيه اللي أنت بتعمليه في نفسك ده؟ طب أنت ما شفتش حلقتي مع دكتور مصطفى محمود؟
بتاعت الدب القطبي. اكمل، ما شفتش لما اتكلم عن ان المراه المليانه اكثر تدفقا؟ ما اتكلمش عن الراجل الرفيع اكثر خنقه بسرعه، ما قالش الكلام ده. يا منى انت بتعملي في نفسك كده ليه طيب؟ عشان بحبك. بتحبيني ولا بتنفذي كلام ماما كذابه؟ اكمل، انت ليه ما بتحبنيش؟ هو انا وحشه قوي كده؟ انا ما اقدرش اقول انك وحشه يا منى، لكن ما اقدرش اقول انك حلوه. انا ما اقدرش اتكلم في الموضوع ده لان لو خدوا رايي هقول الصراحه. الصراحه يا منى انك واقفه في منطقه مش محدده، مش مفهومه، ده يابس ولا صحراء، كلاب بتهوهو مع شجر، مع حته مهجوره، مع حاله مقرفه يا منى. انت بنت خالتي وبس، بنت خالتي وبس، فما ينفعش، ما ينفعش لبعض. اكمل، هو طب الروج ده ما اثرش فيك؟ كان اثر في البق يا منى. اكمل بقولك ايه؟ ايه؟ المكتب فاضي والشيطان راضي وقريدي موجود. ده معناه ايه بالنسبة لنا؟ يعني رحم هرموناتي. رحم ايه؟ هرموناتي. ايه عايزة يا منى؟ مالك بتتكلمي في ايه يا منى؟ اكمل اكمل اكمل، بص والله ما تحس بحاجة. ما حسش بحاجة ايه يا منى؟ ما حسش. ركز بس منى، والله شكل ده مش وش هعمل حاجة غصب عني يا منى. منى اكمل منى. تحت امرك يا فندم. عملتي ايه؟ عملتي ايه في ايه؟ يا بنتي انا مش مدياكي مهمه عشان تعمليها. كل اللي انا عرفته ان استاذ اكمل عايز يعزمها على الغدا. بنتي دي مش سهله، مش سهله ابدا. بقول لك ايه، انت لازم تنفذي اللي قلت لك عليه النهارده. اللي هو ايه؟ مش فاهمه. برضه مش فاهمه البنت دي غبيه ولا ايه؟ اسمعي، انا هاخد عمك حسين وهنخرج نتعشى بره. انت بقى عايزاكي تلبسي اللي على الحبل وتروحي لاكمل في البيت. اروح اعمل ايه؟ يعني بقول لك هيبقى لوحده في البيت. ايوه يعني اروح اعمل ايه؟ في شغل هعرضه عليه، غسيلها هغسله، مواعين هنضفها. انت عبيطه بيت ولا بتستعبطي؟ بقول لك هيبقى لوحده في البيت، يعني تغريه، يعني تزغليلي، يعني اعملي بقى اي حاجه في حياتك كده. يا فندم بس انا خايفه الحسن يتهور. ابني يتهور؟ انت عبيطه ولا ايه؟ صوري، عندك حق. ابني ممكن يتهور، اصل الواد ده عينه زايغه وبصباص وعنده بنات كتير قوي. هقول لك حاجه، انت اول ما تخشي البيت تفتحي التليفون على طول، اوكي؟ واي حاجه تحصل تروحي رنالي، هتلاقيني فوق دماغك. خلاص؟ فهمتي؟ الحمد لله. تحت امرك يا فندم. ايوه بس انا كنت عايزه اعرف بس انا هلبس ايه؟ صحيح، ده لو شافك بالمنظر ده هيرميك من البلكونه. طيب انا هاخدك دلوقتي ننزل نشتري شويه حاجات مع بعض. هلا، انا عايزه اقول لك حاجه، المهمه دي مهمه جدا بالنسبه لي، مساله حياه او موت. انا عارفه انك بتخاطري باعز شيء عندك، لكن اللي انت هتعمليه ده انت هتنقذي اسره بحالها من الضياع. ايوه حبيبتي، ايوه روحي، وحشتيني جدا. لا لا لا، هو ما كانش بيتكلم كده. الو، يا حبيبتي، يا روحي، وحشتيني جدا. اهلا جميله حبيبه بابا، ايه اللي رجعك بدري كده؟ مفيش، جايه ارتاح شويه وبعدين نازله تاني عشان معزومه على الغدا. انت نازل ولا ايه؟ لا، هنزل اروح فين؟ امال لابس كده ليه؟ ايه؟ لا ابدا، ده انا كنت بقيس الجاكيته بس عشان اشوف تخنت ولا لا، وبعدين كمان بتاكد انا لسه عندي جاذبيه ولا لا. يا حبيبي ده انت قمر. قمر ايه بس؟ قمر ايه؟ امال امك مش شايفه كده ليه؟ جايب سيرة امالي؟ امها بقالها 30 سنه عايشه معاكم مستحمله، بقضي ال 24 ساعه جوه اليوم وانا ساكته، منهم 8 نايمه في سوادي الليل عشان ما اشوفكش، وباقي اليوم بشغلك في البيت عشان ما يبقاش بيني وبينك اي حوار. شايفه جميله امك بتقول ايه؟ ماما ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول الحقيقه، بقول الواقع. واقع؟
طب انا اقول لك على الواقع بقى، ايه رايك بقى انك طول الليل بتشخري وانا مستحملك عشان خاطر جميله؟ انا نازله اجيب حاجات من تحت، عايزه حاجه؟ شكرا. وحتى لو بصي طالما انت في صفه مش هجيب لك اي حاجه. بقول لك ايه، ما تنساش تفصص الربطتين ثلاثه التوم اللي انا جبتهم، تفصصهم وتهرسهم كويس. التوم بيشح وانا ما بحبش التوم الصيني، بحب التوم البلدي. البرطمانات عندك نظيفه اهي، تهرس وتملى البرطمان وتحط على وش ايه؟ زيت. عشان ايه؟ عشان ما يعملش ريم. عشان ايه؟ ما يعملش ريم. عشان التوم بيشح. حاضر. توم 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 وترجع تشتكي من ماسوره الغاز. معلش ما تزعلش. لا انا زعلان، زعلان قوي من امك، وعشان كده انا هتجوز عليها. تتجوز عليها؟ اه هتجوز عليها ثلاثه وابقى جوز الاربعه. هتتجوز ثلاثة يا بابا؟ آه، ما هو الواحد لما بيتجوز واحدة بتبقى حاطة في دماغها وليل ونهار بتقرفه، لكن لما بيتجوز أربعة الأربعة بيتنافسوا على خدمته، والثلاثة اللي هتجوزهم هيخدموها ويريحونا أنا. هو أنت فعلا مش عايز تعيش مع ماما يا بابا؟ مين قال لك بس الكلام ده؟ ده عشرة عمري، دمك، وبعدين أنا بحبها وعايز أعيش معاها، بس أنت عاجبك يعني اللي بتعمله فيا ده؟ انا عارفة ان انت بتحبها بابا. هو زي الواحد يعرف انه لقى نص التاني؟ انا اقولك، لما الواحد يعمل معاك حاجات تضايقك، ولما الواحد يحس ان اللي معاه ده بيضايقه وبينرفزه ومش طايقه، ومع ذلك يبقى مش عايز يسيبه. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الاماني ممكن ممكنه. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الاماني ممكنه ممكنه. ولا انهزام ولا حد تاني واخد باله مننا. ايوه يا منون يا جميل انت. يا رح راحي بقى كده. راح راح فوقي افوق. بص انا قلعت النظارة. طب انا هقلع انا كمان. اقلعي. هقلع الجزمة. اقلع الجزمة. مخنقاني. يا سلام. والله خنقاني قوي. طبعا هو في حد ايه ده بيلبس جزمة مليون دولار؟ انا عارفة. ده الواحد كده يعني. انا والله زهقت من الجزم. اوعى يا قمر تضايق نفسك. اوعى تاكل على خاطرك. انت بسكوت ده. ممكن تاخدي خاطرك كده على خاطرك في حاجة؟ تتكسري. ما خلاص. في حاجة تعبكي؟ ايه بس؟ بصي بقى، انا مش عايزك تلاقي نفسك خالص. اوعى تفتكر ان انا بخاف من اللي اسمها رحمه دي فشر. اوعى. لا ما انا واخده بالي بصراحه. طبعا الكل واخد باله، انا بس مش عايز مشاكل. ممكن نمد ايدينا على بعض، ممكن صوتنا يعلى، ممكن كيف. انا يعني متجنب الحته دي خالص. طب افرض بقى طبت علينا دلوقتي. طب مين يا بنتي؟ ايه طب مين؟ ايه ده ما ساعتين، ساعتين بتفضل تدعي في المكتب. الساعتين دول هيحصل ده، احنا ممكن نغير الانترين جوانا، ممكن نغير اوضه النوم نوديها لحد. نعمل مكرونه، اي حاجه نعملها. صح عندك حق. مش عايز تعمل حاجه؟ لا. عارفه هي بتمشي امتى؟ امتى؟ بعد ما جميله تمشي تروح. هي ماشي. جميله مين؟ البنت اللي كانت معانا في المكتب؟ ايوه اللي معاها في المكتب. يا سلام. يا ليال سلام والله. على فكره انا لسه سامع صوتها بره على باب الشقه اللي قدامنا. بتقولي ايه؟ لسه سامعة صوتها على باب الشقة اللي قدامنا. جميلة؟ اه. والنعمة؟ والنعمة. البسي جزمة، البسي جزمتك. ليه؟ البسي جزمتك بسرعة. ايه في ايه؟ أرجوكي. في ايه طيب؟ في ايه؟ ما جزمة. طب استنى استنى طيب، في ايه اللي حصل؟ شنطتك دي ولا بتاعتك؟ اه شنطتي بتاعتي. تعالي تعالي امسكي الشنطة دي. ايوه تعالي هنا. مع السلامة. استنى. بقولك ايه؟ ايه قول؟ انت اخر مره من المرات يعني نطيتي من الدور الكام؟ الرابع. ده الخامس. وانت كمان بارد، وانت كمان بارد، انت كمان كل حاجه في البيت خانقه.
يا بابا الحمد لله على السلامة. هو انا جاي من دبي. اوعى كده. الحمد لله على السلامة. في ايه؟ مفيش حاجة. مالك مش على بعضك، فيك ايه؟ ولا مفيش حاجة فيها حاجة على بعضك. مش جملة دي، مش جملة، انت ما بتقولش جمل ليا خالص على فكرة. انت شايف في حاجة؟ اه. ايه في ايه؟ وصلتها وصلتها. وصلت مين؟ منال. منال؟ هي اللي وصلتني، هي اللي وصلتني. اه اكيد قعدت بقى تحكي لها وتقول لها شعري زمان وانا كان من مواقفك وخدت منها ميعاد واعتبرها صح؟ الا ادبك، الا ادبك قول شعره مش شعر الا عشان ظروفي اللي انا فيها ديت. قابل مين؟ طب سيرك انت اللي هتقابلها. طيب سيرك انت اللي هتقابلها. خلاص في ايه؟ خد ده. طب هخش انا جوه الاوضه بتاعتي. اعمل ايه في الاوضه بتاعتي؟ اعمل في الاوضه بتاعتي هعمل ايه؟ اللي في الاوضه بتاعتي هعمل ايه؟ اتفضل. يا ماما جت تخش انت. اتفضل اتفضل اتفضل. حسين. ايوه حبيبي. كويس انك هنا حبيبي. انا موجود يا حبيبتي من بدري. هروح فين؟ اديني مربوطه اهو قاعد مستنيك. انت عايز تروح فين يعني؟ ولا في اي حته. طب بقول لك ايه؟ النهارده بالليل نازلين نتعشى سوا. عينيا عينيا اي مكان انا في ايدي دي، اي ترابيزه قاعدين عليها كل ده كل ده انا تحت امرك. شاطر حبيبتي. يا اكمل هتنزل تتعشى معانا ولا ايه؟ هتعمل ايه بالظبط؟ لا ماما انا هتعشى بره. اوه اتعشى بره. انا هتجنن انا هتجنن. يعني انا مش فاهمه البنت دي عامله له ايه؟ عامله له عمل ولا ايه؟ انا مش فاهمه. واكله له دماغه. احنا لازم نعمل حاجه يا حسين. انا لا يمكن ابدا ان اخلي البنت دي تتجوز ابني. انا بقى هخش اشوف حكايه الولد ده ايه. لا تخش فين يا رحمه دلوقتي. الله جاي تعبان من الشغل. خلينا عشان بعدين بيتكلم معاه. شغل ايه؟ شغل ايه اللي بتقول ده؟ هو اشتغل خالص النهارده؟ ما هو اصل ما ينفعش برضه، لازم يستريح عشان تعرفي تاخدي وتدي معاه في الكلام. انا امه ولازم اعرف حكايته. ايه يا سيدي؟ ما انا ابوه يا ست. ممكن يكون محرج منك، ممكن يكون مش عايز يقولك حاجه كده ولا كده. هيبقى صريح معاك. محرج مني انا؟ بقولك انا امه. ادي امه. اوعى اوعى بس يا اخي. ايه مالك فيك؟ ايه الحته دي بعيد عنك جايه بعصب كده على قفا على قفا. قولونك رمرمت ايه النهارده؟ انا دخلت رحت جبت كده كلته كلته. روح اجيب لك مسكن. يا ريت بسرعه بسرعه. بسرعه يا رحمه. يا نهار ابوك مش ايه 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 تعالي خدي تعالي تعالي اوعى. دخلت دلوقتي ليه؟ دخلت دلوقتي ليه؟ سيبكوا شويه. ايه ما عملناش حاجه يا بابا. ما تظلمنيش. ما عملتش حاجه. امال اللي مهببه ده راجل تكلت صبع الرجل ولا بتاعها كلته؟ في حاجه؟ مش قلت لك مسيرك تقابلها قايلا. يلا بصيش هنا. اطلعي اطلعي تعالي. ما وريتك ماشي. ليه بتخش دلوقتي ليه؟ بتخش دلوقتي ليه؟ قلت لها ما تبص هنا، قلت لها ما تبص هنا، المنطقة دي ما بحبش حد يبص فيها. منيرة خد ساعة الحتة دي عندك، اوعى حد يجيبها اوعى. انت ايه؟ انت ايه؟ مصرية ولا مكسيكية ولا تركية ولا إسبانية ولا هندية؟ أكيد ده اختبار عملوه لحسين عشان يشوفني هنجح في الصياعة ولا مش هنجح. لا أنا هنجح وهطلع متفوق كمان. لازم أتفوق. أنت اسمك إيه؟ اسمي منال. منال. اسمك منال؟ أيوة. آخ ايه ده؟ مين الرزل ابن الرزل اللي جاي دلوقتي؟ يا منير افتح، نسيت المفتاح. يا نهار اسود يا سنة سودة. منير خرب بيتي خرب بيتي. قومي 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 قاعدة ليه؟ خش 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 كده شوية. تعالي كده تعالي يا سنة سودة. انت واقفة على الباب استنى عشان تفتح. مالك في ايه؟ انت غريب قوي. بص يا منير انا تعبانه قوي ونفسي اخد نص ساعه كده قيلوله. اعمل لي قهوه من البن بتاعي عشان الحق اشرب وانام شويه. انت مالك في ايه؟ Vamos.
شفتيني ازاي؟ انت برضو نازل معاها؟ نازل ايه؟ انا مش نازل، انا داخل انام. تخيل تنام ولابس البدله ليه؟ لان البدله دي عزيزه عليا قوي يا ماما، انت عارفه يعني. اه وهتنام بالبدله حضرتك؟ يا ماما في ايه يا ماما؟ يا ماما انا نازل دلوقتي عشان انا عندي شغل، عندي شغل يا ماما. شغل ايه اللي انت مجرجرها معاك فيه ده؟ يا ماما ما هي برضو زميلتي في الشغل، ما انا في الشغل نازل انا وهي عشان عندنا اشعة عمل. اشعة عمل لوحديكوا ها؟ لا يا ماما مش لوحدينا، احنا معانا ناس زملاتنا ومعانا عملاء والجرسون هيبقى واقف والناس قاعدة في الكافيه معانا، فمش هينفع نتكلم مع بعض الكلام اللي انت فاكراه يعني. يا حبيبي يا حبيبي اصحي خش عليا ده الكلام ده. اسمعي اكمل وديني، انا رايحه دلوقتي اسكحها قلمين على وشها عشان خدودها دي تورم وتحمر وتحلو في عينك اكتر واكتر. يا ماما انا انت بتعملي لي ايه؟ انا ما بقتش اضيع الكلام ده بقى. يا ماما ما ماما تشوفي الست دي قاعده معانا كده ليه؟ لقيت حاجه تاني جوه ولا ايه؟ لقيت ايه؟ كنت انت غبي، كنت خبيها تحت كوفرت ولا حاجه، كانت حطت معايا على الارض. في بيت ايه ده؟ ايه ده؟ انت لسه مش حاسس ان انت اتجوزت وخلفت وعندك مسؤوليه؟ لسه بدري قوي على الكلام انت بتقوله ده. لسه بدري يا بابا بقى، انت طالع رحله والله. وبعد كده بقى خلفت عندك طعم الروج. طعم الروج؟ ايه الافكار التافهه اللي في دماغي يا بابا؟ يا بابا انا بحترمك عيب. انت اكلت حواجب؟ حواجب ايه اللي في حد هياكل حواجب؟ انا رايح في ايه؟ خد سيبني بقى. خد تعالى انا الموبايل بتاعي. راح فين؟ راح فين؟ في ايه يا بابا؟ راح فين؟ دخل اجيب موبايلي. في ايه؟ انا هجيبه لك، خليك هنا وانا هجيبه لك. لا خليك مستريح، هات خد موبايلي. كويس قوي يا راجل البيت، ده لقيتك هنا علشان احط النقط على الحروف واجيب من اخر راجل يا محترم. في ايه يا ست؟ انت جايه تهجمي على فتنا ليه؟ ست في عينك يا قليله الادب، اسمي هانم رحمه هانم. اخيرا ما تربطيش بس حدش غلبني. انت عايزه ايه من الواد يا بنت؟ ها عماله تجيبي له يمين وتجيبي له شمال وغمزه من هنا وضحكه من هنا، في ايه؟ انت عايزه من ابني ايه؟ مش هتاخديه بطولك بعرضك، مش هتاخديه. يلا يا رحمه، يلا يا رحمه. مش هروح في حته. يا ماما يا ماما ما ينفعش كده، ما تعمليش معايا كده. لو لما يلهفك. معلش يا عمو منير، معلش احنا اسفين جدا، ده طنط وضع، اصل ماما ما نامتش كويس فبتخطرف. لا انا نمت كويس جدا ومش بخرطف. يا ماما ما انت يا ماما بصي عينيكي كلها النوم يا ماما. خلاص معلش. احنا ذنبنا ايه ان مامتك عندها ارق تيجي تهجم علينا في بيتنا؟ انا لسه ازاي؟ لا لا هتاكلني. لا 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 ايه ده؟ اتفضلي. ايه ده؟ ايه ده؟ كلم مع مدام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي بشائر الفراولة. ايه ده؟ انا اول مرة اعرف يا منير ان عندك دير احنا مش قصيناه من زمان. ايه ده؟ تلعب بدير؟ لا ده انت زواق بتعرف تنطقي ما شاء الله يا ما شاء الله. انت انتي انتي اللي كنتي. دلوقتي عرفت يا عيلة عرة. لو سمحتي خدي بالك من الفاظك وانت بتتكلمي عن العيلة. لو النبي ده اللي انت فاكر يا حبيبي ده اللي فالح فيه يا اختي. ها اخصى عليك. انت يا بنت انت مش انت اللي كنت جايه عشان جميله وعايزين تظلمخوا الموضوع؟ ويا حبيبي يا ابني انت شفتي بيضحكوا عليك ازاي؟ يا ماما بيضحكوا عليا. انت يا عم منير ودي عندك جوه. ربي جوزك، ربي جوزك يا مدام. ايوه شفته شفته شفته. انا قصدي ايه؟ ها وتقولي لا حرام ده غلبانين. لا عندك حق. دول حلوين بلا قرف. بس بشكل قرف. بصوا بصوا ساعة يا ماما ولا ساعة يا ماما والله. انت راجل انت ها؟ اطلع لك البطاقة. بطاقة؟ لو مش عاجباك البطاقة اطلع لك الرخصة. رخصة؟ ذكر ذكر. حضر نفسك، انا دلوقتي هتصل بالبوليس يجي يلمك التوقيع. يا راجل يا سافر. سيبوني سيبوني ساعتي. شفت قلب امك؟ تعال المنظر ده مش عايزين نشوفه تاني. شفت المنظر ده مش عايزين نشوفه تاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز اروح اضربها. يلا بره. فين البت راحت؟ يلا بره. هو حد يفتح على باب البوليس. يلا بره. ماشي يا جميله بره. مين بقى؟ انا بسالك انت ليه؟ مين دي؟ ما تقوليش بشاير الجوافه. لا لا انا قلت لك يا حبيبتي بشاير الفراوله عشان انت بتحب اول السنه
نعبيها في برطمانات ونشيلها في الفريزر. اتفضلي يا رحمة، اتفضلي يا حبيبتي. شفت يا حسين؟ شفت البنت والاشكال اللي تعرفها؟ لا وايه جايبها لي في الشركه ولسه بيجري وراها؟ يا ماما انت فاهمه غلط، يا ماما والله فاهمه غلط، ما تقول حاجه يا بابا. هيقول ايه؟ هيقول ايه بابا؟ ما هو بابا شايف كل حاجه بعينيه. ما تتكلم يا حسين. ما تتكلم يا حسين. ان الله حليم ستار. والله. واللي غيظني بقى بجد، اللي غيظني ابوها. ابوها شايب العايب اللي على شفا حفره لسه بيبصبص وبيلعب بديله. يا ماما انت فاهمه غلط والله، حرام عليكي. وانت شفتي حاجه بعينيكي؟ انت كده بتظلمي الراجل. اما بعد ظن اسم. ظن ايه يا واد؟ ظن ايه؟ دي خارجه من اوضه النوم ولسه بتقولي ظن؟ انت عايز ايه يا واد؟ عايز تجنني ولا عايز تموتي ناس عمر؟ يا بابا ضربتني هنا، بابا وجعتني قوي. ما تتكلم يا حسين. اقول ايه؟ اخص عليه الراجل بعد السن ده يبقى مبصبصاتي. ها؟ افرض الموقف ده حصل معانا يا اكمل والبنت دي طالعه من اوضه نوم. اه زي ما حصل معايا. اخرس اخرس يا جزمه اخرس. المهم يا حبيبتي انت تهدي خالص، اهم حاجه في الدنيا انت. تعب مزيكا في نفسك. اوعى يا حبيبتي، اهم حاجه في الدنيا اعصاب. نفترض دلوقتي لا قدر الله، لا قدر الله جالك ضغط ولا دختي ولا بتاع، هنعمل بعد الشر حبيبتي؟ هنعمل ايه من غيرك؟ نفترض انت موتك بقى وحش، انا اللي هتاذي فيها. ليه؟ لانك انت اللي بتسوقي، بتقعدين جنبك تلبسي في شجره ولا حاجه، ممكن نطلع من الحادثه عاملين كده، مفيش تجميل لينا بعد كده. لو خبطنا الخبطه دي مفيش تجميل صدقيني. طب يعني يا حسين انت شايف اللي بيحصل ده قدامك وراضي عنه؟ معلش يا حبيبتي، انت اهم حاجه تخش اوضتك تجيب لك العصير الجميل الفريش المحترم، تروح تاخد الغداء نيم على طول. لا انا مش هاخد خالص اللي انت بتديهوني ده. انا اول ما بشربه من هنا بدوخ وببقى عايزه انام. انا هخش انام لوحدي. ايوه ليه بقى؟ ليه بقى بتبقى عايزه؟ شعرت. ماشي هقول لك ليه بقى. ليه؟ لان انت بتبص في عينيا وانا عينيا مريحه بالنسبه لك رحمه، فبتروح ضربه ده نايمه على طول. اتفضل يا حبيبتي انا هجيب لك العصير. تصبح على خير يا حبيبتي. وانت في الاهل روح نايتي. وديني سمعت دي الادب. نايتي رحمه. نايتي بلا رحمه انت يا بابا. يعني الست دي مع كل الفرعانه اللي فيها ولسه بتصدقك؟ ده انا صدقتك. لو عاوزني انيمك زيها دلوقتي على الكنبه انيمك. لا مش هنام، وما تعرفش تنيمني يا بابا. تصدق بقى ان انا هقول لها على كل حاجه؟ خد شغلتنا هنا. اقف اقف بقى كده. عايز تبيعني يا اكمل؟ تبيع ابوك واخوك وصاحبك في اقرب ملف؟ عايز تبيعني؟ اخص عليك اخص يا بابا. حرام عليك اللي انت عملته مع ام منير. هتلاقي البيت بيقلب دلوقتي. انا رايح اطمن عليك. خد يلا سيبه سيبه، ده امتحان واختبار ليه. نجح بقى في دراعي في اي مشوار اروحه، اي خطه عايز اعملها اوظفه. فشل خليه يلبس، يبقى شبه ربطه التوم اللي اتعلقها في البلكونه ملوش اي لازمه. ايه التشبيه ده؟ هي دي تشبيهاتي. مش عايز اعلي صوت اكتر من كده. لسه نايمه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايز اسالك سؤال مهم كده، ممكن تجاوبني عليه؟ لا معلش، بس انا مخنوق دلوقتي مش هعرف اجاوب على اسئله. سؤال بسيط وهتجاوب عليه. مش قادر اجاوب عليه. اقول لك تجاوب عليه. بابا ما تضغطش عليا. احترم ايه؟ يا بابا ما انت بابا كل شويه قاعد برضه بتتضايقني وما بتكلمش، وقاعد اقول لك الكلمه ما بتتكلمش. سؤال واحد بس. ماشي. انت بتحب جميله ولا ما بتحبهاش؟ يا سلام، تروح تتمشى على كورنيش البحر وبعدين فكر وجاوب. يا اه يا لا. بصراحة بابا أنا ميال ليها. ميال؟ حلوة أوي ميال ليها دي. ميال ليها يبقى فعلا في شروع للنجاح إنك تحبها وتتجوزها، لأن جميلة دي هي الوحيدة المناسبة ليك. جميلة دي اسم على مسمى، اسمها جميلة وهي فعلا جميلة. هي دي الزوجة الصالحة الجميلة اللي تناسب أكمل ابني. ولعلمك يا أكمل، يوم ما تفكر تتجوز لازم الزوجة تبقى جميلة. لا هو مش شرط يعني. لا شرط. لا معلش مش شرط. وحياة أمك شرط. لا عندي صحابي قالوا لي مش شرط. لا شرط. كل صحابك دول جحوحيل
ايه ما ينام؟ كواحيل مش فاهمين اي حاجة. الزوجة كده لازم تبقى منورة في البيت، لازم تبقى عاملة زي النجفة كريستالة. تلتم كده كده طول ما انت ماشي وراها عمالة تنور لك، حتى لو مصلحة الكهرباء قطعت هي منورة لوحدها. ايوه بدل ما تروح تتجوز واحدة عاملة زي لمبة جاز وتكبيت وتولع، ده هتطلع عليك دخانة ريحتها وحشة وهتخنقك. وطلع عن اليوم اللي انت جيت جنب اللمبة الجاز دي وولعتها. بابا انا عايز اسألك سؤال. لا انا مش مؤهل دلوقتي. لا معلش سؤال صغير. اتفضل. انت اتجوزت ام مالي؟ تصدق بحبها؟ تصدق مش مصدق؟ لا صدق فعلا بحبها. فعلا مش راضية تخش لي جوايا دي. قول الحقيقة. ما تضغطش عليا أكتر من كده عشان ما أضعفش. طب ما تقول لي بقى الحقيقة، ما بتحبهاش. خلاص ما هي دخلت جوه ما تحبهاش صح؟ نامت؟ نامت. بحبها. برضه؟ برضه، لأن عارفك فتان وهتقول لها أول ما تصحى من النوم. وغلاوتك ما هقول لها. وغلاوتك أنت أكمل. بحبها. ما أقدرش أستغنى عنها. مش هستغنى عنها دقيقة واحدة. بس هي اللي عملت كده. والله يعني هي اللي قالت لك روح اتعرف على بنات وتعرف على ستات يا حسين علشان انا ابقى مبسوطة؟ عارف لو امك عملت كده زيك كده مش هحبها. عشان انت مش بتحبها واطلقها بسببك. ما بتحبهاش انت اساسا. ما تقول الحقيقة. قول الحقيقة. انا ابنك. انا قاعدين لوحدينا دلوقتي. قول الحقيقة. حياه اكمل. بحبها. بحبها يا راجل. قلت لك ما اقدرش ابعد عنها. ما اقدرش ابعد عنها في لحظه لحظه. ومع ذلك ما اقدرش اقعد معاها اكتر من 5 دقايق. على طول كلام ونقير وخناق وبترد ودايما بتمنطق الامور وتتفلسف. غير كده انها شكاكه شكاكه شكاكه. انا قلت بقى حسين خليها شك بشك. طب يا بابا عشان خاطرنا ما تقعدوا مع بعض وتصلحوا اللي بينكم، عشان انتوا عندكم ابن. الابن ده ممكن يبقى معقد. انا بابا خلاص كرهتكم. انا فعلا بكرهكم. يعني اخد بالك من الموضوع ده؟ انا فاكر وفاهم وعارف انت عايز تقول ايه. بس هقول لك حاجه، انت صعب تطلع من البيت ده، لان مفيش اي حد في الدنيا يطيقك الا انا وامك. لا في ناس صحابي بيتقوني. لا لا وبيحبوني قوي على فكره. لا لا مش عايز منك حاجه ومحدش يتكلم معايا. سيبوني في حيالي. مش عايز حد. انا تعالى ما اقدرش استغنى عنك يا غبي. عارف ليه؟ عشان بحبك يا اكمل. زي ماما؟ لا يا حبيبي انت حبيبي. مين انت هتنام ولا ايه؟ لا قوم لك جنب امك. جنب مين؟ امك. يلا يلا ماشي. طيب يلا ماشي يا بابا. افرش كبرتك كده وقعد تحت رجليها. يلا يلا يلا. نايت يا اكمل. منير طلعني طلعني. ماما ايه اللي بتقولي ده يا ماما؟ اول مره اكتشف ان انا مش بتخان بس، لا ده انا كمان مغفله. وحياتك عندي انت فاهماني غلط. فاهمك غلط ازاي؟ ده الجريمه في ايدي اهي اهي. بص بص مدملكه ازاي؟ لا وعرسي دي كلها كيرفز، حتى حمرة شفايفها ملطشة. انا ماليش علاقة بحكاية الكيرفز والدملكة والعرسية دي خالص، ما بفهمش فيهم. ولا بحمرة شفايفها؟ ولا بحمرة شفايفها؟ ولا بالكيرفز؟ ولا أي حاجة خالص. أنت بتقولي كلام ما مش فاهمه. أنت راجل كذاب. أنت راجل كذاب. أنا مش هرتاح ولا هيداني جيب. يا بت غير لما أجيب رقبتك كده زي الخروف عشان أخلص منك. يا أنت ده أنت مسحوك. يا ماما يا ماما مسحوك. أنت بتعملي ده يا ماما؟ طب نسمعه. طيب نسمعه يمكن يكون في نسمعه حاجة. هيكون نقول ايه ولا ما يهبب ايه؟ بقول لك يا بنت جايباها من على السرير. جايباها من على السرير ولابسه كمان احمر. لابسه احمر يا شيخ اختشي، وحاطه كمان روج احمر. يا 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 بجاحتك يا اخي. على السرير يا بابا؟ كنت هدخلها على السرير ازاي بس؟ وبعدين موضوع هدومها ده، يعني انا كنت دخلت الدولاب عشان انقي الهدوم اللي هتلبسها. يا مدام حضرتك فاهمه غلط. ايه ده؟ انت ايه اللي موقفك هنا دلوقتي؟
ده حوار عائلي خاص جدا. ايه اللي موقفك هنا؟ بتسمعي ايه؟ ما حضرتك الاستاذ لسه ما دفعش الحساب. انت كمان ما بتدفعش يا مدام؟ مش يا مدام مش كده، ما تتلمي بقى انت كمان يا مدام. انا خبيره مساج، والاستاذ منير كان اتصل بالمركز اللي انا شغاله فيه وكان طالب واحده خبيره مساج تيجي تعمل مساج للمدام بتاعته. اه يا ماما، حتى انا كنت عايزه اقولك من بدري بس انتي مش عايزه تسمعيني. انا فاهمه. بابا لما عرف انتي ظهرك قافش وكده طلب مني تليفون خبيره مساج، فوبعدين اديت له رقم تليفون واداه رقم تليفوني لمنال وجات لي المكتب. صح يا بابا؟ صح يا حبيبه بابا. حتى انتي سمعتي مدام رحمه لما قالت ان هي شافتها عندي في المكتب، بس لما جات لي انا بقى كان عندي شغل كتير قوي ما عرفتش اجي معاها، فبعتها مع السواق. صح يا بابا؟ صح يا حبيبه بابا. وعين الصحه ومخ الصحه وقلب الصحه كمان. ايوه يا ماما. وبعدين بقى ايه، فهي لما جت البيت هنا انت ما كنتيش موجوده. صح يا بابا؟ صح والله يا حبيبه بابا. اوكي. ايه اللي دخلها بقى اوضه النوم وقعدها على السرير وشلفط شفايفها كده؟ انا هقول لك، انا حسيت ان انا ظهري قافش عليا من وقفه المواعين طول النهار، فقلت لها تعمل لي مساج بالمره. اوكي، انا هعتبر نفسي سفنجه وهمتص كل الاكاذيب دي. يعني دي بتاعت مساج؟ اه بتاعت مساج. اوكي، انت بتاعت مساج صح؟ ايوه. وبتعملي مساج؟ ايوه. طب اوكي، اتفضلي بقى جوه عشان تعملي لي مساج. هتعرفي تعملي مساج بالفستان الاحمر الحلو ده؟ طبعا هعرف. يعني هتعرفي تبقي مرتاحه وانت بتعملي مساج؟ ايوه. بالكعب ده؟ ادي البحر وادي البحار. اتفضلي اعملي لي مساج. اتفضلي اتفضلي. مساج. كمولة حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه، مش هتنزل تتغدى مع جميلة ولا ايه؟ لا. طب ليه؟ مش عايز، ولا عايز اشوف جميلة ولا عايز اتغدى، مش جعان اساسا. انا قاعد مع نفسي كده شويه بفكر. طب ما نفكر مع بعض حبيبي. تفكر في ايه؟ اقول لك الصراحه بابا، انا قول بصراحه كده، انا لو اتجوزت جميله دي هيحصل مشاكل كتير، هتضايقني، هتعصبني، هتقعد تعمل حاجات زي ما انتوا بتقولوا كده، هقتلها يا هتقتلني يا هيحصل جريمه وعايش كئيب طول حياتي. الله الله. طب وليه؟ ليه تبهدل نفسك وتسجن والكلام ده؟ ما تتجوز بعيد، انت لازم تعيش في البيت هنا. يعني اعمل ايه؟ انا اسافر انجلترا مثلا؟ وماما، ما هي ماما قالت لي لازم تقعد معايا. انت لازم تسمع كلام ماما. طبعا لازم اسمع كلام يا ماما. يا عم اعمل اللي في دماغك. يعني ايه يا بابا؟ عشان ما يتقال عليا انا بقى انا ما بسمعش كلام امي واخش بقى في ان انا ما برضيش امي. يا بابا ماما هتزعل. اساسا امك اسمها زعلانه، مش اسمهاش رحمه خالص. اعمل اللي انت عاوزه يا بابا. يا بابا انا لو عملت اللي انا عايزه ماما برضو هتتضايق، وتضايق جميلة، وماما وجميلة هيضايقوني، وأنا اللي هفضل متضايق في الآخر. ماما مش متضايقة من جميلة ولا متضايقة من أي حد في الدنيا. ماما أساساً واخدة موقف من الجواز، ابنها يتجوز ده يموتها، حتى لو رحت اتجوزت منى وروشيما. طب بتقول يا بابا؟ يعني أنا هتجوز منى وروشيما برضو ماما هتتضايق؟ طب جرب. مش أمك بتعشق منى وروشيما وبنت أختها وبتحبها؟ خليها تتجوزك بس، هتاخد موقف منك ومن منى نفسها. يبقى مش امي بقى، يبقى الست دي كده مش امي. ولا اجمل. عايز اسالك سؤال. ايه؟ انت عايز تتجوز ولا لا؟ يعني ايه؟ بقول لك ايه، بطل استعباط ولف ودورها عليا. ايه يعني ايه؟ عاوز تتجوز ولا لا؟ عايز الصراحه. ايوه كده. صحاب؟ صحاب. بصراحه انا حاسس ان انا مرتاح قوي دلوقتي. ايوه كده. وبعدين يعني بابا ما حدش بيراقبني بقى، ولا حد يقول لي رايح فين ولا جاي منين ولا بتتكلم مين. ايه ده، انت كنت على الواتس دلوقتي؟ انت مش عارف ايه؟ وتقعد بقى تغيظ في نفسها وتتضايق وتفكر ازاي تدمرني نفسيا. ما انا عارف، ما انا عارفهم يا بابا. يعني عادي يا بابا، انا ممكن دلوقتي اسافر، انزل، اخرج، اروح اتعشى بره في اي حته في اي مكان، ما حدش يقول لي انت رايح فين وجاي منين. لما الجوازه هيقيدني يعني بصراحة، يعني كل المتجوزين مكشرين على طول. يعني تشوفهم كده متجوز قوي. طبعا عندنا نماذج كتير يعني. احترم نفسك وكمل. فبصراحة أنا مش عايز أحط نفسي في الموقف ده.
بابا احنا مره كنا قاعدين على كافيه انا والشله صحاب ماشي تمام، فجاه واحد صاحبنا راح قال مراتي مراتي. قلنا له في ايه خير حصل لها ايه؟ قال لنا دي بتتصل. ما بتتصل تهبل، طب ما ترد. انا ارد ايه؟ انا لسه سايبها، انا لسه سايبها، هي عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ وقعد يعمل كده. انا طبعا الموقف بالنسبه لي غريب جدا. وقف ايه يا عم رد عادي. قال طب اسكتوا اسكتوا، احنا كلنا رجاله، طب عادي يعني، ما احنا اصحابه يعني. فجاه بابا راح جاي رد على يا حبيبتي يا حبيبتي وحشتيني قوي، بص وشه عامل ازاي وبيقول ايه، يا حبيبتي وحشتيني قوي والحاجات غير اللي هو بيقولها على وشه حاجه تانية ماشي. وراح قال له حاضر حاضر 47 حاضر ابو، انا نفسي اسمع الست كانت بتقول ايه. حاضر حاضر حاضر، قفل وهو حاضر حاضر، وقعد الشنك راح ضرب كوبايه الشاي بايده وقعد يقول حاضر حاضر حاضر. والناس كلها طبعا بابا انا ما تصورتش وفي ايه؟ قالوا لي لا ده هو بس ايه كل يوم بيحصل له الحاله دي لما مراته بتكلمه بس. ليه انا يحصل لي كده ليه؟ لا يا حصل لي اكتر من كده كتير قوي. انا مره نطيت من الرابع علشان مكالمه من امك، فجاه لقيتني نازل مع المواسير ويا ما جريت في الشارع وفي مخبرين جري ورايا، وبقيت كل واحد ابص عليها احس ان امك بعتهولي. عادي جدا ما تقلقش من الحركه دي. الجواز حرام كده بقى ولا؟ استغفر الله العظيم يا رب. بص يا اكمل، الناس اللي قاعدين معاك على القهوه دول يا ابني قاعدين عمالين يشتكوا ويعيطوا، واللي بيخبط كوبايه ميه واللي بيطلع ريم من بقه، والرياكشنات والحركات والبهلونات اللي انت قلتها دي كلها، وقولوا ان احنا كفرانين وتعبانين ومش عاوزين نرجع بيتنا تاني. ومع ذلك بعد 3 ساعات قعدوا على القهوه بيروح البيت اساسا اللي هو بيكرهه وبيشتكوا منه. بيروح البيت ليه طالما كرهه؟ طالما مخنوق منه بيروح البيت ليه؟ ما يا بابا كلهم بيقولوا عشان خاطر الاولاد، لازم لازم برضه عشان خاطر الاولاد. دي حجه واهيه. طب ما هو بعد ما مراته بتموت او بيطلقها بيروح يدور على عروسه تانيه وست تانيه تعيش معاه. بيدور عروسه تانيه ليه طالما هو كاره اساسا التجربه الاولانيه؟ تصدق صح؟ ده انا عمري في حياتي ما فكرت في الموضوع ده. شفت بقى؟ ولا يمكن بابا علشان يتاكد انه هيتخانق تاني برضه؟ لا بص يا اكمل، الرجاله دول 3 انواع. النوع الاولاني طالع عين اهله، والنوع التاني طالع عين اهله، والنوع التالت بقى طالع عين اهله. ده بقى اللي غيرهم هو. الاولاني طالع عين اهله وما بيقولش خالص انه طالع عين اهله، داري علشان معدتك تقيد، خلي مشكلتك في بطنك يا دي واسكت. النوع التاني طالع عين اهله بس بيكابر وعامل عنطر وما بيقولش انه طالع عين اهله. ليه؟ عشان ما يتعايرش من صحابه اللي على القهوه. قول له لا، الراجل اللي طالع عين اهله هناك اهو، الراجل اللي طالع، ويفضلوا يتريقوا عليه ويهرجوا عليه. التالت بقى ما عندوش نفس ولا في نفس يقول طالع عين اهله. طب انت بابا؟ انا مختلف تماما يا ابني، انا طالع التلاتة عين اهلي. يعني انت بقى بابا والمتجوزين بقى ليه عايزين تطلعوا عين اهلي؟ اكمل ممكن تسيبني امشي بقى، لانك انت فعلا طلعت عين اهلي. ياه ايه ده؟ شوية مساج انما ايه؟ ظبطولي ظهري. شفت بقى انك كنت ظلماني؟ انا زعلان ومتضايق. معلش انا اسفة يا منير معلش. لا اسفة وحقك عليا، كل مرة تغلطي وتقولي لي انا اسفة، انا عاوز حقي. بص بقى، بعد حبة المساج الحلوين اللي انا عملتهم دول، اي حاجة هتطلبها مني انا تحت امرك هعملها لك. خلاص، شغل البيت لمدة اسبوع انت اللي هتعمليه. لا كله اللي شغل البيت يا منير، انا ما اعرفش اشتغل في البيت لوحدي، انا طول عمري متعوده ان انت بتعمل لي. لا شغل البيت هتعمليه، والمطبخ ومواعين المطبخ لمده اسبوع برضو انت اللي هتعمليها. ما اقدرش اعمل مواعين، لا ايديا ضوافري. لا في جوانتيات جوه انا جايبهم الاسبوع اللي فات، امال انا محافظ على صوابعي ليه؟ طب انت رايح فين دلوقتي؟ مالكيش دعوه، انا رايح الكافيه هقعد مع اصحاب الرجاله ونتكلم على الستات. كافيه؟
انت اول مره في حياتك تقولي موضوع الكافيه. هي وصلت للكافيه يا منير؟ بقول لك ايه، انا جعان وحاسس ان انا هفتن النهارده، محتاجه كل لقمه كويسه كده ترم عظمي. اعملي لي صينيه رقاق، وتعملي لي صينيه مكرونه بالبشاميل، وتعملي لي نجرسكو وكانيلوني، وحتتين ستيك وحتتين بانيه. ازاي الستيك مع البانيه؟ مالكيش دعوه انت، انا عايز اكل ستيك وبانيه خلاص. ما فيش ما خالص. وبعدين الحلو بقى، عاوز اكل حاجه عشان انا السكر هابط عندي شويه النهارده. عايز اكل ام علي، وتعملي لي صوابع زينب ومهلبيه، ايوه، وبسبوسه بالقشطه. حاجات ايه كلها مؤنثه، بسبوسه بالقشطه كده هتعلي السكر عندك، هيجي لك غيبوبه سكر. انا عايز اعيش في غيبوبه شويه، انا طول عمري فايق. خدت ايه؟ وبعدين عايزك تعملي لي كام سلطانيه رز بلبن، مهلبية، كاسترد، فروت سلات، وتكتري الموز. اوكي كفاية كده، بكرة بقى انت. لا مفيش بكرة، النهاردة. عارفة النازي؟ النازي، انا هعيشك في العصر النازي. انا رايح فين؟ النازي. لا، رايح الكافيه. هقعد مع مين؟ مع الكافيه، مع اصحاب الرجالة. طب مين هيخلي القرنبيط؟ بقولك انت اللي هتخليليه، عشان تشوفي بقى قرنبيطك من قرنبيطي. قرنبيطك احلى. اللي قرنبيطك يا منير؟ تعالي هنا، عايزاكي. امك كانت هتموتني. هو سؤال هسألهولك وتجاوب عليا بصراحه. على فكره انا تعبت ومش هعمل اي حاجه تاني خلاص. لا لا لا، ملوش علاقه باللي انت هتعمليه. هو سؤال واحد، هتجاوبيني عليه ولا مش هتجاوبيني عليه؟ اتفضلي اقعدي. انت تعرفي اكمل ولا لا؟ اعرفه كويس قوي كمان. انك الكذاب. في ايه بس؟ مالك بفهمني انه مش بتاع بنات ولا ايه؟ مستقيم. طب ما هو فعلا كده. لا يا شيخ، وانت ان شاء الله علاقتك بيه ايه؟ بتاخديه المولات يبيع سمح؟ انت مش فاهمه، بابا من سنه معرفني عليه عشان قلع حلاحه بس. ايه؟ زي ما بقول لك كده، لحد دلوقتي بيتكسف يقعد جنبي. هو من سنه لحد دلوقتي ولسه ما تلحلحش؟ هيكون الواد ده في حاجه غلط. لا لا ما تقلقيش، هو بس كل الحكايه ان هو مش عايز يرتبط بواحده الا لما يكون بيحبها. بجد؟ بجد؟ انت هتكلم علي حلاوه يا بنت انت؟ يعني ايه يعني ابوه عرفه عليكي علشان تلحلحيه؟ ده كلام يدخل العقل. اصل انت مش فاهمه، اصل هو والده مصمم انه يتجوزوا البنت اللي على مزاجه مش اللي على مزاج مامته، وطبعا ده مش هيحصل طول ما مامته مسيطره عليه. فهمتي؟ ممكن برضو. عندك حق. بتفكري في ايه؟ احكي عن اكمل. انت تعرفيه بقالك سنه، يعني اكيد تعرفي عنه حاجات كتير. انا ما اعرفش عنه اي حاجه. تخيلي المكان الوحيد اللي احنا بقالنا سنه بنخرج فيه فين؟ فين؟ جنينة الحيوانات. ايوه حاضر حاضر. عتير بقى. منير مساء الخير يا باشا. يا مساء الفل، يا مساء الفل، داخل وفارد جناحاتك. انا مبسوط جدا. طبعا لازم تتبسط. قول لي خلعت من الموضوع بقى ازاي؟ خلعت ازاي؟ زي الشعره من العجين. يا واد برافو عليك يا منير، انت بتستوعب بشكل غريب. قولي هدى فين؟ هدى هناك في المطبخ بتغسل المواعين. بتغسل المواعين؟